مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقائنا مع حضراتكم بيتجدد من خلال حلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة. النهاردة كان يوم صار جدا بالنسبة لكل الأهلوية داخل وخارج مصر. النهاردة التقت صباح اليوم خبرات وقيمة وتاريخ ونجاحات النادي الأهلي، البيت الكبير وبالتأكيد أكبر كيان رياضي في مصر وفي العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، فضلا عن مكانة هذا النادي العريق دوليا وعالميا. التقت مع أيضا قدرات وإمكانات كيان ولد عملاقا في مجال الاستثمار والإعلام الرياضي في مصر، ألا وهو شركة بريزنتيشن. النهاردة بنحتفل جميعا بهذا المؤتمر الصحفي التاريخي وإظهار هذا التكاتف للإمكانات والخبرات المصرية اللي بنقول إنها دائما أبدا تغنينا عن أي أمر من الأمور اللي ممكن تزعج المصريين في أي مجال من المجالات، لأن عندنا القدرات اللي تحقق لنا الاكتفاء في كافة المجالات وعلى كافة المستويات، ومنها ما يتعلق بالرعاية الرياضية والاستثمار والإعلام الرياضي. قدرات النادي الأهلي وخبراته وقيمته وتاريخه ومكانته الاستثنائية، مع أيضا قيمة وقدرات وخبرات وإسهامات شركة بريزنتيشن في مجال الإعلام والاستثمار الرياضي في مصر. ده كله النهاردة ترجم إلى عقد الرعاية الخاص لمدة 4 سنوات للنادي الأهلي، حصلت بموجب هذا المؤتمر الصحفي الكبير في النادي الأهلي بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة ونخبة من أعضاء مجلس إدارة النادي، فضلا عن وجود أيضا ومشاركة الأستاذ محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن لإظهار هذا التكاتف الكبير بين البيت الكبير النادي الأهلي وأيضا المؤسسة الرياضية والاستثمارية والإعلامية الناجحة شركة بريزنتيشن. النهاردة تمت وضع كل النقاط على الحروف بعد جلسات للبحث والحوار والمفاوضات على مدار الفترة الماضية، أنتجت أو وصلت من خلالها كافة الأطراف إلى عقد طبعا مرضي للجميع. ده اللي بنسميه win win situation، المعادلة الناجحة لكل الأطراف المشاركة فيها، وبالتأكيد إن شاء الله تكون نقطة انطلاق جديدة للنادي الأهلي وأيضا لشركة بريزنتيشن. بموجب هذا العقد حصلت شركة بريزنتيشن على حق الرعاية للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات، وأعلن طبعا سعادته بهذا التوقيع وبهذه النتيجة لهذه المفاوضات الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة. والصورة أمامنا طبعا لقطات من هذا المؤتمر الكبير اللي من خلاله أعلن عن توقيع عقد الرعاية للنادي الأهلي، وأيضا أعلن عن سعادته البالغة وأنه حقق هدف كبير جدا له كواحد من المستثمرين والمشاركين في مجال الإعلام والاستثمار الرياضي الأستاذ محمد كامل. كمان كان في لقطة استثنائية جدا ترجم من خلالها حب وتقديره الشديد الأستاذ محمد كامل لمكانة وقيمة وتاريخ النادي الأهلي، وأيضا احترامه وتقديره لرموزه، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الإدارة الحالي الكابتن محمود الخطيب قام بتقبيل رأس الكابتن الخطيب، نوع من العرفان بقيمة ومكانة النادي الأهلي وسعادة هذا الكيان الناجح، أيضا مؤسسة أو شركة بريزنتيشن بالتعاون مع هذا النادي العريق وبوجود أواصر أكثر قوة للتعاون بين الطرفين أو بين الجانبين. وقدامنا طبعا المصافحة بعد توقيع عقد الرعاية والإعلان عن الوصول إلى مرحلة رعاية بريزنتيشن رسميا للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات. إن شاء الله تكون إضافة لكافة المسارات اللي أعلن كابتن محمود الخطيب عنها في هذه الفترة، وقال أنه من أبرز تصريحات الكابتن الخطيب قال النادي الأهلي بيشهد حاليا تطوير على كافة المستويات رياضيا وخدميا وإنشائيا واستثماريا وإعلاميا، وهو متوقع الكثير والكثير وسعيد جدا بنتيجة هذه المفاوضات اللي وصلت في النهاية إلى توقيع هذا العقد بين الجانبين، كما أعلن عن سعادة أيضا الأستاذ محمد كامل. عندنا النهاردة إحنا بنحتفل مع حضراتكم بهذا التوقيع، ونتمنى إن شاء الله أن الفترة الجاية تشهد ثمار هذا التوقيع، وأن هذا التوقيع يؤتي ثماره على كافة المستويات، وأنه يكون دفعة كبيرة لتطوير أكثر في النادي الأهلي، وأيضا إضافة كبيرة لكل ما قدمته شركة بريزنتيشن في هذا المجال في مصر خلال الفترة الماضية. تفاصيل أكثر، معنا موضوعات كثيرة النهاردة، نتكلم عن فريقنا ومباراته المهمة إن شاء الله بعد غد في الجزائر مع وفاق سطيف في مباراة العودة في قبل نهائي دوري الأبطال، فضلا عن فقرات متنوعة وموضوعات كثيرة احنا حريصين على متابعتها وتقديمها لحضراتكم النهاردة. بسعد بصحبة زملائي الأعزاء أمير هشام وعمر ربيع ياسين، والتفاصيل أكتر عن حلقة النهاردة هنتعرف عليها مع حضراتكم دلوقتي من زميلي العزيز أمير هشام. مساء الخير يا أمير. مساء الخير عليك يا استاذ محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاهلي الليله. النهارده الحلقه مختلفه، حلقه كلها يعني فرحه وبهجه وسعاده، خصوصا بعد
اليوم الحافل النهارده بتوقيع عقد رعايه النادي الاهلي مع شركه برزنتيشن، هذه الشركه الرائعه بصراحه واللي دخلت السوق المصري من اوسع ابوابه، اللي حققوا النهارده حلم بالنسبه لهم ان هم يرعوا النادي الاهلي بعد ما كان في محاولات ليهم على مدار فترات كبيره ماضيه. لكن الاهم دايما ان النادي الاهلي مش بيكون هو الخاسر، اي حد بيترك النادي الاهلي، اي حد بيقرر ان هو يبعد عن النادي الاهلي هو دايما هو اللي بيبقى خاسر. النادي الاهلي ما بيغلبش في حاجه، النادي الاهلي اسم كبير، براند كبير، اي حد من الشركات العالميه هيجري ورا النادي الاهلي، هيجري ورا النادي الاهلي، دي حقيقه وبنشوفها على ارض الواقع. اول امبارح كانت مفاجاه اكثر من رائعه بعقد رعايه الملابس من خلال شركه امبرو الانجليزيه، وهي طبعا احدى الشركات العالميه اللي ليها تاريخ طويل جدا مع الملابس الرياضيه والادوات الرياضيه بشكل عام، ويعني بترعى عدد كبير من الانديه على مستوى العالم، حوالي 120 نادي على مستوى العالم. دي كانت اول مفاجاه اول امبارح بعد ما احنا كلنا كنا عارفين ان شركه سبورتا قررت ان هي تفسخ العقد مع النادي الاهلي وهي الخاسر الاكبر بكل تاكيد. فبالتالي مجلس اداره النادي الاهلي عمل لنا مفاجاه اول امبارح كانت شركه امبرو. النهارده كمان شركه برزنتيشن بترعى النادي الاهلي في عقد رعايه قياسي 520 مليون جنيه، عقد الرعايه السابق اللي تم فسخه مع الشركه السابقه كان حوالي 500 مليون جنيه على 5 سنوات. العقد ده 520 مليون جنيه من خلال 4 سنوات فقط، فبالتالي ده شيء جيد جدا وشيء مميز جدا جميل من قبل مجلس اداره النادي الاهلي لو تتفق معايا يا استاذ محمد، وطبعا تحت قياده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، ان هم بيعملوا دايما في صمت، بيعملوا في سريه. احنا النهارده صحينا الصبح فوجئنا بعقد الرعايه ده القياسي والتاريخي، والامور اللي كانت ماشيه بشكل جيد جدا، المؤتمر كمان كان اكثر من رائع، بدايه طبعا من دكتور خالد توحيد رئيس قناه النادي الاهلي اللي حط كل خبراته الاعلاميه في اداره المؤتمر بشكل ممتاز، وطبعا مرورا بالكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي والسيد طبعا محمد كامل رئيس شركه برزنتيشن. اللي عايز اتوقف بصراحه عند اكثر من لقطه النهارده، الراجل الفرحه باينه في عينيه، كان حلم من احلام حياته ان هو يرعى النادي الاهلي، وكان عنده محاولات كتير سابقه كلنا عارفينها، لكن ما كانش موفق، لكن ما حدش عارف الامور بتبقى ماشيه ازاي. اخيرا حقق حلم حياته على حد قوله هو يعني، وقال ان ده كان حلم حياتي بالنسبه لي ان انا ارعى النادي الاهلي من خلال شركه برزنتيشن، وده شيء كان جيد جدا. لقطه كمان اللي داس فيها دماغ الكابتن محمود الخطيب، يعني بصراحه ان شاء الله نتمنى يكون تعاون يكلل بنجاح كبير جدا على مدار السنوات المقبله. نروح نشوف خلال التقرير الجاي ده كلمه الكابتن محمود الخطيب وايضا السيد محمد كامل رئيس شركه برزنتيشن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه كان في البدايه برحب بشركه برزنتيشن والاستاذ محمد كامل، مع ان دلوقتي المفروض من يعني هم في بيتهم دلوقتي، واعتقد ان احنا في بدايه شراكه ان شاء الله، شراكه جديده، والشراكه الجديده ديت باذن الله لنجاحات احنا كنا بنأملها باذن الله، وهم قادرين على هذا ان شاء الله. يمكن انا عايز اتكلم مع حضراتكم في 3 حاجات. الحاجه الاولى ان النادي الاهلي الحمد لله بدأ ومستمر في تطوير ضخم جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي بكل فروعه. النادي الأهلي كمان سواء التطوير ده بيشمل التطوير الخدمي والتطوير الإنشائي والتطوير التنافسي الرياضي. الحمد لله الفترة اللي فاتت في إنشاءات كثيرة جدا، اعتقد كل الناس شايفاها وملاحظاها الحمد لله رب العالمين، وكمان تطوير خدمي واضح برضو الحمد لله، ولكن احنا دايما بنفكر ازاي نجتهد اكتر. والتنافس الرياضي اللي كل فرقنا بلا استثناء الحمد لله بتلعب دايما على البطوله، بتلعب دايما على المستوى على المركز الاول. علشان كده يمكن من ضمن الحاجات اللي انا ملاحظها السنه دي، لاول مره النادي الاهلي يلعب بطولتين افريقيا في سنه واحده، اول مره تحصل بطولتين افريقيا في سنه واحده. اللي انا بتكلم فيه دوت النادي الاهلي بالتطوير ده، بالمنشآت دي، بالخدمات دي، بدعم التنافس الرياضي بتاعنا وكل اولادنا الرياضيين، ده محتاج ايه؟ اعتقد ان ده محتاج
من إدارة محتاج دعم وضخ استثمار قوي جدا عشان نقدر نواكب اللي احنا فيه ده. ودي طبيعة النادي الأهلي دايما بيلعب على البطولة بس. علشان كده يمكن المورد الرئيسي والمورد الهام جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي هو حقوق الرعاية. فالعقد اللي احنا بنوقعه النهاردة وفي صدد التوقيع النهاردة إن شاء الله أحد أهم الموارد اللي تخلينا فعلا نقدر نحاول بقدر الإمكان نقدر إن احنا نكمل مسيرة أو نكمل تاريخ النادي الأهلي. التاريخ اللي هو الحمد لله رب العالمين كله بطولات، كله شيء مشرف لأي حد بينتمي للنادي الأهلي. فعقد الرعاية النهاردة هو عقد رعاية هام جدا بالنسبة لنا. يمكن امبارح الحمد لله برضو كان في عقد رعاية آخر بالنسبة للملابس انتهى امبارح، وكان في تم مع شركة أمبرو بالنسبة للملابس، والنهاردة مع برزنتيشن هو اليوم الاحتفال بتاعنا النهاردة. أنا الحقيقة يمكن يعني سعيد جدا أو إحنا كنادي أهلي سعداء جدا إن إحنا هنتعامل مع برزنتيشن. برزنتيشن ليها حضور قوي في السوق المصري وليها خبرة بنوع من أنواع الاحترافية. عشان كده إن شاء الله بإذن الله هنكون يعني مطمئنين إن يكون يعني العمل بيننا أو الشراكة اللي بيننا دي تكون على أكمل وجه وتكون حاجة بإذن الله تحقق للطرفين نجاحات كبيرة. بس هنا كمان مش أنا بس، إحنا بس السعداء. أعتقد إن من المفروض وأنا متأكد من ده إن البرزنتيشن هي كمان تبقى سعيدة جدا إن هي مع النادي الأهلي. لأن يا جماعة النادي الأهلي ده اسم كبير جدا جدا، وأي حد بيرتبط اسمه باسم النادي الأهلي هو ده شرف وده تاريخ ممكن يتكتب. النادي الأهلي الحمد لله رب العالمين في خلال يعني النادي الأهلي ممكن عنصر جذب لجميع الناس. النادي الأهلي ناس كتير بتبقى حابة جدا تبقى تحت لواء النادي الأهلي وحابة جدا تنضم إنها تكون جوه النادي الأهلي. ده شيء كويس الحمد لله طبعا، والنادي الأهلي بيرحب بكل الناس، ولكن كل الناس اللي ممكن يكون فيه نوع من أنواع اللي هو يعرف يعني قيمة ومعدن وكيان النادي الأهلي. عشان كده أنا متأكد إن برزنتيشن هتكون عندها نوع من أنواع الالتزام الشديد جدا جدا في تفعيل هذا التعاقد بشكل يليق بكيانين كبار طبعا النادي الأهلي وبرزنتيشن. يمكن ده يمكن اللي أنا الحاجة عايز أقول مثلا حاجة، وإحنا يمكن دي برضو في السوق التسويقي يعني النادي الأهلي يا جماعة من عظمته تيجي مثلا النهاردة تلاقي في كل تلفزيونات مصر أو العالم العربي النادي الأهلي، تلاقيه التيشيرت بتاعته اللي كان لابسها في السبعينات ما زالت موجودة، وما زال الإعلان اللي عليه موجود، وما زال العلامة التجارية بتاعتها موجودة. فالنادي الأهلي بعد مثلا 50 سنة ممكن أول الراعي بتاع النادي الأهلي يكون ليه تواجد وليه يكون موجود، لأن ده النادي الأهلي. النادي الأهلي الحمد لله رب العالمين هو نادي القرن في أفريقيا، وإحنا كلنا بنتطلع بإذن الله يكون نادي القرن في 21 بإذن الله إن شاء الله يعني. فهنا النادي الأهلي أعتقد النادي الأهلي النهاردة برضو حاجة من الحاجات المهمة اللي لازم نفكر فيها سوا ونشوفها مع بعض. النادي الأهلي النهاردة لما بيكون واحد من كل الفرق العالمية يكون ترتيبه الثاني، الأهلي أكثر تتويجا في العالم 2013. النهاردة ريال مدريد سبقت الأهلي، لكن النادي الأهلي نمرة 2 دلوقتي. نأمل طبعا نرجع تاني إن شاء الله نمرة 1، لكن لما يكون اسم نادي عربي وأفريقي في وسط عمالقة الأندية العالمية كترتيب أعتقد ده شيء يدعو للفخر لكل إنسان عربي، كل إنسان أفريقي حتى لو مختلف انتماءاته، لكن فريق عربي في وسط العمالقة الموجودين، عمالقة الأندية العالمية، هو ده النادي الأهلي وهي دي قيمة النادي الأهلي. أنا مش عايز أطول لحضراتكم، بس يمكن كمان عاوز إن أنا الحقيقة ما انساش إن أنا أشكر فعلا الإدارة التنفيذية عندنا، أولا زمايلي في مجلس إدارة كلهم متعاونين جدا، والإدارة التنفيذية وبخص بالشكر الحقيقة الكام يوم اللي فاتوا دولت عملنا يعني عقدين رعاية
في فترة صغيرة جدا. فبشكر جدا جدا إدارة التسويق وبشكر الإدارة القانونية، لأنهم الحقيقة كان ليهم دور كبير جدا جدا وعملوا مجهود كبير جدا الفترة اللي فاتت. بكرر الشكر ليهم وبكرر شكر لحضراتكم لوجودكم، وإن شاء الله نكون يعني فتحة خير بإذن الله. شكرا والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نشهدك أن ما أتينا ذلك عن علم منا. الحمد لله رب العالمين. ألف مبروك برزنتيشن. يعني بالنسبة لي لحظات تاريخية بالنسبة لي وبالنسبة لكل زمايلي اللي النهاردة مشرفيني كلهم. أنا لو مت النهاردة تقريبا ما فيش أي حلم من أحلام حياتي ما حققتوش بعد ما خدنا رعاية النادي الأهلي. وأنا شخصيا يعني باسم كل أعضاء شركة بريزنتيشن سبورت وباسم المجموعة الجروب اللي احنا بننتمي ليه، جروب إعلام المصريين، يمتلكني يعني فخر ما بعده فخر وشرف ما بعده شرف. وأنا بحاول أمسك نفسي على قد ما أقدر يا جماعة، بس الحلم ده حلم البريزنتيشن غايب بقاله كتير جدا وأمل كبير جدا. واعتقد الكابتن دلوقتي لما قال ان احنا لازم نبقى مبسوطين وفخورين، امر يعني طبيعي جدا ان احنا كشركه في خضم كل الشغل اللي اشتغلناه الفتره اللي فاتت والسنين اللي فاتت انه نتوج النهارده بعقد رعايه النادي الاهلي. خلاص احنا زي ما بقول كده مش محتاج اي حاجه تاني بالدنيا ان احنا عملنا عقد رعايه النادي الاهلي. وعايز اقول لكم ان انا قضيت 10 ايام مع هذا الوجه البريء الرقيق كابتن محمود الخطيب اللي انتم شايفينه في هذه البراءه وهذا اللطف. كابتن خطيب يا جماعه في الاوض في التفاوض ليس هذا الشخص الذي ترونه خالص، يعني انه ثعلب. العقد يا جماعه اللي انتم شايفينه النهارده ده اللي انتوا شايفينه النهارده ده كله حتى بالبراندنج اللي الشباب عملوه ربنا يبارك لهم، احنا جالنا خبر ان احنا خدنا عقد الرعايه ده الساعه 8:30 امبارح بالليل. لغايه 8:30 امبارح بالليل الكابتن الخطيب بيلعب بينا، يعني مش بيلعب بينا، عمال بيرقصنا ويفاوضنا وبيفاوض ناس تانيين وبيفاوض رعاه يعني عمل كل الحاجات اللي ممكن تتعمل هو ومجلس ادارته علشان ياخدوا اعلى رقم رعايه. وبرده احنا برزنتيشن مع عقد الرعايه الكبير اللي احنا عاملينه مش هنعرف ندي النادي حقه. النادي الاهلي ده ما نقدرش نديله حقه ابدا. ويمكن انا قلت النهارده للشباب عندنا، يمكن احنا كل ما بنعمل اي بلان او اي حاجه بنحس ان احنا هندي حاجه هندي حاجه، اول مره نحس بجد ان احنا هناخد كتير جدا من النادي الاهلي العملاق اللي مش هنعرف مش هنعرف نديله ابدا ابدا حقه. يعني معلش انا اسف، انا يعني يمكن عملت كل الحاجات اللي ممكن اعملها ان انا اتمالك اعصابي ويبقى كلامي طالع صاحب شركه بقى خدت رعايه النادي الاهلي، بس هي الموضوع مش سهل خالص. انا اشكركم جدا وخلوني اشكر كل التيم بتاع برزنتيشن اللي وقف جنبي الفتره اللي فاتت وساعدنا لغايه ما نوصل للمرحله اللي احنا فيها دي. اشكر كل انديه مصر، كل انديه مصر اللي وقفت معانا الفتره اللي فاتت، كل السنين اللي فاتت دي لغايه ما وصلنا النهارده ان احنا نتعاقد مع النادي الاهلي. واخيرا عايز اقول كلمه صغيره، عمري ما كنت هقف الوقفه اللي انا واقفها دي بدون السبورت والدعم من اعلام المصريين ومن صديقي واخويا تامر مرسي رئيس مجلس اداره اعلام المصريين. وببعت له رساله هنا من كل العاملين من برزنتيشن سبورت، بشكرهم بشكركم شكر جزيلا يا تامر على وقفتك معانا، وان شاء الله احنا مكملين مع اعلام المصريين علشان اكتر واكتر ونشتغل اكتر واكتر.
اخويا عمرو وهبه ما رضيش يلبس جرافطه حمراء النهارده، انتوا عارفين ان هو زملكاوي، اصر برضو يلبس جرافطه روز. السيد حسين حسام صالح بشكرك على وجودك معانا جدا جدا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا. صدق الله العظيم. بصراحة حاجة أكثر من رائعة، كلام جيد جدا، سواء طبعا من كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أو السيد محمد كامل رئيس شركة برزنتيشن. مجهودات عظيمة جدا عملها مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، وبالتحديد كمان الإدارة التنفيذية، وكلام جيد جدا بصراحة من خلالهم من خلال هذا المؤتمر الصحفي اللي ظهر بشكل أكثر من رائع. بما أننا كنا بنتكلم عن الإدارة التنفيذية كمان، واللي عملوا مجهود كبير جدا وتتمثل طبعا في العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، خليني سريعا أروح للأستاذ محمد الجندي عشان يستقبل هذه المداخلة الهامة جدا. وعايز أوجه طبعا التحية للعميد محمد مرجان اللي بيعمل مجهود كبير جدا جدا خلال الفترة الماضية. اتفضل أستاذ محمد. أشكرك يا أمير، ونرحب بالعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. سيادة العميد مرجان مساء الخير وألف مبروك لنا جميعا عقد الرعاية والخطوة الناجحة جدا النهاردة بتوقيع عقد الرعاية ورعاية شركة برزنتيشن لمدة 4 سنوات للنادي الأهلي. ربنا يخليك. طبعا انا بس يعني الحمد لله رب العالمين، وعايز بس ابدا كلامي اقول بس ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، استكمالا لكلام يعني الاخ العزيز محمد كامل. يعني ما شاء الله ربنا يحفظ النادي الاهلي ويحفظ النادي الاهلي ويحفظ بلدنا ان شاء الله باذن الله، ويتم على خير ان شاء الله يوم الثلاثاء اللي جاي باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله نفوز بالمباراه اللي هي حلم النادي الاهلي وحلم الاهلاويه وحلم الجماهير. طبعا انا عايز ابارك لكل جمهور النادي الاهلي العظيم، كل اعضاء الجمعيه العموميه، كل العاملين في النادي الاهلي، ده حقهم وده يعني عايزين نقول اقل من حق النادي الاهلي زي ما كل الناس بتقول. ببارك لشركه برزنتيشن، طبعا باين جدا جدا لما يكون واحد بيحب وحابب النادي الاهلي وعارف قيمه النادي الاهلي وحابب قد ايه يكون بيتعاون مع النادي الاهلي. يعني فعلا محمد كامل على راس مجموعه محترمه، مجموعه وطنيه جدا جدا، مجموعه بتحب بلدها، مجموعه عايزه تعمل حاجه لبلد. احنا دلوقتي عارفين الظروف المحيطه ببلدنا شكلها عامل ازاي، الكل بيبني والكل بيشتغل في صمت، مفيش حد بيعلي صوته الا اللي هو عايز يثبت وجود باي طريقه مع اخفاق فشل او بيداري على فشل. النهارده النادي الاهلي ماشي في الخطوات دي، النادي الاهلي النهارده نادي بوطنيه بيتحرك الحمد لله رب العالمين رياسه، يعني انا مش عايز اقول عشان ما يبقاش يعني يبقى فيه رياء، بس هي دي الحقيقه، اسطوره الكره المصريه واسطوره الاخلاق والادب على الوطن العربي، وفعلا راجل محترم يستحق كل التقدير كابتن محمود الخطيب. وسعداء جدا، انا واحد من الناس يعني دي فعلا جزيل الشرف اللي انا يمكن ابقى موجود على راس الاداره التنفيذيه في الوقت الحالي. الحمد لله رب العالمين، احنا الفتره اللي فاتت في مجهود جامد جدا بيبذل، في مجهود من مجلس اداره جامد جدا بيبذل في كل المجالات وفي كل الاتجاهات. فعلا روح مجلس الاداره بيشتغل بروح الفانيلا الحمراء. النهارده الحمد لله ربنا سمع علينا بالخير، امبارح كان عقد رعايه الملابس مع شركه عالميه انجليزيه امبرو عشان خاطر النادي الاهلي يرجع تاني للعالميه ان شاء الله. النهارده الصبح توقيع عقد الرعايه البرزنتيشن اللي كانت مفاجاه، وانا بقولها وباكد على كلامي دي كانت مفاجاه لكل الناس، عشان انت بتبقى عارفين لغايه الساعه 8:30 بالليل زي محمد كامل قال مش عارف، لغايه 11:30 بالليل في مفاوضات شغاله، لغايه النهارده الصبح الساعه 7:30 و8 الصبح في كلام رايح جاي، لان الكابتن خطيب بيدور على افضل شيء لمصلحه النادي الاهلي دون اي اغراض شخصيه، وهو ده سر النجاح في النادي الاهلي اللي كله بيتفانى، كله بيشتغل دون يعني نظر لمين عمل او مين انجز او مين اتحرك، لا هو كل فريق واحد بيتحرك. النهارده زي ما انت عارف مجلس اداره النادي الاهلي نائب رئيس النادي في مع الكوره في بعثه الجزائر، في الكوره في بعثه الجزائر، كابتن جوهر نبيل مع فريق كره اليد ربنا يوفقه ان شاء الله باذن الله في بطوله افريقيا كره يد، السباحه لسه راجعه كان معاها استاذ ابراهيم الكفراوي، كله بيتحرك في كل المجالات، دكتور مهند مع الباسكت في لبنان بطوله الحريري، يعني بص كله بيتحرك في كل المجالات. طيب كابتن مرجان بدات بكلام مهم قوي، يعني اول كلامك اللي بدات بيه هذه المداخله في علامات او دلالات معينه عايزين نسالك عنها، الناس هتشوف في تحرك النادي الاهلي والخطوه اللي انجزها دي امرين يعني امور رئيسيه جدا يجب التوقف عندها والاشاره اليها. فكره اولا النادي الاهلي ما بيضيعش وقت، انه بيتحرك بشكل عملي جدا واحترافي جدا لما بيلاقي اي طرف من الاطراف
قصر في حق النادي وفي حق التزامه التعاقدي مع النادي. النادي لا يقف كثيرا ولا يبكي على لبن المسكوب، بيبدأ يتحرك ويبحث عن ويحقق الأفضل. الأمر الثاني فكرة أن النادي الأهلي هذه العلامة الناجحة وهذا الاسم الناجح أنه بيجتذب دايما أفضل مما كان موجود في أي عقد وفي أي تعاقد وفي أي علاقة استثمارية رياضية مع أي طرف من الأطراف. ياريت تعلق على الأمور دي. شوف هو حضرتك اللي اتعلمناه واللي تربينا عليه في النادي الأهلي اللي بيحصل دلوقتي ده، دي حقيقة ودي رسالة لجمهور النادي الأهلي وشباب النادي الأهلي المتحمس والناس اللي بتغير وفعلا وبتحب النادي الأهلي، رسالة لأعضاء الجمعية العمومية، رسالة للعاملين في النادي الأهلي من أصغر عامل لغاية الإدارة التنفيذية اللي موجودة. دي رسالة النهاردة ما تبصش وراك، النادي الأهلي بيشتغل بس، النادي الأهلي دايما بيرد بمجهوده وبيرد بشغله وبيرد باسمه الكبير. النادي الأهلي اسم كبير قوي قوي، الناس كلها عارفة كده كويس قوي. النهارده لو انت هتلاحظ التعليقات على السوشيال ميديا النهارده من الدول العربيه ومن الدول الافريقيه، الناس بتبارك فعلا من قلبها ومن حب. النادي الاهلي بيحترم القوانين، بيحترم اللوائح، عارف كويس قوي حدود التحركات وشكلها عامل ازاي، عارف واجباته عامله ايه، ما بيخرجش عن هذه الواجبات، ما بيخرجش عن هذا النطاق. من اكبر واحد على رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الاصغر عامل في النادي لاعضاء الجمعيه العموميه لجمهورنا الواعي وشبابنا الواعي، احنا كلنا بنتحرك على قلب راجل واحد، عارفين حدودنا كويس قوي، بنتحرك زي ما انت شايف النهارده كده، بنرد على اي حد، بنرد على الكلام ده كله. النادي الاهلي يستاهل مننا كتير جدا 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 ومجهود كتير جدا، فالحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا النهارده بالعقد الرعايه، وامبارح الحمد لله بالملابس. ناقص حاجه واحده، مطلوب الفوز ان شاء الله باذن الله، مطلوب نرجع نفوز ببطوله افريقيا، لان ده الحلم الحقيقي فعلا للنادي الاهلي، مطلوب لكل فرقه رياضيه للنشاط الرياضي يعني ترد الجميل لجماهيرها، ترد الجميل لاعضاء الجمعيه العموميه بفوزهم المستمر وتحقيق افضل نتائج في الفتره الجايه ان شاء الله. وده اللي احنا عايزينه. متهيألي كمان يا كابتن مرجان امر يسعدك ويسعدنا جميعا، مش بس كاهلاويه، كمصريين بشكل عام، فكره ان عندنا في مصر القدرات لما بنتكاتف ان احنا نحقق افضل مما كان، مع احترامنا للمشاركه ولاسهام اي طرف من الاطراف، اي مستثمر، اي جهه ممكن تشارك معانا في المجال الرياضي او في اي مجال اخر، اي رؤوس اموال عربيه او اجنبيه ممكن تدخل تشارك في اي مجال في مصر، لكن هذا لا يعني اننا قدراتنا يعني أقل من هذه القدرات، بالعكس احنا قدراتنا أعلى، ولما بنتكامل ونتكاتف أعتقد أن احنا المؤسسات المصرية الرياضية والاستثمارية والاقتصادية تقدر تحقق كل ما نتمناه. بس أعزائي ما حضرتك بتقول كده، مصر كبيرة قوي، مصر يعني رئيس الدول العربية والأفريقية، المؤسسات المصرية أما بتتكاتف بتبدع، المواطن المصري، الجندي المصري، يعني أنا ليا الشرف اللي أنا كنت شغال في وزارة الداخلية وما زلت ليا الشرف اللي أنا أنتمي لوزارة الداخلية، فكل المصريين فعلا بيبدعوا أما بيتكاتفوا مع بعض. النهاردة أنت معاك شركة وطنية خالصة، شركة برزنتيشن، ويمكن يعني هي دخلت في السباق في الاول وتنافست وكان حلمها اللي هي تخش معانا، ما حصلش نصيب. النهارده جه الوقت المناسب برضو اللي هي ترجع تاني وتنول هذا الكلام. كان في مؤسسه الاهرام، مؤسسه وطنيه كبيره جدا ومؤسسه محترمه وعملت نجاحات، وكانت انا عايز اقول وش السعد على النادي الاهلي مع الاهرام ان شاء الله، لان كان في عقد شراكه ورعايه تاريخي بين الطرفين طبعا، الاهلي والاهرام. اكبر انجازات كان في شراكه مع الاهرام. النهارده برضو انت بتخش في شراكه مع شركه وطنيه، ان شاء الله باذن الله هتكون الفال خير وهتكون قدم الخير ان شاء الله باذن الله، وهنحقق مع بعض انجازات سواء على المستوى الاستثماري او سواء على مستوى البطولات ان شاء الله. يعني هينول رضا المصريين عموما وهينول رضا جماهير النادي الاهلي بشكل خاص ان شاء الله. موفقين ان شاء الله، ومبروك مره ثانيه، وتحياتنا وتقديرنا للجهد المبذول من مجلس الاداره باكمله، من اعضاء الادارات التنفيذيه والاجهزه التنفيذيه، وعلى راسهم طبعا سياده العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، وخطوات ونجاح اكبر في الفتره الجايه ان شاء الله. بشكرك جدا المشاركه معنا سياده العميد. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم في علامات كثيره جدا مضيئه ويجب التوقف عندها، فكره تكاتف المؤسسات والشركات والهيئات المصريه في مقدمتها النادي الاهلي، وان قدراتها مكتمله تفوق اي نوع من الدعم من خارج مصر باي شكل من الاشكال. كمان بنتكلم عن الشكر والانتماء لجهات كبيره جدا بتبذل مجهود كبير، شكر الاستاذ محمد كامل لاعلام المصريين، مشاركه كل الاطراف النهارده من مجلس الاداره، المهندس خالد مرتجي، الاستاذ طارق انديل، الاستاذ الضماطي والاستاذ محمد سراج، متواجدين مع حضور كبير جدا وشخصيات عامه من داخل الوسط الرياضي المصري ومن خارج الوسط الرياضي، كانوا حريصين على المشاركه، وشفنا مدى التاثر والتلقائيه في الكلمات اللي استمعنا اليها مع حضراتكم، ومدى السعاده على وجوه الجميع،
كل المشاركين في هذا المؤتمر سواء أعضاء مجلس الإدارة أو الكابتن الخطيب أو الكابتن أو الأستاذ كامل أو الإعلامي الكبير الدكتور خالد توحيد، كل الحضور كان يشعر بانتمائه للنادي الأهلي وحبه وتقديره لهذا الكيان الكبير، وكان في قدر من السعادة طبعا والجوانب الاجتماعية والإنسانية بعيدا عن الحسابات الخاصة بالمال والاقتصاد والاستثمار الرياضي اللي هي طبعا أساس هذا التعاقد. لسه هنتكلم كتير في الفترة الجاية عن الأمور والنجاحات إن شاء الله القادمة، وزي ما قال العميد محمد مرجان توقعاتنا وطموحاتنا كل الأعين بتتجه للمباراة القادمة إن شاء الله بعد غد مع وفاق الصيف إن شاء الله نكون موفقين فيها وصولا إلى المباراة النهائية والفوز بالبطولة بإذن الله وحلم المشاركة بقوة والتأثير إن شاء الله في ظهورنا القادم إذا ما وفقنا في المباراة النهائية في كأس العالم للأندية إن شاء الله نصل إليه مرة تانية، وهو في تركيز كبير جدا من مجلس الإدارة ومن لجنة الكرة على هذا الأمر. سريعا بنستكمل عرضنا لفقراتنا مع حضراتكم، أنتقل مرة تانية لزميلي أمير هشام يقول لحضراتكم تفاصيل أكثر عن محتوى هذه الحلقة من الأهلي الليلة. طيب أكيد إن شاء الله حلقة النهاردة مليئة بفقرات مهمة ومميزة كالعادة زي ما أنتم اتعودتوا دايما في برنامج الأهلي الليلة. الحلقة مقسمة لثلاث أجزاء، الجزء الأول هيكون فقرة حوارية للأستاذ محمد الجندي مع نجم من نجوم النادي الأهلي السابقين وهو الكابتن أحمد كشري، طبعا أحد نجوم النادي الأهلي في التسعينات وطبعا مدير الفني الحالي لفريق الترسانة واللي يمكن عزلج معنا شوية كده هو فريق الترسانة قدام النادي الأهلي في كأس مصر، لكن الحمد لله النادي الأهلي وفق وصعد لدور ال 16. دي هتكون الفقرة الحوارية الأولى، الفقرة الحوارية الثانية إن شاء الله هكون معاكم وهنستضيف احد نجوم النادي الاهلي السابقين ايضا هو مصطفى عفروتو احد ناشئي النادي الاهلي في السابق واللي لعب فتره من الفترات مع الفريق الاول لكره القدم وانتقل بعد كده لاكثر من نادي. ده كان او ده هيكون الجزء الثاني من حلقه النهارده والفقره الحواريه الثانيه. الجزء الثالث والاخير مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين واللي هيستضيف فيه ناس بيعملوا مجهود رائع جدا داخل مقرات النادي الاهلي المختلفه سواء في الجزيره ومدينه نصر والشيخ زايد، وطبعا الشغل النشط اللي بيعملوه بشكل عام ولجنه الشباب تتمثل النهارده في الضيوف اللي هيكونوا موجودين معانا في قناه النادي الاهلي سلمى شوبير عضو لجنه الشباب بالنادي وسهام سيد مقرر لجنه المراه بالنادي الاهلي ايضا هيكون حوار مهم ومميز. زي ما قلت لكم الحلقه هتكون مليئه النهارده ومهمه لكل اعضاء وجمهور النادي الاهلي بشكل عام. بعد الفاصل ان شاء الله نبتدي الفقره الحواريه الاولى مع زميل عزيز استاذ محمد الجندي وفي ضيافته طبعا الكابتن الكبير كابتن احمد كشري. استنونا بعد الفاصل. شكرا يا اسلام. مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله واول فقراتنا الحواريه النهارده مع لاعب سابق وواحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا واقل ما يمكن ان يوصف به هذا النجم انه كان لعيب كبير جدا وكان هداف من طراز خاص وكان بيحرز اهداف كمان بطرق استثنائيه فيها قدر كبير جدا من الموهبه مش بالطرق العاديه او التقليديه لاي مهاجم في احراز الاهداف، وكان طبعا اداؤه ممتع جدا للجمهور غير تاثيره في الملعب كهداف من طراز خاص جدا. معانا ومعاكم في الاهلي الليله نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا والمدير الفني لفريق الترسانه الكابتن احمد كشري. مساء الخير يا كابتن احمد، وجودك معانا النهارده حبيبي. ربنا يخليك يا استاذ محمد، انا اللي سعيد ان انا معاكم في بيتي وفي قناه النادي الاهلي. طبعا بنسعد بيك دايما على شاشه قناه الاهلي يا كابتن كشري، وهنبدا معاكم مع مشاهدينا بمتابعه هذا التقرير. ادي اول هجمه وجول جول جول. أحمد كشري نجم هداف الأهلي السابق، واحد من أهم وأفضل المهاجمين الذين عشقتهم الجماهير الحمراء. ولد أحمد عبد المنعم الشهير بأحمد كشري في 8 يناير عام 1973 بحي الدرب الأحمر بالقاهرة. لعب مع الأهلي لأربع سنوات بداية من موسم 95، كان من أبرز مهاجمي القلعة الحمراء في هذا الوقت. خلال مسيرته كلاعب في الأهلي حقق 10 بطولات منها 4 ألقاب للدوري الممتاز وبطولتان لكأس مصر و3 بطولات عربية وكأس السوبر العربي.
انضم كشري للمنتخب الوطني الأول وشارك معه في كأس الأمم الإفريقية عام 96. كشري يعشق التحديات، يخوض رحلته دائما بإصرار وعناد، فمن إصابة قاتلة وهو في ناشئ المقاولون إلى قرار الاستغناء عنه إلى رحلة التألق في الشرقية للدخان، والذي فاز معه بلقب هداف الدوري بـ30 هدف، حتى قمة النضج وهو في صفوف الأهلي بداية من موسم 95. خاض أحمد عبد المنعم كشري عقب رحيله عن الأهلي في موسم 99 تجربة الاحتراف، ومنها إلى الاتحاد السكندري، حتى لجأ إلى القرار الصعب واعتزل الكرة. كشري اتجه للتدريب، فتولى منتخب جيبوتي وعددا من الأندية من بينها النصر للتعدين، حتى وصل للترسانة حاليا. كشري في ضيافة قناة الأهلي. أدي أول هجمة وجول جول جول. كشري أهلا بك مرة تانية، وضروري طبعا نبدأ بالاستماع إلى رؤيتك أو انطباعاتك عن الإنجاز اللي تم النهاردة بتوقيع عقد رعاية ضخم جدا بين الطرفين النادي الأهلي وشركة بريزنتيشن لمدة 4 سنوات بقيمة تجاوزت 500 مليون جنيه. لا طبعا ببارك لشركة بريزنتيشن، لأن النادي الأهلي زي ما هم قالوا إضافة لأي مكان، و واكيد النادي الاهلي مكسب لاي طرف بيتعامل معاه. طبعا طبعا طبعا، فمبروك للبرزنتيشن، ومبروك برضو النادي الاهلي ان شاء الله ان الناس يعني يبقى عقد الرعايه. اعتقد انه عقد رعايه كبير يحترم، لان النادي الاهلي مختلف عن اي حد، لازم يبقى اعلى عقد للنادي الاهلي. شعبيه وجماهيريه النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي هي اللي بتتكلم عنه فعلا. يعني ممكن شفنا النهارده استاذ محمد كامل والمشاعر اللي هو فيها، حاجه جميله، مش يعني ان الناس صوره مش عاديه، مش تقليديه. طبعا طبعا طبعا، لا لا لا، يعني شوف الراجل تقديره للنادي الاهلي وتاثره كمان، وتاثره طبعا، يعني حاجه تحترم، وده يبين ان النادي الاهلي مش مجرد نادي رياضي، لا، النادي الاهلي كيان كبير قوي، الكل عارف قيمته جدا. فطبعا انا هعرف منك طبعا رايك في تفاصيل كتير قوي عن الاحتفاليه النهارده وعن الحدث المهم والمؤتمر الصحفي التاريخي للنادي الاهلي مع شركه بريزنتيشن وتوقيع هذا العقد، لكن هنعرف تفاصيل اكتر عن مرحله التفاوض وما قبل انجاز هذا العقد، عقد الرعايه بين النادي الاهلي او رعايه بريزنتيشن للنادي الاهلي 4 سنوات. معانا على الهاتف الدكتور سعد شلبي، مستشار مجلس اداره النادي الاهلي لشؤون التسويق. دكتور سعد، مساء الخير واهلا بحضرتك. دكتور سعد، مساء الخير. محمد، والف مبروك للنادي الاهلي، والف مبروك لجمهور النادي الاهلي، والف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي. مبروك لينا جميعا يا دكتور سعد. اولا طبعا كل التحيه والتقدير لحضرتك ولكل من اسهموا في التوصل لهذه النتائج الرائعه اللي بتحقق طبعا الصالح العام للطرفين في المقام الاول للنادي الاهلي، وايضا بالتاكيد المعادله ناجحه ايضا بكل الحسابات كما اعلنت قيادات شركه بريزنتيشن. عايزين نعرف يا دكتور سعد راي حضرتك في كم الجهد المبذول وفي وقت قياسي، لانه النهارده قال الاستاذ محمد كامل وصف مجلس إدارة النادي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، وخاص بالذكر كمان رئيس مجلس الإدارة الكابتن الخطيب قال أنه مفاوض بارع جدا، وأنه كان ثعلب في هذه المفاوضات ووصل لأفضل نتيجة ولأعلى قيمة ممكنة تحقق أعلى عائد وأعلى ربح للنادي. عايزين حضرتك تكلمنا عن مرحلة التفاوض اللي بدأت سريعا جدا دون أن يضيع مجلس إدارة أي وقت في الحديث عن أي تقصير حدث من أي أطراف سابقة. يعني هو زي ما حضرتك سمعت النهارده في وقائع المؤتمر الصحفي، يمكن الاستاذ محمد كامل كان بتنتابه مشاعر الفخر الكبير بان هو النهارده حصل على رعايه النادي الاهلي، على الرغم من ان البرزنتيشن ليها عقد سابق معانا في حقوق البث، لكن هي ايضا لفترات سابقه كانت بتفوز معانا في حقوق البث التلفزيوني، فبالنسبه لها الموضوع كان يبدو ان هو الرعايه بالذات تحديدا كانت هي حلم بعيد على برزنتيشن، لكن هي استطاعت بالفعل ان هي تدخل معانا في مفاوضات جاده. كان في الحقيقه الكابتن محمود الخطيب شخصيا هو اللي بيقود
كل التجهيزات، لان احنا عملنا اربع دراسات لاربع سيناريوهات كانت محتمله في التخطيط للعقد الرعايه الحالي، وازاي احنا نقدر نحافظ على القيمه التجاريه بتاعه النادي الاهلي. يمكن حضرتك يا استاذ محمد والكابتن احمد موجود مع حضرتك وكل المشاهدين بتوع حضرتك وجمهور النادي الاهلي، بمجرد ما الاعلان عن الفسخ للعقد السابق كان انتاج الجمهور حاله كبيره من القلق، واحنا دخلنا النهارده في بنقترب على منتصف الموسم اللي قال حضرتك، يعني ده واحد من اهم النجاحات الكبيره اللي قدر مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب ان احنا نحقق قيمه ماليه اعلى. احنا كنا بايعين العقد السابق لاربع مواسم تبدا من بدايه الموسم الحالي 18 19 تبدا اربع مواسم، احنا القيمه اللي اخذناها النهارده وفاز بيها النادي الاهلي هي ايضا من بدايه الموسم الحالي، على الرغم ان الشركه بقياده الاستاذ محمد كامل اللي انا بهنيه وبشكره على مشاعره الفياضه تجاه النادي الاهلي، واحنا كمان فخورين ببرزنتيشن زي ما البرزنتيشن فخوره فينا وسعداء فيها زي ما هي سعيده في النادي الاهلي. كان محمد كامل حريص ان هو يخصم القيمه الماليه بتاعه المباريات التي تم لعبها بالفعل مع شركات راعيه اخرى او بتيشيرت يحمل علامات تجاريه لبعض الشركات الاخرى، لكن احنا الحمد لله بفضل ربنا نجح الكابتن محمود ان هو يقنع محمد كامل بان احنا هناخد القيمه بتاعه العقد بدايه من الموسم ونتغاضى تماما لصالح النادي الاهلي تقديرا لقيمه النادي الاهلي ومكانته وعلامته التجاريه، وتقديرا ايضا لجماهير النادي الاهلي العريقه وجمعيته العموميه ان احنا ناخد القيمه الماليه وان يتم التعاقد بدايه من الموسم الحالي دون اي خصومات ماليه تقع على النادي الاهلي نتيجه بدايه الموسم. دي واحده من المميزات اللي احنا اخذناها في الحقيقه، ودي كانت مرحله صعبه جدا في التفاوض. الحاجه الثانيه المهمه ان احنا كمان هي نفس الحقوق اللي احنا كنا بعينها في العقد السابق، لم نضيف اي شيء جديد داخل هذا العقد، يعني احنا بعنا الحقوق كما احنا كنا مخططين ليها قبل العقد السابق، يعني احنا كان عندنا برضه قبل العقد السابق مجهود كبير جدا. يمكن الكابتن الخطيب بمجرد ما مجلس الاداره الحالي ربنا وفقه في الانتخابات الحاليه ونجح وقاد النادي الاهلي كان عنده هدفين استراتيجيين، يمكن احنا يعني ما حبيناش نتكلم فيهم في المراحل السابقه، ان عملنا هيكله اداره التشغيل من جديد، لان احنا كنا برضو عندنا شويه تخوفات، يعني عملنا الدراسات بتاعتنا جوه النادي الاهلي شفنا احتمالات السوق ممكن تروح بينا لحد فين. فكان اول هدف استراتيجي حدده الكابتن محمود الخطيب هو اعاده هيكله اداره التشغيل. وانا هنا ارجو ان حضرتك تسمح لي ان انا اشكر الزملاء الافاضل الاستاذ مير توفيق مدير التنفيذي لاداره التسويق الرياضي والتجاري للنادي الاهلي، ومعاه الزميل الفاضل الاستاذ اشرف، وهم اثنين من الكفاءات اللي موجودين في عالم التسويق الرياضي، لكن يعملوا في صمت تام زي ما تعودنا دايما في النادي الاهلي اننا لا نصرح عن شيء الا بعد حدوثه بشكل رسمي، وان هو يمر بكل القنوات الرسميه ويعتمد مجلس الاداره الموقر ويتم الاعلان عنه. ويمكن حضرتك كنت شايف الكابتن الخطيب النهارده حريص على كل اعضاء مجلس الاداره اللي هم اخذوا القرار يكونوا متواجدين في وقائع المؤتمر الصحفي للاعلان عن العقد، وده بيعزز قيم وتقاليد النادي الاهلي في اتخاذ القرارات. فانا بشكرهم كتير الاداره اداره التسويق، برضه بشكر الناس اللي تعاونت معانا من الشؤون القانونيه الاستاذ محمد فتحي، وفي الحقيقه كان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي موفر لنا كل التسهيلات، لان كان في درجه عاليه جدا من السريه والكتمان. يمكن حضرتك تتفاجئ النهارده كل مصر على هذا الخبر الجميل اللي اسعد جماهير الكره المصريه بشكل عام وجماهير النادي الاهلي بشكل خاص، كان في سريه تامه. يعني انا كنت في مداخله يوم الخميس مع الكابتن عدلي والاستاذ ابراهيم المنيفي، وكانوا بيسالوني لم يحصلوا على اي معلومه، قلنا فقط ان الدراسات قائمه وان كل الاحتمالات قائمه مع الكابتن الخطيب، وسوف يعلن في الوقت المناسب بعد اتخاذ القرار للمجلس الاداري. طيب عندنا كمان خبر مهم في العقد ده يمكن يفرح جمهور الاهلي كتير جدا، لان الحاجه دي بتمثل للنادي الاهلي قيمه تاريخيه، وهو نادي القرن. نادي القرن احنا بعنا الحقوق بتاعت نادي القرن ضمن وقائع هذا العقد، 2020 سوف يكون مرور 20 عاما على حصول النادي الاهلي على لقب نادي القرن، بعنا الحقوق بتاعت الرعايه الخاصه بهذا الحفل، يعني قبلها النهارده احنا في 2018 في نهايته، احنا عندنا الحفل في نهايه 2020، يعني ثلاث سنين بعنا هذا الحفل لشركه برزنتيشن كنا بايعينه قبل كده في العقد السابق بس ما اصحناش عن المفاجات دي.
لكن ده موجود ضمن وقائع العقد. بنود هذا التعاقد. نعم. كمان المعسكرات اللي تمت في الفترة اللي فاتت دي كلها أيضا هتتم على مدار هذا العقد أيضا، ولا وتحملتها شركة برزنتيشن مشكورة ولم تخصمها من قيمة العقد الحالي اللي وصلت قيمته 510 مليون جنيه. 510 مليون جنيه. إلى بعض الحقوق 510 مليون جنيه نقدا دولت هياخده من النادي الاهلي. احنا كمان برضو خدنا نفس القواعد الماليه اللي طبقناها في العقد السابق احنا حصلنا عليها في هذا العقد الحالي، وده يعد بكل المقاييس وبكل الظروف الاقتصاديه اللي بتمر بيها المنطقه بتاعتنا، الا ان معدلات النمو في المجتمع المصري كانت اعلى احنا حصلنا عليها كنادي اهلي، كنا داخلينها كويس. خدنا ايضا 20% من اجمالي قيمه العقد مقدما، ده برضه يعد النهارده قيمه ماليه نقديه بتضاف لخزينه الاهلي. وبالتالي كان الكابتن محمود حريص على ان يضمن تدفقات ماليه كبيره جدا في الفترات الاولى عشان المشروعات التطويريه اللي بتشمل كل ارجاء النادي الاهلي. زي ما حضرتك بتتابع الاسوار ولسه عندنا مشروعات تجاريه سوف يتم طرحها في القريب العاجل ايضا تحت الاخبار بره لكل جمهور النادي الاهلي. طيب. دكتور سعد كمان مهم نسال حضرتك نعم، لو حضرتك بتطمن الساده المشاهدين، التفاصيل دي كلها مهمه جدا اللي حضرتك اعلنت عنها، وبعض البنود والامتيازات الرائعه اللي قدر يحققها النادي الاهلي وكل فريق العمل اللي اشترك على صناعه ووضع كل الاطر الخاصه بهذا التعاقد. لو حضرتك بتكلم الناس غير المتخصصين في الامور الاستثماريه والتسويقيه بلغه مبسطه جدا بتقول لهم فائده او اهميه انجاز هذا العقد بهذه الشروط اللي تم بيها في هذا التوقيت، لو حابب تطمن الناس توجه رساله مختصره جدا بهذا المحتوى لجماهير ولاعضاء النادي الاهلي تقول لهم ايه؟ لهم الف مبروك على النادي الاهلي، اكبر قيمه ماليه داخل السوق الرياضي المصري على الاطلاق لمده 4 سنوات قادمه. بطمنهم بقول لهم النادي الاهلي اصبح عنده استقرار مالي لمده 4 سنوات قادمه، النادي الاهلي يستطيع تحقيق اي طموحات فرضها مجلس الاداره على نفسه سواء كانت خاصه بتطوير البنيه التحتيه لفريق للنادي الاهلي في الافرع الثلاثه، تطوير فريق كره القدم اللي موجود والطموحات بتاعت الجماهير الكبيره العريضه بالفوز بالبطولات. اعتقد بقى عندنا المال الذي يمكن النادي الاهلي من الحصول من يعني من كل قراراته الاستراتيجيه يقدر يعملها. عندنا كمان لسه بعض المشروعات اللي موجوده في القريب العاجل للرعايه هتولد ايضا تدفقات ماليه. في خبرين مهمين جدا في هذا العقد يسر جمهور النادي الاهلي، ان احنا كمان حصلنا على الهايلايتس الخاصه بالمباريات التي لا يمتلك حقوقها النادي الاهلي، سوف تكون على قناه النادي الاهلي وسوف تقدم قناه النادي الاهلي محتوى ايضا متطور وتحقق طفره اكبر من الطفره اللي موجوده دلوقتي في وجود الدكتور خالد وحضرتك وكل الزملاء اللي موجودين في القناه وبتشهد القناه نهضه كبيره. احنا كمان خدنا الهايلايتس بتاعت مباريات كاس مصر اللي هيبقى النادي الاهلي طرف فيها، ودي كلها بقيمه ماليه، فاعتقد ان ده محتوى جديد لجمهور النادي الاهلي ومتابعي قناه النادي الاهلي، فاعتقد ان ده حاجه تستحق الفخر، حاجه تستحق الفرحه الكبيره اللي انتابت كل ارجاء النادي الاهلي وكمان جمهوره العظيم اللي احنا فخورين بيه. وشكرا لمجلس الاداره، شكرا كابتن محمود الخطيب على كل الجهود بصراحه في ظروف صحيه، كان يوم الخميس ظروف صحيه عنيفه جدا لكنه حريص على قياده المفاوضات بنفسه، فبهنيه بهني مجلس الاداره وبهني كل جمهور النادي الاهلي، بهني زمايلي في اداره التشكيل. مبروك مره ثانيه، وبنشكر حضرتك وكل من قام بجهد وشارك في الوصول الى لحظه التوقيع وانجاز هذا التعاقد وهذه القيمه الكبيره جدا والامتيازات كمان اللي حضرتك اشرت اليها لهذا العقد المتميز لرعايه النادي الاهلي وهذه الشراكه مع شركه برزنتيشن لمده 4 سنوات. بشكر حضرتك على المشاركه معنا، شكرا جزيلا لك دكتور سعد شلبي مستشار مجلس اداره النادي الاهلي لشؤون التسويق. بعتذر لو اطلت عليك يا كابتن احمد نظرا لاهميه الحرمان كواحد من ابناء النادي الاهلي لا. ومن محبي النادي الاهلي انك تقول لنا رايك انطباعاتك عن اللي قاله دكتور سعد. لا والله طبعا كلام جميل قاله الدكتور سعد، يعني انا مبسوط طبعا وسعيد لان النادي الاهلي بيفوز بحق رعايه ما حصلتش في مصر وما اعتقدش ان هي تحصل لمده 5 سنين قدام، زائد الامتيازات اللي النادي الاهلي خدها امتيازات كتيره وكويسه ده في ظروف كمان صعبه يا كابتن احمد، احنا طبعا. لسه
بلدنا عشان الظروف المرينة بيها، لسه عودة الجماهير وعودة الاستثمار وتذاكر المباريات والتدفقات الجماهيرية لسه بترجع يعني على استحياء واحدة بشكل تدريجي. فده إنجاز كمان أكبر للنادي الأهلي. طبعا طبعا يعني بيدخ مبالغ كبيرة جدا في النادي الأهلي، تساعدك في شراء اللعيبة، يساعدك في حاجات كتيرة في معسكراتك، في زي ما انت شايف من ضمن الحاجات إذاعة مباراة كأس مصر من خلال قناة الأهلي. جداً طبعاً. طبعا انا انبسطت كمان لان قناة النادي الأهلي يعني اتولدت كبيرة وان شاء الله تكبر اكتر كمان ان شاء الله. الحاجات دي مهمة، الناس نفسها تشوف مباراة النادي الأهلي من قناة النادي الأهلي. فطبعا يعني شركة بريزنتيشن مشكورة ان هي يعني دخلت كأس مصر نتفرج من خلال قناتنا النادي الأهلي. لا يعني انا شايف ان العقد كله مميزات، فيه مميزات كتيرة جدا طبعا، وفي توقيت قياسي. يعني النادي الأهلي بيضرب كل يعني كل اللي حواليه، يعني بيقدر يخلص اي عقد او اي حاجة في بدون في زمن كلام قياسي وبجودة وكفاءة، وبدون كلام ومن غير ما حد يعرف. يعني هي كانت مفاجأة النهاردة طبعا ان النادي الاهلي يحقق او يخلص عقد الرعايه ده. لا ده النادي الاهلي، النادي الاهلي يعني بقياده طبعا كابتن محمود الخطيب. احنا تعودنا ان احنا دايما بنشتغل او النادي الاهلي بيشتغل، مش بتاع كلام ومهاترات ويخش في مشاكل. فاللي بيحققه النادي الاهلي النهارده يعتبر جاب بطوله كبيره. وده كمان في نفس الوقت على قد ما هو انجاز بيسعد كل محب للنادي الاهلي، كل خطوه وكل انجاز بيتم هو رد على كل المشككين، كل الكارهين، كل الناس اللي بتحاول تنتقص من قدر وجهد كل القائمين على الأمور في النادي. الرد عليهم بدل ما ندخل في مهاترات زي ما حضرتك قلت بيكون خطوة جديدة وإنجاز جديد بيها. طبعا طبعا يعني احنا النهاردة النادي الأهلي بيحقق حق رعاية ما حدش خده قبل كده خالص في مصر. شوف فرحة أستاذ محمد كامل وبرزنتيشن. لا الأهلي مش حاجة 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 كبيرة، يعني كيان. احنا يعني انا اعتقد ان الجمهور الاهلي يفوق ال 70 مليون جنيه، 70 مليون مشجع يعني. او مشجع يعني انت بتتكلم في دوله كبيره. فطبعا النادي الاهلي كيان وعندهم حق بريزنتيشن. وسعدنا كمان فريق العمل زي ما حضرتك قلت في قناه الاهلي واداره القناه اكيد بتسعد بكل خطوه فيها اضافه وتنوع للمحتوى اللي هيكون موجود وبيقدم على شاشه القناه. اكيد اكيد طبعا طبعا. لا طبعا في حاجات كويسه وجميله، وانا سامع معسكرات وطبعا هيبقى قطاع الناشئين في النادي. يعني الحاجات دي كلها لا مهمه عن النادي الاهلي. لا بقول مبروك لبريزنتيشن طبعا انها قدرت تحقق عقد الرعايه ده، ومبروك النادي الاهلي القيمة الكبيرة، لان النادي الاهلي يستحق ويستحق كمان اكتر في وجود طبعا الكابتن محمود الخطيب اللي وجوده في على راس مجلس ادارة النادي الاهلي حاجة. يعني انت بتتكلم في واحد امتع ملايين الجماهير في مصر. لا يعني كابتن خطيب بيدي دروس من غير ما يتكلم ويخش مهاترات مع حد. الحمد لله النادي الاهلي كبير ان شاء الله تبقى في خطوات ونجاحات اكبر كمان، يعني اللي مطمئن كمان اكتر وبيسعدنا اكتر الدكتور سعد اشار، لان في اتفاقات قادمه كمان وفي يعني رؤى جديده لامور هتزيد من الامتيازات التسويقيه والخاصه بالرعايه والاستثمار في النادي في الفتره الجايه ان شاء الله. قال في اكتر من حدث مهم واكتر من اتفاق جاري الاعداد والعمل عليه في الفتره دي ان شاء الله. كابتن احمد كان مهم طبعا نبدا معاك بالكلام ده لانه بالتاكيد يهم كل اهلاوي وكل واحد من جماهيرنا وكل واحد من عشاق ومحبي النادي الاهلي وبالتاكيد اعضاء الجمعيه العموميه في المقام الاول. خلينا نتكلم عن تجربتك في الفتره اللي فاتت كمدير فني ترسانه. تعبتونا جدا في المباراه، كنتوا يعني ند قوي في المباراه في كاس مصر. شايف مشوار الفريق معاك ازاي وتحت قيادتك؟ ايه اكتر مميزات شايفها كمدير فني وعناصر قوه عندك في الفريق، وايه ابرز العقبات اللي بتواجهك؟ والله طبعا الاول اقول الحمد لله، يعني احنا يمكن فريق ترسانه نادي كبير ونادي عريق وليجي جماهيره من زمان، وطبعا لما يجي يبقى حدث يلعب مع النادي الاهلي النادي الاكبر في مصر رقم واحد في افريقيا والوطن العربي. انا مش هخفي عليك كان شعور جميل في النادي، كان كل النادي مبسوطين جدا رغم ان انت بتلعب النادي الاهلي وعارف ان انت ممكن ما تكملش او تخسر من النادي الاهلي، لكن كان شعور رائع جدا. انا يعني كنت شايف النادي كله مبسوط لانه بيقابل النادي الاهلي. طبعا المباراه بتبقى جماهيريه خلاص، الاعلام بيتابعها طبعًا. في اهتمام بيها جماهيري، يعني لها حسابات حتى عند لاعبي الترسانه اكيد. واحنا طبعا الفريق الترسانه بقاله كام سنه يعني بعيد عن الاضواء وفي القسم الثاني. لما تيجي تلعب مع النادي الاهلي ومباراه كبيره في كاس مصر وقدام الجماهير والاعلام، لا في حاله نشوه من الجميع.
فالحمد لله طبعا يعني قدمنا مباراه كويسه الحمد لله، احترمنا فيها يعني جماهير مصر كلها احترمت فريق الترسانه، قدرنا ان احنا نعرف الناس ان الترسانه فيها فريق الحمد لله قوي ومنظم، وفضل ربنا برضو يعني بعد المباراه دي انا كنت بلعب مع النادي الاهلي وكنت اتمنى ان انا اخرج من المباراه بمكاسب، ما فيش خسائر يعني بصرف النظر عن النتيجه، كنت بتمنى ان انا نعمل نتيجه كويسه. و بمعنى ايه يا كابتن احمد؟ بصرف بمعنى النظر عن بمعنى ان انا تخرج كمدير فني بمكاسب، بمعنى ان انا ملعب مع النادي الاهلي واخرج من النادي الاهلي، انا خارج من النادي الاهلي اكبر نادي مصر، نادي كبير، بس اخرج بنتيجه كويسه زي ما حصل كده، بشكل اداء ممتاز، شكل اداء كويس، واكسب لعيبتي ولعيبتي تكسب الثقه في نفسها. يعني يمكن شفت احنا كنا بنتقدم الاهلي تعادل، تقدمنا تاني الاهلي تعادل، بعدين خبره لعيبه النادي الاهلي طبعا حسمت اللقاء، ففي الاخر لا كسبنا احترام الجميع، لعيبتي بقى عندهم ثقه في نفسهم. هل ده انعكس على ادائهم في مبارياتهم بعد المباراه؟ بالظبط، انهم قدموا نفسهم مره ثانيه للجمهور بشكل كويس. احنا لسه لاعبين مباراه اول امبارح مع فريق دمياط في الدوري، وفريق دمياط من الفرق المحترمه جدا واللي عامله نتائج كويسه، فالحمد لله يعني قدرنا ان احنا نكسبهم 3-0 ونعتلي القمه بتاعت مجموعه القاهره، ودي اول مره من بدايه الموسم. فكان مباراه الاهلي كان ليها مردود طيب جدا بالنسبه لفريقي، ظهروا اللعيبه بثقه عاليه باصرار ان هم عايزين يصعدوا الدوري الممتاز الحمد لله. يعني مش عايز اقول لك بعد مباراه دمياط او اثناء المباراه انا شفت جماهير اول مره اشوفها النادي الترسانه من يوم ما دخلت، رغم ان العدد محدد من قبل طبعا الاجهزه الامنيه ومن الاتحاد، الا ان كان كل الاسطح اللي حوالينا في المهندسين كلها متجمع عليها، يعني جماهير يعني كتيره وبطبل وزمر وناس. يعني انا فعلا شفت منظر يعني انا كنت سعيد جدا، واللعيبه وبعد المباراه تحس ان احنا صعدنا دوري ممتاز، جماهير كتيره الناس اول مره اشوفها. طب هل عندك الطموح والحافز يا كابتن احمد؟ هل اتفقت او اتكلمت عن رؤيتك مع المسؤولين في مجلس اداره نادي ترسانة ان الفريق عنده فرصه من وجهه نظرك فنيا للترقي والصعود في الفتره الجايه؟ اكيد، انا يعني حصل تعاقد طبعا معايا من خلال طبعا رئيس النادي سياده النائب طارق السعيد ومجلس الاداره، وكان اتفاقنا حاجه واحده بس، يعني هم طموحهم وانا طموحي ان انا اصعد. انا قلت لهم انا ابن النادي الاهلي وانا ما بعرفش يعني اشتغل في مكان الا ما يكون فيه طموح ويكون لي هدف كبير، فانا اللي يخليني اجي نادي الترسانه واتعاقد معاكم، انا في كان انديه كتير مكلماني وبمبالغ اعلى من الترسانه، لكن قلت لهم لا، انا شايف ان الطموح موجود والمقاومات موجوده في نادي الترسانه. مقاومات بمعنى بقى هل الامكانيات الاداريه والماليه ولا كمان المجموعه الموجوده معاك الفنيه؟ لا انا اللي شكلت الفريق، الفريق ده انا اللي عامله السنه دي، يعني فيهم طبعا بعض العناصر اللي لعبت السنه اللي فاتت بس معظمهم من اختيارك. من اختياري كلهم طبعا، يعني انا قلت مين يقعد من السنه اللي فاتت، على طبعا جبت لعيبه اضافه على الفريق. جددت بنسبه قد ايه تقريبا؟ جددت بنسبه حوالي يعني 40%، 40% جددت على الفريق، جبت مجموعه مش 40% حوالي 7 8 انا جايب الموسم ده. لا حوالي في حدود 10 لعيبه 10 لعيبه، ودخلت لعيبه كمان من الناشئين، يعني في لعيب كان بيلعب معايا الرضا كان رقم 30 اعتقد في الملعب، اللي كان ساعه النتيجه 2-2 انفرد بالمرمى، في ده لعيب كويس جدا مواليد 98 طلعته من النادي، معايا وليد فوزي مواليد 98، معايا احمد السيد مواليد 97، احمد عماد 97، فانا مطلع لعيبه صغيرين من النادي مع المجموعه اللي انا جايبهم، عندي مجموعه برضو خبرات، عماد حلمي كان كابتن حرس حدود، حماده جلال كان لعب معايا في التعدين وطنطا، عندي سيد حمدي طبعا نجم النادي الاهلي، معايا انيس احمد انيس، معايا ايهاب فؤاد من البلديه ومحمد فوزي وهارون، جبت مجموعه لعيبه وياسر ومهاب ياسر مع المجموعه القديمه، بصراحه لعيبه متميزه. طب المحصله كابتن احمد دايما الفريق عباره عن وحده واحده، امكانيات اللاعبين، مستوى البدلاء، قدرات فنيه بدنيه، يعني حسابات لك كمدير فني، هل الوحده الكامله اللي اسمها فريق الترسانه حاليا عندها المقومات اللي تخليها تصعد؟ الامانه اقول لك بكل صراحه انا، ودي تسالوا فيها مسؤولين الترسانه وجماهير الترسانه، انا عندي فريقين في الترسانه، فريقين، وده مش موجود في الفرق الكبيره في مصر. انت بتحط مسؤوليه اكبر على نفسك. انا بقول لك لا بفضل الله انا من المدربين اللي بخلي كل اللعيبه، يعني بوصل اللعيبه كلها ان هم يبقوا في تنافس.
يعني ما عندكش حد ضامن مكانه في الملعب، بدليل ان انا في الدوري كنت بلعب مجموعه لعيبه وشارك معاهم بعض العناصر، في كاس مصر انا غيرت خالص الفرقه ولعبت بيهم بفريق تاني خالص المباراة بمستوى كسبنا كويس جدا، كسبنا فريق كسكادا 5-0، كسبنا الشمس كسبنا الشمس 1-0، كسبنا فريق كوكاكولا 2-0، كان كل العناصر اللي بتلعب المباريات دي لحد ما لعبنا النادي الاهلي كنت عندي فريقين. فده الحمد لله جماهير الترسانه ومجلس الاداره فرحانين جدا اللي ان في تنافس، زائد ان في عناصر دخلت معانا من الفرقه، يعني في عندنا عمر طارق ده يمكن من اللعيبه اللي كان السنه اللي فاتت موجود، انا يمكن بحب ان انا اقولها لان عمر ما عفوا المقاطعه كابتن احمد، هنرجع نكمل كلامنا عن مشوارك مع الترسانه قبل ما ننتقل للحديث عن مشوار الاهلي في البطوله الافريقيه والمباراه يوم 23 بعد غد ان شاء الله مع وفاق الصيف مباراه العوده، بس هيشارك معنا كمان هاتفيا لمتابعه اخبار واخر المستجدات في استعدادات الفريق لهذه المباراه المهمه زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي من الجزائر. مساء الخير يا كريم. مساء الخير، تحياتي ليك استاذ محمد الجندي، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل مشاهديك طبعا. طبعا احنا سامعينك على الهواء دلوقتي ومعانا كمان الكابتن احمد كشري سامعك وهيعقب على كلامك عن استعدادات الفريق، يا ريت تقول لنا اخر الاخبار وكل الكواليس الخاصه اللي بترصدها من خلال متابعتك للفريق في الجزائر. بالاكيد بنجدد التحيه طبعا للكابتن احمد كشري، عايز اقول لك طبعا يمكن كانت رحله مش طويله شويه لكن 4 ساعات، بدات الساعه 9 صباحا بدات بعثه النادي الاهلي ورحلتها الى الجزائر، 4 ساعات بالطائره ثم الوصول الى مطار بومدين بالجزائر، واستقل طبعا النادي الاهلي وبعثه الاعلاميه للنادي الاهلي حفلت استغرقت 3 ساعات وثلاث ساعات ونص كمان حتى تصل الى سيف او فندق الاقامه الخاص بفريق النادي الاهلي، يمكن الرحله نقدر نقول من 7 ساعات ل 7 ساعات ونص استغربت طبعا بالنسبه للباص، طبعا انت عارف الباص او العربيات العاديه بتبقى بتمشي واحده واحده شويه، لكن لو كان في عربيات او حاجه زي كده كانت ممكن توصل اسرع شويه، لكن يمكن نقدر نقول هنا في البدايه الامن الجزائري هنا لابد ان احنا نحييه طبعا في تامين على اعلى مستوى، وده اللي كان طالب بيه معالي الوزير العام فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه المتواجد هنا في الجزائر على التامين الخاص بفريق النادي الاهلي، تسهيل كافه الامور الخاصه بالطرق والامور بالانتقالات، الحقيقه من البدايه ومن اول لحظه حابين ان احنا نفيد بالاداء بالنسبه للامن الجزائري على الامور الخاصه في البدايات، في هذه اللحظات احنا يمكن وصلنا سريعا رحنا على فندق الاقامه ما خدناش وقت يمكن ساعه او ساعه ونص سريعا وتوجهنا الى ملعب 8 مايو ليستقبل مباراه النادي الاهلي وهو التدريب الاول لفريق النادي الاهلي، في هذه اللحظات استاذ محمد الجندي التدريب بيبدا الساعه 7:05 هنا بتوقيت الجزائر، عندك طبعا الساعه ممكن تبقى 8 دلوقتي على ما اعتقد محمد 8 دلوقتي بالظبط، فرق ساعه يعني 8:05 بالظبط اي فرق ساعه، وجايزين ناكد كمان على ميعاد المباراه، ميعاد المباراه يكون فيها الساعه 8 مساء بتوقيت الجزائر، التاسعه مساء بتوقيت حاله التركيز بالظبط بشكل عام، حاله التركيز الكبيره اللي فرضها الجهاز الفني بفريق مستر باتريس والكابتن محمد يوسف شايفينها من اول لما رحنا المطار من الساعه 5:30 او الساعه 6 صباحا كنا في المطار، كل الاحاديث الثنائيه الاحاديث الجماعيه مع اللاعبين مفيش حديث بيعلو عن المباراه وعن لابد ان احنا نكون بناكد ان شاء الله الوصول من هنا، ولابد ان احنا كمان نأدي اداء ونتيجه كعاده في النادي الاهلي من خلال ان احنا بنسمع لعيبه النادي الاهلي اللعيبه الكبار طوال الشناوي عاشور فتحي كل اللعيبه بصراحه من كل الاحاديث اللي بتتكلم على اللعيبه الصغيره او كل اللعيبه بشكل عام الكلام كله على مباراه الاهلي ووفاق الصيف ان شاء الله، زي ما بنقول الثقه الكبيره اللي عندنا في لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين في مباراه الاهلي ووفاق الصيف ان شاء الله يوم 23. عايز ارجع معاك واقول لك طب مهم يعني حتى الان يا كريم قبل ما تكمل كلامك الامور كلها ماشيه بشكل كويس، ما نطلق عليه اللوجيستكس كل التجهيزات الخاصه باستقبال الفريق اقامته ملعب التدريب كل ما يحتاج اليه من ادوات للاستعداد للمباراه متوفره، وبتؤكدوا ان في تعاون من الجانب الجزائري على توفيرها. حقيقه زميلي محمد حقيقه يمكن زي ما قلنا الامور حتى هذه اللحظه بتسير بشكل مميز جدا وان شاء الله تصب في مصلحه النادي الاهلي، همنا الاول والاخير ان النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي يكون تركيزهم الفني فقط داخل المستطيل الاخضر، وكل الامور الخارجيه من الانتقالات والامور دي طبعا بتخص طبعا الجهاز الاداري، لكن عايزين نشيد طبعا بالجهاز الاداري للنادي الاهلي بقياده الكابتن محمد يوسف فرقان بعمل مدير الكره، كل الامور حتى هذه اللحظه ان شاء الله تصب في مصلحه النادي الاهلي. عايز ارجع معاك لحاجه مهمه جدا وهو احمد فتحي، طبعا يمكن احمد فتحي كان تعرض لكدمه قويه في المران الاخير
في ملعب مختار السيسي وعلى اثرها يتفرج من التدريب. لكن باكد لك من حديثي مع فريق النادي الاهلي للدكتور خالد محمود ان شاء الله احمد فتحي يكون في المباراه مباراه الاهلي وفاصل احمد فتحي ان شاء الله اليوم وغدا باذن الله. ربنا يبعد عنه الاصابات كده بلغه الكوره والجيل الصناعي انت عارف هي فيها بعض الكدمات وبعض الانتظامات، لكن التحذير المستمر من فتره التدريبون بعدم الالتحامات وعدم الاحتكاكات بين اللاعبين ان شاء الله احمد فتحي النهارده في التدريب وغدا باذن الله يكون جاهز بنسبه 100%. باكد لك ان احمد فتحي الكدمه اللي عنده فيه الركبه ان شاء الله لن تعوقه باذن الله في خوض هذه المباراه. ايضا كمان يمكن كريم نزل عنده بعض البرد كده، عنده حاله برد كده النهارده كمان، يمكن خبير النادي الاهلي خالد محمود اداله كده بعض الجرعات بجانب كمان يمكن هو كان عنده بعض السخونيه البسيطه جدا، لكن ايضا كمان ان شاء الله غدا بعد غد يكون الجو العام هنا، الجو العام هنا يمكن البرد شويه بالنسبه للليل هنا درجه الحراره بتوصل ل 9 و8 ويوم المباراه درجه الحراره هتبقى تكون 9 بالليل. فطبعا يمكن بنتمنى ان اللعيبه باذن الله ما يبقاش فيها اي حاله عياء من البرد، الجو متقلب بالنسبه صباحا بيكون في شمس قويه، مساء بيكون في برد، لكن بشكل عام زميل محمد الامور ان شاء الله تكون متمكنه للنادي الاهلي النهارده. التدريب الاول للنادي الاهلي مثل فتره زي ما قلنا 7 ساعات أو 8 ساعات النهارده مش هيبقى فيه تدريب قوي، هيكون في بعض الاطالات وبعض الجري الخفيف المحاضره طبعا في نهايه المران كالعاده، لكن ان شاء الله باذن الله زميل محمد هيكون معاكم لحظه بلحظه باذن الله وانا الصاف باذن الله على شاشه قناه النادي الاهلي بكل كواليس تبعت النادي الاهلي وانا في الجزائر، وان شاء الله باذن الله نصعد من هنا في الجزائر للمباراه النهائيه باذن الله للبطوله الافريقيه ان شاء الله. وموفق في مهمتك في متابعه اخبار الفريق استعدادات المباراه، ويكون كمان التوفيق حليف فريقنا في هذا اللقاء المهم، لقاء العوده امامه فاق سطيف في قبل نهائي البطوله الافريقيه. وبالتاكيد هنتابع معاك من خلال برامجنا المختلفه زميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي من الجزائر على مدار الفتره القادمه، نقول ساعات يعني مش الايام، للمباراه بعد غد ان شاء الله في كل برامجنا المختلفه وتغطياتنا على شاشه قناه الاهلي كل المستجدات واخر اخبار الفريق، وان شاء الله يكون على اتم استعداد وقت بدء المواجهه مع فريق وفاق سطيف. شكرا جزيلا لك زميلي العزيز كريم احمد. كابتن احمد سانا كل ما قاله كريم هنرجع له بعد شويه، لان هنبدا نتكلم عن رؤيتك لمشوار فريق الاهلي هذا الموسم وخاصه في البطوله الافريقيه. خلينا نتكلم عن مشوار الترسانة واستعدادات الفريق والامكانيات الموجوده حسب كلامك. لا هو طبعا الحمد لله الامكانيات متوفره، مجلس اداره النادي بقياده سياده النائب طارق السعيد موفر كل الامكانيات لفريقنا الماديه، جبنا اللعيبه اللي احنا عايزينها. دي مباراة دمياط اللي دي اخر مباراة لينا، كسبنا 3، ده هدف عمر طارق السعيد ابن رئيس النادي على فكرة. ويمكن عمر قصة بقى سريعة كده، عمر كان السنة اللي فاتت بيلعب وكان فيه هجوم شديد عليه لان عمر لاعب كان جاي له من نادي الشرطة، لكن هو لعيب مميز جدا جدا وما بيلعبش عشان خاطر رئيس النادي، بل بالعكس والده ما بيتدخلش في حاجة، هو الولد امكانياته كويسة. وعلى فكرة عمر اللي احرز الهدف الثاني في النادي الاهلي وبيحرز كمان هدف جميل، بص الهدف عامل ازاي في مرمى دمياط، لا يعني بياكد ان هو لاعب موهوب ويعني وماشي على طريق يعني ان شاء الله هيبقى حاجه. وما عندكش اي حساسيه في التعامل معاه او اي حسابات؟ لا بالعكس، يكون ابن رئيس النادي ده مش مسبب لك اي حرج في التعامل؟ لا بالعكس، هو ولد مؤدب جدا جدا ومحبوب من الكل، من الناس الجماهير، من ومش طالب اي معامله بشكل لا لا ولا مميز في حاجه، بالعكس ملتزم في مواعيده، ملتزم في كل حاجه، ما بيتكلمش ما بيطلبش، وهداف، ودي العمله. بص الهدف اللي جابه جميل ازاي يعني. لا عمر شخصيه جميله جدا وما بيتكلمش بلسان والده ولا بيتدخل في حاجه ولا ليه علاقه، لدرجه ان هو ما بيقعدش مع والده طبعا نائب في البرلمان، فما بيقعدوا مشاغله ما بيقابلوش كتير يعني، بيقول لي ده الحمد لله ان نادي الترسانه بيجمعني بيه بشوفه في الترسانه، لكن هو لا بيلعب مجهود. بص امكانياته والهدف اللي احرزه، هدف برجله الشمال في صاروخيه في السوكا، لا لعيب مميز والحمد لله عندي عناصر مميزه. يمكن الهدف الثاني كمان ده بتعميده وهدف رائع جدا، بص الهدف هدف جميل فعلا، ويمكن انا كنت براهن على ميدو المباراه بقاله كتير ما لعبش، وراهنت انه هيبقى من احسن اللعيبه في المباراه ونجم المباراه، فعلا هو ومهاب ياسر كانوا من نجوم المباراه، فالحمد لله انا عندي. مهاب ياسر احرز الهدف الثالث. مهاب ياسر عمل اجوان وكان نجم المباراه، احسن واحد بقاله فتره ما بيلعبش، وكان لعبته المباراه دي وراهنت عليه انه هو هيبقى احسن. ومين الهدف الثالث؟
الهدف الثالث سيد حمدي هو اللي احرز الهدف الثالث طبعا الهدف الكبير ونجم الاهلي. سيد طبعا موهوب طبعا واللاعب عنده خبرات من مواليد منطقه الجزاء زي ما بنقولوا كده وبيعرف يجيب لنا جون من انصاف الفرص فلا الحمد لله عنده القدرات كهداف وبيقدر يلعب بلاي ميكر كمان بيقوم دور صانع الالعاب لا لا عنده لا سيد حمدي لعيب كبير لعيب كبير وطبعا بنستفاد بخبراته ووجوده معانا اضافه لنادي الترسانه والحمد لله يعني انا زي ما قلت لك عندي عناصر تجمع بين الشباب والخبره في الملعب عندي عناصر الجمهور بيسعده يلاقي الفرق اللي ليها تاريخ ولها اسم في مجال الكوره في تاريخ الكوره في مصر انها تكون موجوده في دوري الاضواء يا كابتن كشري فمتهيالي احنا الكل هيسعده يعني دايما صعود الفرق اللي لها تاريخها ولها جماهيريتها زي فريق الترسانه هيكون امر هتلاقي ان في استحسان كبير من الاعلام ومن الوسط الرياضي لهذا الامر لا والله اتمنى تكونوا موفقين في مهمتكم لا الحمد لله والله انا طبعا لعبتي الحمد لله وعندنا لسه مباريات احنا بقينا اول الدوري ولكن لسه طبعا المشوار اتمنى ان شاء الله ان احنا نكمل معاه مجموعه لعيبه بالذات اللعيبه القديمه السنه اللي فاتت اللي كانت موجوده مع كابتن علاء نوح طبعا وكمل معاهم للاخر يعني بشكره طبعا على المجهود اللي عمله معاه مجموعه لعيبه كويسين جدا من الفرقه القديمه او معنى صح السنه اللي فاتت اللي كانوا متواجدين وطبعا كابتن الفرقه محمود شاكر عبد الفتاح طبعا من اللعيبه المعروفه جدا وطارق وطني ومنعم وزيكو وميدو مجموعه كبيره قوي قوي معانا وابراهيم وهشام رجب اللي جاب الجون الاولاني في الاهلي فمجموعه كويسه مع العناصر اللي دخلت الحمد لله يعني انا من النوع اللي قريب من اللعيبه قوي واعرف امتى يعني زي ما بنقول اشد واعرف امتى ان انا ابقى قريب منهم فالحمد لله لا يعني في توافق وفي تفاهم بيننا وبين بعض كلاعبين وبيننا وبين مجلس متفائل يعني المؤشرات بتقول ان شاء الله الفريق يعمل لا احنا فريق مميز والنتائج تكون باذن الله ان شاء الله ايجابيه لا لا ان شاء الله الترسانه باذن الله ان شاء الله في الممتاز باذن الله يسعدنا طبعا نجاح فريق بتاريخ طبعا واسم وشعبيه نادي الترسانه وموافق في مهمتك معاهم يا كابتن يا رب يا رب يا رب هننتقل للحديث عن مشوار فريق الاهلي وخلينا نركز اكتر على بطوله افريقيا الوقت ضيق جدا قبل المباراه اللي جايه تعليقك على اللي قاله زميلنا كريم احمد الاستعدادات ماشيه بشكل كويس العناصر او الصفوف مكتمله شايف فرص الفريقين ازاي بعد الفوز في المباراه الاولى بعد ما تفوقنا على وفاق سطيف بهدفين والله طبعا يعني انا سعدت طبعا ان الاستقبال كويس والامور طيبه بالنسبه للنادي الاهلي ودي اهم حاجه ان يبقى اللعيبه ما فيش اي حاجه توترهم قبل المباراه دي حاجه ايجابيه طبعا رقم واحد طبعا يمكن النادي الاهلي النتيجه اللي عملها في مصر هنا النتيجه كويسه النادي الاهلي بيعرف ازاي يتعامل حتى في المباراه الخارجيه وان كان انا وجهه نظر الاهلي كان يقدر يجيب اكتر من اربع اهداف او خمس اهداف في المباراه دي لو كان كمان جبنا هدف ثالث كانت الدنيا هتبقى اسهل اكتر لكن لعيبه الاهلي خبره ومعاهم جهاز محترم اكيد هيبقى في توازن في المباراه اكيد النادي الاهلي برضه هيلعب على انه يجيب هدف عشان ينهي المباراه يقتل المباراه صعب الامور جدا على يقتل المباراه يمكن انا نوعيه ارضيه الملعب هي اللي ممكن تبقى يعني اتمنى تكون ما تكونش ليه دايما مشكله بقى الارض دي ليه دايما بيقولوا الترتان بتبقى الارض فيها مشكله بالنسبه للاعبين بتسبب بسهوله اصابات كتير او بيبقى الجهاز الفني والطبي عنده تعليمات بتفادي احتكاكات من نوع معين في الملعب على الارض او الارض دي تحديدا بص الاراضي اللي هي النجيل مختلفه عن النجيل الطبيعي كليا هي اميز حاجه فيها ان الكوره تقدر لما تمشيها على الارض تمشي كويس لكن البند بتاع الكوره مختلف عن الكوره لما تطب في طبعا فانت تحس ان انت بتلعب على ارض صلبه زائد ان التحركات الترنات بتاعه اللعيبه في الملعب ده بتبقى صعبه عن النجيله النجيل الطبيعي اللاعب الاسترز بتاعه بيمسك في الارض فبيلف بسهوله في النجيل الصناعي الكره الترنات بتاعته بتاخد وقت كانه واقف على يعني ارض زي ما نقول الارض فيها كانك مثلا ما فيهاش ثبات دايما اللاعبين كانوا بيشكوا من الملاعب ومنها احيانا كان الاهلي يروح يلعب مباراه في الجزائر مثلا كان في ملاعب ترتان ويشكو دايما اللاعب المصري من انه بيواجه مشكله او بيبقى في بعض الاصابات من النجيل الصناعي والترتان ان الارضيتين دول مش افضل حاجه بالنسبه له طبعا لا يعني النجيل الصناعي بيعمل مشاكل كمان في الركبه بيعمل خشونه في الركبه بيتعب المفاصل بتاعه اللعيبه لو لعيب طبعا مش لكل اللعيبه بعض اللعيبه بتشعر بيها
فبيبقى ليه تأثير. ما فيهوش نفس درجة امتصاص ان الجيل الطبيعي لضغط الجسم على الأرض. لان تحت أرض صلبة. أرض صلبة. غير النجيلة والطمي العادي ده بيبقى شارب مية بتبقى الدنيا طبيعية. تبقى ماشي كأنك على حاجة أسفنجية. لكن النجيل الصناعي لا ما بيبقاش كويس بالذات للنادي الأهلي احنا مش متعودين عليه. النادي الأهلي ما بيلعبش. لعبنا كلها مش كده. وبعدين هم بيعرفوا يجيبوا الجزم الخاصة بالملاعب دي طبعا لان هم على طول بيلعبوا فمحضرين من زمان ومتعودين عليه. انت حتى لو انت بتجيب ادواتك وبتشتغل على المباراة بالجزمة بتاعتك اللي تناسب الملعب بتحس ان انت مختلف. الجسم مش معتاد عليه. طبعا طبة الكرة مختلفة خالص. لا الكرة بتطب اكتر. الكرة اسرع. اسرع بس مش سرعة الطبيعية. السرعة يعني. فطبعا يعني بتأثر شوية وعايزة من النادي الاهلي ان دايما الكوره يمتص اللاعب يمتص الكوره دايما يكتم الكوره ما تبقاش الكوره في الهواء لان لو في الهواء مش هتقدر تسيطر مش هتقدر تتعامل معه او ما يسيبش الكوره تبعد عنه كتير. بالزبط. المسافه اللي متعود عليها في النجيل الصناعي في النجيل الطبيعي دايما بتبقى مختلفه بقى رده الكوره او رد الفعل بتاع الكوره بيبقى ابعد او اقوى. انا يمكن لعبت طبعا على الملاعب دي مع فرق وكنت ماسك بلديه المحله ولعبنا مع بعض الفرق في مجموعه بحري نجيل صناعي. اتمرنا على ملعب نجيل صناعي وكنت بقول للعيبتي لازم تمتص الكره لازم الكره تبقى على الارض. الكره ما تبقاش عاليه عشان لو عملت بند انت مش هتعرف تتعامل. حاول بقدر الامكان تخلي الكره على الارض. في نفس الوقت فريق النادي الاهلي هو اللي يخلي فريق وفاق الصيف يتاثر بلعب النادي الاهلي يعني يلعب الاهلي ما يمشيش ورا لان هم في ملاعبهم دي بيعرفوا ازاي يلعبوا عليها كويس. فاحنا النادي الاهلي مميزين بالاستحواذ في نص الملعب مميزين جدا تمريرات الكتير طبعا طبعا الاستحواذ نفسه طبعا الاستحواذ مع طبعا ان انت عندك لاعبين خبره بيعرفوا ازاي ان هو يلعبوا الكره الاماميه والاختراقات. فالنادي الاهلي محتاج ان الكره تبقى معاه اطول وقت ممكن في المباراه دي في المباراه دي لان كمان الاستحواذ بيعمل لك عمليه يعني عارف بتعمل احباط للفريق اللي امامك. والنادي الاهلي يملك من اللاعبين اللي هم يقدروا يعملوا استحواذ زي دي اسلوب الاستحواذ مع لعيبه بامكانيات لعيبه الاهلي هي اللي بتخلق فرص للتهديف. بالظبط بالظبط. وانت عندك الحمد لله العناصر يعني شبه مكتمله في النادي الاهلي. لا ان شاء الله النادي الاهلي يعدي المباراه دي لان حلم كبير. وانا شايف النادي الاهلي اقوى فريق في المجموعه كلها او في بطوله افريقيا وان شاء الله نحصل عليها باذن الله لان انا شايف في تركيز الفتره اللي فاتت دي. حصل بعض الدروبات من النادي الاهلي وده طبيعي لان المباريات كانت متلاحقه وكانت كتيره. لكن الفتره اللي فاتت دي وراحت بعض اللعيبه في كاس مصر اعتقد ان هي ان شاء الله هتجمس مره ادت فرصه ان الفريق يلتقط انفاسه طبعا ويجهز كويس. طبعا وعندك لعيبه خبرات. انا شايف ان في عندنا اكتر من لاعب يقدر يرجح كفتنا في المباراه. طب لو كنت عضو في الجهاز الفني في النادي الاهلي لو كنت يعني ليك منصب من المناصب وطلب رايك من مستر كارترون ايه اللي كنت هتقوله له كرؤيه فنيه او نصايح كابتن احمد كشري فنيا قبل اللقاء ده بظروف الملعب بطريقه لعب لعيبه الجزائر بالحضور الجماهيري كنت ايه هيبقى رؤيتك النقاط الاساسيه اللي هتركز عليها؟ اولا فرق اللي زي دي الفرق الجزائريه هتبقى نازله ضغطه على قد ما تقدر على النادي الاهلي. لازم النادي الاهلي هو اللي يضغط عليها من فوق ما يخليهمش يبنوا هجمه ما يخليهمش يلعبوا الاسلوب بتاعهم ما يضغطوش النادي الاهلي. ابدا من البدايه وانا ضاغط من فوق بمعنى صح ابوظ الاسلوب بتاعهم بتاعتهم. لو حصل كده خلاص انت كده بتحط فريق ان هو هيبدا يلعب لعب عشوائي وهيحصل توتر مع الوقت هيبدا الفريق الجزائري وفاق سطيف يبدا يتاثر ان الوقت بيمر وما جابش هدف. فالبدايه مش طبعا مش وانك لخبطت له حساباته طبعا عايز يبدا بيها المباراه طبعا يعني ما مش طول المباراه هضغط ولكن في البدايه انا لا لازم اضغط عليه من فوق اخوفه لان وارد جدا وانا ضغط عليه من فوق مع عندي لعيبه خبرات بتعرف تنتهز الفرص ان انا اسجل هدف واموت المباراه بدري حتى من خطا للاعبي ما دخلوش هو في المباراه وانكمش من بدري لان لو احنا رجعنا من بدري ممكن مع ضغط الجمهور مع الحماس بتاعهم الكرات العرضيه والكرات وارد ان يحصل وارد ان يحصل حاجه ولا قدر الله لو حصل وجابوا جون هتخش في موضوع بقى يعني ضغط نفسي وعصبي وهم هيعلوا كمان فنيا لو احرزوا فانا وجهه نظري ان النادي الاهلي ينزل المباراه ضاغط من فوق لان انت بتلعب وانت معاك هدفين انت النادي الاهلي انت الكبير انت اللي لازم تتحكم في رتم المباراه وانت اللي تقسم المباراه زي ما انت عايز كمدير فني. لا انا رايح اخلص المباراه الشوط الاول انا اللي هخلص المباراه النادي الاهلي. فده وجهه نظري لو انا
يعني رأيي لا، رأيي الأهلي يضغط من فوق من بداية المباراة عليهم من فوق بالثلاث مهاجمين بتوعنا ونص الملعب، ما ندهمش مساحة ان هم يبنوا هجمة. اعتقد ان النادي الأهلي سهل جدا يجيب فيهم جون والمباراة تبقى بالنسبة للأهلي مباراة. هل كلامك كمان عن نسبة الاستحواذ واحتياج اللاعبين على الأرضية دي او النوع ده من الملاعب ان يخلوا الكرة على الأرض طول الوقت بيقول ان احنا عايزين نلعب بطريقه برازيلي اكتر، ادائنا يبقى شويه الكرات التمريرات قصيره واللاعبين قريبين من بعض والكره متقنه قوي؟ بص هو دي سياسه النادي الاهلي وهو ده لعب النادي الاهلي. لعب النادي الاهلي حسام عاشور او السولية او الناس اللي في نص الملعب عندهم الميزه دي، بيعرف ازاي يستحوذ وبيقرب من اللعيبه. الاستحواذ ده يعني انت بتخلي الفريق اللي قدامك يعني طول ما يعني انا حتى بقول للعيبه طول ما الكره معاك عمر ما هيجي في الجون، كره معايا انا عمرها ما تيجي فيها جون. فانا طول ما انا بستحوذ على الكوره طول ما انا بعمل احباط للفريق اللي قدامي فبتتخلق لي انا فرص للمرمى اكتر من الفريق اللي قدامي لان هو معوش الكوره. فالاستحواذ مهم جدا بالذات بره ملعبك، بره ملعبك كمان اكتر من جوه ملعبك. الاستحواذ عايز هدوء من نص الملعب، عايز هدوء من لعيبه النادي الاهلي ان هم يتعاملوا مع المباراه بهدوء في نص الملعب بالذات عشان ما يبقاش فيه اخطاء، ما يبقاش كور مقطوعه كتيره، وفي نفس الوقت النادي الاهلي يبقى ضاغط عليهم من فوق. النادي الاهلي هو اللي ينزل عايز يخلص المباراه، ما يديش فرصه لفريق وفاق سطيف ان هو يضغط او ياخد حماسه، لان انت لو سبت له تلت الملعب او نص ملعبك هيعمل بريس هجومي هيبدا خلاص بقى وهيشتغل معاك حاجه تانية، ممكن يشتغل معاك كور طويله وانت او تسديدات على المرمى بس يعني الفرص للتهديف هتكتر. الملاعب دي الخوف منها ان انت تتجر العشوائيه بتاعه الفريق اللي قدامك، لان الفرق الجزائريه او الفرق اللي متعوده على الملاعب الصغيره دي الملاعب النجيل الصناعي بتلعب كور طويله وبيكملوا، فانت النهارده الكور الطويله احيانا ما بتبقاش في حوزتك، ممكن تيجي وارد ان تيجي كوره في الزحمه يجي منها جون. واحنا عارفين ان الفرق بتاعه الشمال الافريقي مميزين بالكور العرضيه جدا، الكور الثابته والكور العرضيه وادائهم في قوه بدنيه وبيلعبوا بدماغهم كويس والحاجات دي. فاحنا مش من البدايه ما تخليش البدايه، لان ممكن تلاقي فرقه وفاق سطيف من البدايه من تحت بتلعب كور طويله من السرد باكات عشان عايز يحط النادي الاهلي تحت ضغط. لا ده انا من البدايه المهاجمين بتوعي من فوق يضغطوا على الناس على السرد باكات محتاجين الانتشار الكويس طبعا في الملعب التمركز زائد اللعيبه في ظهرهم. انا شايف ان يعني النتيجه في مصر هنا ومع امكانيات لعيبه النادي الاهلي لا انا اللي اضغط من البدايه افنش المباراه الشوط الاول. ذكرياتك وخبراتك كواحد من نجوم النادي الاهلي سابقا في اي مباراه لعبتها في بطوله عربيه او افريقيه في الجزائر، ايه كانت نقاط القوه اللي مع كل جهاز فني تعاملت معاه كلاعب في الاهلي كان بيبقى حريص على ايقافها في الفرق الجزائريه؟ الفرق الجزائريه طبعا على ملعبها بتبقى شرسه شويه بالذات ان الجمهور عندهم يعني جمهور حماسه غير طبيعي، بيفضل طول المباراه يشجع فبيعمل عليك ضغط عصبي ونفسي من اول المباراه. فاحنا كنا بنبقى هادين ونقول احنا عايزين نعدي اول ربع ساعه او تلت ساعه، لما بتعدي الامور بنبدا يعني بتبدا انت خلاص بقى تخش في الجيم يعني ما بتقلقش من حاجه، لان في بدايه المباراه هم بيبقوا الحماس عندهم عالي، الروح عاليه جدا عند الفريق نفسه على ملعبه وعند الجمهور كمان. بنمتص ده ان احنا بنضغط على الكوره، كوره مشتركه نضغط جامد مهم جدا حتى في مباراه فاق سطيف، كرة مشتركة هي العامل الرئيسي في المكسب للنادي الأهلي في نص الملعب بالذات، اللي هياخد الكرة هو اللي هيوصل للمرمى التاني. كنا الكرة المشتركة مشتغل جامد جدا معاهم. تاني حاجة احنا كنا بنحاول ان احنا نخلق مساحة لنفسنا ان احنا نهدد المرمى بشوط بهجمة بتاع يبدأ الفريق اللي قدامك يقلق منك فالأمور تبدأ بالنسبة له تهدى يبقى طبيعي. ما يروحش بكل الموجات بتاعته لازم اخوفه لازم اخوفه، تبدا توقف مجموعه من الفريق ورا للدفاع يبقى خايف من الاهلي في الملعب. لازم اخوفه، لازم اخوفه ان انا اعمل عليه يعني المفاجاه ان انا اوصل للمرمى، ان انا اعمل كور في العمق، ان احنا يبقى في شوتنج ناخد كور ثابته. هل المباراه دي يا كابتن احمد بظروفها بظروف المنافس بقدراته بطبيعه الملاعب في الجزائر والجماهير واللاعبين الدور فيها او العبء فيها بيبقى كبير جدا على خط النص؟ أكيد خط النص بالنسبة لنا احنا يعني. أكيد خط النص تحديد. بص خط النص في أي فريق هو الأساس أو المحور الرئيسي اللي بيخليك بيبين إذا كنت أنت في حالتك ولا لأ، لأن خط النص هو اللي معظم الوقت الكرة بتبقى معاه. فوسط الملعب لما بيمتلك الكرة ويعمل زي ما بقول لك استحواذ ويعمل كرة إيجابية فبالتالي بيدي الطمأنينة للمدافعين اللي في ظهره وفي نفس الوقت بيمون المهاجمين بتوعه. فطبعا وسط الملعب دي بقت اهم حاجه، كل الفرق العالميه النهارده رقم واحد بتركز على وسط الملعب، حتى المهاجمين او العناصر اللي بقت بتسجل بتيجي دايما من وسط الملعب. على مستوى الفرق الكبيره تلاقي اميز لعيبه جايه من تحت، فاحنا
نتمنى ان وسط الملعب النادي الاهلي يكون متماسك، يكون قريب من بعضه، يكون بيخلق مساحات ساعه الضغط على علينا بنضيق المساحات بحيث ان احنا ما نديهمش فرصه ان هم يخترقونا، ولما الكره تبقى معانا يحصل عمليه انتشار للاعبين، انتشار على انحاء الملعب، لان ممكن الملعب ما يكونش برضه الملاعب دي احيانا ما تشعرش فيها ان هي ملاعب كبيره. فالانتشار هيفرق جدا مع النادي الاهلي، زائد زي ما قلت لك الكره المشتركه. الكره المشتركه دي بتبقى يا بتخليك انت تروح بهجمه في وسط الملعب بالذات، يا انت بتقطع الكره بتعمل هجمه ليك، يا اما بتتقطع بتيجي هجمه عليه. فالكره المشتركه مهم جدا النادي الاهلي يتغلب ويبقى الغلبه ليه، عشان تبقى النادي الاهلي هو الكلمه ليه في المباراه، ونقدر ان شاء الله نسجل هدف وننهي المباراه عندهم هناك، لان انا شايف النادي الاهلي يقدر انه يكسب هناك. طيب كابتن احمد، من متابعتك لمستوى نجوم الاهلي في المباريات الاخيره، ومن معرفتك كمان بطبيعه المنافس وطبيعه المباراه وتوقعاتك لها، مين اللي هتقول عليهم انهم ممكن يكونوا الكي بلايرز في الاهلي للمباراه دي؟ وليد سليمان طبعا رقم واحد. وليد من ما شاء الله في افضل حالاته. وليد ما شاء الله عليه خبره، وعنده وليد بقى، شوف انا بتكلم معاك، وليد يملك كل الكلام اللي احنا بنقول عليه. رقم واحد كرة مشتركه وليد مميز فيها جدا بياخدها. رقم اتنين استحواذ الباصم بتاعه كويس قوي. رقم ثلاثة ان انت تلعب او تضغط بيضغط كويس وليد. الحته الكلام بتاع دي في السرعه وليد هداف. فوليد تكتمل فيه العناصر، كمان موفق جدا في الاحراز من كور بليسنج، الكرات اللي بيحطها بشكل مميز قوي وبيلف الكوره في الزاويه اللي هو عايزها تبقى صعبه على اي حارس مرمى. وليد لعيب خبره ومهاري جدا وعارف ازاي يوصل لمرمى الخصم، زائد ان وليد سريع وبيعرف كمان بيعمل الكور البينيه كويس او بيكمل. ميزه كمان لعيب، ممكن الناس اللعيب لما تلعب له كوره وتيجي تقرب منه فانت بتدي له حلول كتيره، غير اما ادي اللعيب الكوره وما اقربش منه. وليد من النوع اللي بيباص الكوره وبيقرب من زمايله، فبيدي حلول لكل اللي حتى المهاجمين اللي معاه، اذا كان وليد ازارو او مروان محسن وهو بيلعب، يعني لما بيقرب منهم بتبقى العمليه ابسط للمهاجم انه يتحرك ويلاقي فرصه ان هو يا يعمل فينت ويعدي، يا اما يلعب معاه الدبل باص، يا اما يتحرك ويطلع. فطبعا وليد ممكن يبقى الورقه الرابحه في طبعًا المباراه. طبعا طبعا يعني كمان هو مؤهل لده، لانه في التوب فورم بتاعته الفتره اللي فاتت، واعتقد سواء على مستوى التهديف او الاداء في المباراه. واعتقد ان محمد الشريف لو اخذ فرصه، لا لعيب كويس جدا. ويمكن انا افتكر ممكن الجهاز الفني يدفع بيه في مباراه زي دي، رغم انه لسه بيشارك بشكل جديد مع الفريق، بس اعتقد ان هو هيشارك في المباراه ولو كتغيير. محمد شريف عنده ميزه كويسه قوي، سريع بيوصل المرمى بسرعه. برضه هقول لك حاجه مهمه قوي، موفق على الجون، يعني بيعرف يجيب جون. فانا النهارده بيكون عندي لعيب بس هو بره القائمه الافريقيه لسه بتابع. لسه رجعنا ده زملائي كمان في الكنترول قالوا لي انه مش من، انا عارف ان اسمه مش من مقيدين. برضه اسلام محارب من اللعيبه المميزه جدا، وعنده ميزه جدا، يعني ميزه كبيره، ان اسلام دلوقتي بقى بيدافع كويس كمان. يعني اسلام بتلاقيه طول المباراه بيرجع وبيدافع وبيهاجم كويس. اسلام محارب برضه بيقدر يقوم بالدورين، دور الهاف ديفندر وفي نفس الوقت التهديف او تحديد المرمى. لا لا لا، اسلام محارب يعني بيبقى في الملعب، انا شايفه في المباراه الاخيره عامل زي الجندي المجهول، بيجري كتير جدا، بيرجع يدافع، عامل يعني بيكمل ورا المهاجمين وبيرجع في النواحي الدفاعيه. فالنهارده بقى بيعتمد عليه مستر كارتروني يعني بصفه كبيره. ف طيب عندنا مروان محسن، صلاح محسن، وليد ازارو، ومجموعه متميزه جدا طبعا، منهم وليد سليمان وفريق رائع من اللاعبين او مجموعه رائعه في خط الوسط المهاجم. افضل تشكيل ممكن نبدا بيه من وجهه نظرك كابتن احمد هذه المباراه في الجانب الهجومي، نبدا باثنين راس حربه مثلث قاعدته عند مرمى المنافس، ولا لاعب واحد راس حربه وتحته اثنين بيلعبوا كلاعبي وسط؟ يعني افضل شكل للبدايه الهجوميه من وجهه نظرك؟ والله بص، هو مش هينفع ان انت تغير الطريقه بتاعتك. هو النادي الاهلي ليه اسلوبه، اذا كنا بنلعب بمهاجم واثنين تحتيه، يعني عندك طبعا حمودي برضو كان بيشارك الفترة اللي فاتت وراجل بيعتمد عليه بيخلينا، لكن وليد سليمان وانا شايف ان مروان محسن صلاح محسن لو خد هو وليد سليمان من تحت ازاره، اعتقد ان احنا هيبقى عندنا سرعات وعندنا اختراقات كتيرة جدا على فريق وفاق ستيف، خاصة ان انت بتتكلم في مباراه دي عايزه برضو المرتدات، لان وارد زي ما قلنا في المباراه ان انت عايزه سرعات طبعا، يعني وارد ان انت تضغط فريق عايز يكسب لانه بيلعب يعني مباراه مهمه بالنسبه له، فانت محتاج سرعات. فصلاح محسن من العناصر اللي هي عندها سرعه عاليه جدا وهداف، وليد سليمان سريع كمان الاسرع على الاطلاق، زائد يعني ان
أزارو سريع، فأنت العناصر اللي تحتيك تبقى سريعة دي تفرق معاك، بجانب برضو أن إسلام محارب برضو زي ما بقول لك تكتيكي وبيعرف يجيب جون وماشي كويس في الفترة الأخيرة. أنا شايف أنه متفائل أن الأهلي أقرب إن شاء الله للفوز في طبعا نتيجة المباراة أو إجمالي المباراتين بإذن الله، كمان يكون موفق يعني في تحقيق نتيجة إيجابية والصعود للنهائي. آه بإذن الله النادي الأهلي، النادي الأهلي قادر على أنه يفوز هناك كمان في الجزائر، و اتمنى الامور تمشي طبيعيه، وان النادي الاهلي يعني زي ما بقول لك بوجهه نظر انا طبعا المتواضعه ان احنا اللي نضغط عليهم، ما ندهمش فرصه ان هم يضغطوا النادي الاهلي، يتحكموا في ايقاع المباراه. لازم الاهلي اللي يضغط من بدايه المباراه، اضغط من فوق من بدايه المباراه، نعمل ضغط يعني شرس عليهم من المهاجمين ووسط الملعب. اعتقد دي هتربك الفريق وهتخليه حتى لو اول تلت ساعه او تمتص حماس البدايه لفريق فلسطين هتخليهم مش مركزين. فلا النادي الاهلي وعنده من الخبرات اللي هي تخليه ان شاء الله نكسب، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكسب النادي. طيب اخيرا كابتن احمد عبد المنعم كشري، الجزء الاخير من الحوار ده نتكلم فيه عن مشوار منتخب مصر في تصفيات كاس الامم الافريقيه. اراء بتقول لسه الوقت مش كافي، مستوى المنافسين اللي قابلناهم مش كافي للحكم على طريقه اللعب الجديده، قدرات الجهاز الفني، انضمام عناصر جديده للمنتخب، وناس تانية بتقول ان احنا متفائلين جدا وان كل المؤشرات تميل لصالح الجهاز الفني الجديد بقياده اجاري مقارنه بالجهاز السابق بقياده كوبر. رايك ايه؟ والله هو اقول لك حاجه، يعني يمكن فعلا احنا ما لعبناش مباراه كبيره، ولكن يعني اجاري مختلف عن كوبر، يعني جريء عنه، عايز يهاجم وبيدي حريه كمان. من ضمن الحاجات اللي عجبتني ان هو بيدي حريه لصلاح ان هو يتحرك في اي مكان، ممكن ده بيعملها احيانا في ليفربول، لان صلاح مؤثر جدا في طبعا في الجانب الهجومي، زائد ان الفتره دي بدا يدفع ببعض العناصر، بدا يدي مجموعه لعيبه بسمات هجوميه اكتر. فاتمنى ان احنا يبقى الراجل يمشي على الشكل ده، وان كان برضو عشان اكون صريح معاك احنا ما قابلناش حد تقيل او ما لعبناش مباراه كبيره، لكن من خلال الشكل بتاعه لا حاطط عناصر كلها هجوميه، تريزيجي ورده، حاطط محمد صلاح وجنبهم يعني المجموعه اللي موجوده في الملعب، لا عندهم ومروان محسن طبعا، وكوكا رجع شارك في المباراه اللي فاتت، وكوكا دخل معاه، يعني ادى عناصر كتيره لان المنافس اداله يعني بتشوف ان تشكيله اقرب للطريقه الهجوميه، طريقته هجوميه اكتر مقارنه بالشكل الفتره اللي فاتت مع كوبر. لا هو هجومي اكتر من كوبر، ودي حاجه كويسه، واحنا المفروض نعمل كده، يعني المفروض منتخب مصر عنده النهارده مجموعه كبيره من اللعيبه المحترفين، معظم المميزين كمان في المنتخب او اصحاب القدرات الخاصه جدا في الهجوم مهاجمين، فانت النهارده لازم تكون ليك انت اللي عندك النواحي الهجوميه تكون عاليه جدا وتشتغل عليها. وانا شايف ان وان كان بس في مباراه اللي هي الاولى بتاعت سويسرلاند اللي هي لعب بثلاثه ديفندر، انا ما كنتش احب ان هو يلعب بثلاثه ديفندر مع فريق انت كسبان 4، ممكن يكون هو عايز يجرب حاجه، عايز يامن حاجه، لكن اعتقد ان طريقه 4-2-3-1 بالنسبه لمنتخب مصر يعني هي الاميز وهي الافضل ليهم هجوميا، واحنا بقالنا فتره شغالين ان افضل شكل ثلاث لاعبي وسط مهاجم تحت راس الحرب. بالظبط كده. طب وانضمام مجموعه جديده من العناصر، عندنا علي غزال حتى لو شارك في فتره بعيده قبل كده لكن بدا يشارك بصفه اساسيه، باهر المحمدي، ومجموعه جديده من الاسماء بدات تدخل او تعود للمنتخب، يعني عندنا نجم عاد للمشاركه بقوه زي احمد المحمدي في الفتره اللي فاتت ما كانش موجود، ابتعاد لنجوم كبار زي احمد فتحي ولو كان لفتره مؤقته، يعني شايف ازاي التغييرات اللي بيعملها الجهاز الفني واجيري في المنتخب؟ بص هو في حاجات انا شايفها ان هي كويسه، يعني ان انت بتجيب عناصر جديده، باهر المحمدي طبعا لعيب كويس جدا وعمل عاجبني جدا ومش كويس، بتجرب علي غزال برضو، بتشوف امكانياته وقدراته مع الفريق في وسط الملعب. المحمدي مش غريب طبعا، المحمدي مش لعيب كبير وخبرات، ولكن انا شايف ان الجيل الجاي هيعتمد اكتر على الاجيال الاصغر شويه، لكن وجهه نظري الشخصيه ان احمد فتحي لا غنى عنه في منتخب مصر. احمد فتحي مازال هو رقم واحد في الجبهه اليمين في مصر، مفيش منافسه معاه شرسه، مفيش حد معاه داخل بقوه، فاعتقد ان في الاخر وليد سليمان لازم يكون في منتخب مصر في الفتره الجايه، لان وليد يعني شايف ان احمد فتحي ممكن يدخل في تحدي مع نفسه بتاريخه وخبراته الكبيره بصرف النظر عن عامل السن او انه بيتقدم في العمر كلاعب وان في عناصر بتنافسه قد تكون اصغر سنا، لكن شايف انه يمتلك القدرات للعوده للمنتخب.
طبعا لازم يكون موجود. يعني المحمدي مش صغير، محمدي كبير. طبعا لكن ممكن تدخل عليهم عناصر جديده في فتره. لا لكن احمد فتحي لا غنى عنه في منتخب مصر، ووليد سليمان لا غنى عنه في منتخب مصر. وليد سليمان بقى مطلب يعني جماهيري بالمستوى اللي هو ظاهر بيه في الفتره اللي فاتت سنتين ثلاثه، بيأدي بشكل اكتر من رائع والناس متعجبه من وجوده. انا احنا مدربين برضو بنتفرج، يعني خلي حته ان احنا اهلاويه وبنحب النادي الاهلي، لكن لا وليد سليمان لازم يكون في منتخب مصر، افضل لاعب في الدوري المصري حاليا وجهه نظري. يعني بصراحه لو كان وليد سليمان بالمستوى والاداء الرائع ده لسه في انبي الى اليوم كنت طالبت بعودته المنتخب. طبعا 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 انا بطالب باي لعيب يكون مميز في فرقته. وليد سليمان لعيب مميز، ووليد عنده خبرات، ووليد مؤثر جدا مع النادي الاهلي. معنى ان انت مؤثر مع النادي الاهلي فانت هتبقى رقم واحد في منتخب مصر. النادي الاهلي الترمومتر الحقيقي ليك، لان انت تدي لمنتخب مصر. احنا بنروح منتخب مصر كنا من النادي الاهلي، لان النادي الاهلي بيلعب مشاركات افريقيه وعالميه. في حاجه بلغه الكوره فعلا اسمها لعيب مش محظوظ مع المنتخب، تلاقيه بيعمل كل حاجه وبيقدم كل حاجه مطلوبه في الكوره، وتلاقي الاجهزه في المنتخب ما بتلتفتش اليه بما يستحق. احيانا شفتها في بعض المدربين بتحب نوعيه لعيبه معينه، او يعني بتقفل على مجموعه معينه، بتقفل على لعيبه معينه، صعب قوي يغير في بالظبط. ودي حصلت مع اجيال، يعني بدون ذكر اسماء، يعني كان معاه مجموعه وقفل عليهم، وفي اجيال راحت بضمن الكلام ده. لكن في عناصر ما ينفعش ان هي ما تبقاش في المنتخب. وليد بمستوى ده طبعا، احمد فتحي وليد وليد طبعا رقم واحد، واحمد فتحي لازم يكون موجود. احمد فتحي لا عنصر طبعا، القوه والسرعه، يعني عنده الغل وعنده القدره وعنده جديه امكانياته طبعا. وبعدين بينقل الكلام ده لزمايله، وبعدين في المباريات الكبيره بتلاقي احمد فتحي اميز واحد في منتخب مصر. فاحنا مش بنقول كده عشان النادي الاهلي، لا اعتقد ان منتخب مصر هيراجع حساباته، ولما يخش مرحله المباريات الكبيره هتلاقي وليد موجود وهتلاقي احمد فتحي موجود. نتمنى ان شاء الله، وكل العناصر المميزه واضافات النادي الاهلي دايما ومشاركتهم بقوه او اسهامهم بقوه مع المنتخب يكونوا دايما عامل مؤثر، وهم دائما ابدا القوام الاكبر او الاكثر تاثيرا في صفوف الفرق الرياضيه ومنتخباتنا الرياضيه، وفي مقدمتها منتخبنا الاول لكره القدم. كابتن احمد، سعداء جدا بوجودك معنا النهارده على شاشه قناه الاهلي، وبتسعدنا دايما بمشاركتك معنا. حبيبي يا استاذ محمد، انا سعيد ان انا في قناتي طبعا قناه النادي الاهلي ومعاك، واشكرك على اللقاء الجميل. اشكرك كابتن. أشكرك احمد. في نهايه هذا اللقاء بشكر ضيفنا العزيز نجم النادي الاهلي منتخب مصر سابقا الكابتن احمد كشري. فقرتنا انتهت، وبشكر حضراتكم على المتابعه، لكن ابقوا معنا، فقراتنا مستمره من خلال الاهلي الليله. بعد الفاصل هتستكملوا من خلال حوارات متميزة وفقرات مميزة مع كل من أمير هشام وعمر ربيع ياسين. بعد الفاصل نجم النادي الأهلي سابقا عفروتو مع زميلي أمير هشام. مستمرين معاكم مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا بشكر زميلي الاستاذ محمد الجندي على الفقره الحواريه السابقه مع الكابتن احمد كشري احد نجوم النادي الاهلي السابقين. لكن دلوقتي جت معاد فقره حواريه اخرى مهمه جدا مع احد ابناء النادي الاهلي، واللي شاركوا الفترات مع النادي الاهلي وكان مؤثر، ويعني الجمهور كان بيحبه بشكل كبير جدا، مصطفى عفروتو نجم النادي الاهلي السابق. عفروتو اخبارك ايه؟ الحمد لله يا امير، انا مبسوط اللي انا معاك النهارده، ببارك للنادي الاهلي طبعا على برزنتيشن النهارده، ودايما كده النادي الاهلي بيفرحنا، ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. ان شاء الله. انت اخبارك ايه؟ كله تمام؟ انا تمام الحمد لله. طمنا عليك، فينك دلوقتي؟ انا موجود. يعني الفتره الاخيره كنت بتلعب في عمان، انا عارف الامور كانت ماشيه بالنسبه لك ازاي. طمنا عليك، عايزين نطمن جمهور النادي الاهلي عليك. انا رجعت من عمان، فكنت في صحم العماني، كنت طالع اعاره من نادي الانتاج الحربي، ورجعت ففسخت التعاقد مع نادي الانتاج. وانا راجع كان في اكتر من نادي متكلم معايا، ولكن كانت القصه كلها في القايمه كانت 25، والوقت اللي انا كنت نازل فيه كان خلاص تقريبا كل الفرق بتقفل. فبس يعني فهي القصه جت. اسباب فسخ التعاقد مع انتاج الحربي كانت ايه؟ لا ما كانش فيه، يعني ما هي كانت حاجات كده اللي انا ما كنتش بلعب بصوره مستمره، ف كان ده السبب الرئيسي يعني. طيب خلينا نجيب القصه من الاول كده. يعني انت طبعا كنت احد اللاعبين المبشرين جدا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، والناس كتير كانت بتتابعك، وكمان صعدت الفريق الاول، وكان ليك دور مؤثر في بعض الفترات. البدايه
احكي لنا على البدايه بالنسبه لعفروتو مع النادي الاهلي في قطاع الناشئين، كانت ماشيه ازاي؟ من المدربين اللي اثروا في مسيرتك بشكل عام؟ يعني هو القصه كلها ابتدت معايا اللي انا والدي كان ليه علاقه بوالد الكابتن هيثم حسين طبعا بتاع نادي المقاولين، لاعب نادي المقاولين. ف كنت انا لسه صغير يعني 7 سنين وشوية أو 8 سنين، فروحت المقاولين كده 6 شهور في مدرسه الكوره، وكابتن بدر رجب شافني بقى فخدني، وكان الكلام دوت 96 لحد بقى 2012 وانا في النادي الاهلي بقى. ف تمام، يعني دي كانت بدايتك؟ دي كانت بدايتي يعني في مع النادي الاهلي، يعني من 96 لحد 2012. المدرب اللي اثر فيك بشكل كبير جدا في قطاع الناشئين في بدايتك، يعني اكتر واحد ده اكيد مريت على عدد كبير؟ كابتن بدر رجب طبعا. كابتن بدر رجب يعني من الناس اللي هي بصراحه ربنا من الناس اللي وقفت معايا بشكل كويس، يعني كان الجيل بتاعنا كله يعني تقريبا كل الناس هو كابتن بدر رجب ومستر كروفر الهولندي بالظبط، وكابتن محمد وهبه، هم اللي يعني اثروا فينا بشكل كويس، يعني هم اللي طلعونا كده، هم علمونا يعني ايه كوره بجد يعني. تمام، يعني كابتن بدر ربنا يبارك له يعني. اكيد. طيب في تقرير عنك كده نروح نشوفه، تقرير صوتي، نروح نشوف التقرير الصوتي عن مصطفى عفروتو نجم النادي الاهلي السابق، نرجع مره ثانيه. مصطفى محمد سليم الشهير بعفروتو هو أحد الأسماء التي نالت شرف تمثيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع جيل العمالقة أبو تريكة، بركات، متعب، وائل جمعة، حسام غالي. بزغ نجمه خلال المشاركة مع منتخب مصر للشباب في كأس العالم التي استضافتها مصر في العام 2009، تم تصعيده للفريق الأول للنادي الأهلي. تألق عفروتو في الدوري مع الأهلي وتوج ببطولتين للدوري العام وبطولة لكأس السوبر. انتقل للاتحاد السكندري عام 2011 ثم المقاصة في عام 2012 قبل أن يتخذ قرار الرحيل خارج مصر إلى كارباخ الأذربيجاني في تجربة قصيرة بعد توقف النشاط الكروي في مصر. عاد إلى المقاصة مجددا ثم ألعاب دمنهور، ومنه إلى الإسماعيلي ثم الشرقية والإنتاج الحربي الذي كان آخر محطاته في الدوري. خضع عفروتو تجربة قصيرة مع صحم العماني. يعود الآن عبر شاشة النادي الأهلي في ضيافة برنامج الأهلي الليلة. طيب ده كان تقرير مهم جدا عن عفروتو خلال تواجده او مشواره مع الكره بشكل عام، بدايه من النادي الاهلي وبالانديه كمان اللي مر عليها، وبالتحديد عايز اتكلم معاك يا عفروتو عن منتخب الشباب، وكان في جيل عظيم بالنسبه لكم في منتخب طبعا. الشباب وكلنا كنا متابعين كاس العالم 2009 في مصر هنا، وكلكم بصراحه تالقتوا، وانت بالتحديد تالقت في هذه البطوله. عايز اتكلم عن الفتره دي بالذات، وليه معظم الجيل بتاع كاس العالم 2009 بتاع منتخب الشباب ما كملش او ما ظهرش بشكل كبير على الساحه الكرويه بعد كده؟ هو في الاول طبعا بشكركم على التقرير الجميل دوت. والله امير بوست، يعني انا يعني الحمد لله مقتنع ان كل واحد ده نصيبه، يعني طبعا هو اللي ربنا كاتبه لنا بنشوفه، وهو علينا بس اللي احنا نشتغل ونجتهد، والباقي ده بتاع ربنا. صح، فدي حاجه بتاعت ربنا. احنا كان يعني كان كل الناس قالت لا في جيل كويس طالع، وفي جيل ان شاء الله هو اللي هيبقى مستقبل الكره المصريه، وكان معظمنا يعني الانديه بتاعتنا كانت دايما بتدعمنا، كان يعني لو كان صحابي مثلا في الزمالك، في انبي، في الاسماعيلي، احنا كنا الجيل بتاعنا كنا في الاهلي، فكانت الانديه كلها كان كله باصص لنا اللي احنا المستقبل بتاع الكوره. ف هي الدنيا اختلفت مع بص هي نصيب، بس احنا يعني انا ناخدها بالاسباب، يعني هي جت موضوع الثوره وحاجات سياسيه توقف النشاط الكروي الموضوع النادي الاهلي شكرا. والقصه بتاعت بورسعيد المؤسفه ديت للاسف، فكانت كان الموضوع صعب علينا، وخصوصا احنا طلعنا كان في جيل، يعني انت كنت بتتكلم كابتن محمد ابو تريكا، كابتن محمد بركات، يعني حظكم كان سيء جدا، كان معاكم يعني جيل عظيم، ابو تريكا وبركات ووائل جمعه وحسام غالي وكابتن شريف، كابتن شريف اكرامي وشريف عبد الفضيل وكابتن احمد فتحي، كان يعني فرقتين يعني فكان الموضوع بالنسبه لنا دي من احد الاسباب. يعني انا بقول لك يعني بص هي كل حاجه نصيب طبعا، بس انا بقول لك احنا بناخدها يعني بالاسباب. بالظبط، شايف ان الفتره دي وتواجد عدد كبير جدا من النجوم دي ما خلاكوش تاخدوا الفرصه الكافيه ان انتوا تظبطوا نفسكم؟
اه بالظبط. يعني انت بتتكلم، وخصوصا انت بتلعب في نادي كل شويه في بطوله. بالظبط. يعني مش بتلعب في نادي عادي او بتلعب في نادي للاسف بتلعب في الدوري العام بس، لا انت بتلعب في افريقيا والبطوله العربيه وبتلعب في حاجات كتير جدا. فخصوصا اللي انت تطلع في جيل ذهبي زي الجيل بتاع النادي الاهلي، كابتن محمد ابو تريكه وكابتن محمد بركات، يعني بدون يعني عشان ما انساش حد يعني الجيل كله، فكان الموضوع صعب جدا صعب جدا يعني اللي انت تبقى متواجد في وسط الكوكبه دي. ف طيب عايز اتكلم او ابتدي عن الانطلاقه بالنسبه لعفروتو مع الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي، تحديد مباراه الشرطه 4-2 واكيد كلنا فاكرينها، وانت تالقت في المباراه دي بشكل كبير جدا، الناس كلها توقعت بعد المباراه دي واحرازك هدفين كمان في الماتش ده، قالت خلاص عفروتو كده ثبت اقدامه في النادي الاهلي وهنشوفه فترات كبيره، اعتقد كان كابتن حسام بدري مدير الفني ساعتها. ايه اللي حصل بعد الانطلاقه القويه دي؟ ليه الامور ما مشيتش على نفس المباراه دي بالتحديد؟ ما هو زي ما انا ما قلت لك يا امير، يعني نفس الاسباب يعني؟ هي ما هي الفتره اللي انا طلعت فيها ديت، الفتره دي كنا في 2010 وحصل الموضوع بتاع الثوره فالقصص كلها كانت جايه معانا، احنا مش عارف الجيل بتاعي كان فيه ايه، ما كناش محظوظين يعني. فهي الفكره كلها يعني انت الواحد يعني الحمد لله يعني احنا بينا بشكل كويس لدرجه اللي الناس الحمد لله فاكرانا بصوره كويسه، فدي حاجه كويسه بالنسبه لنا يعني. كنت انت واحمد كشري اعتقد ابرز احمد شكري ابرز اثنين في السوق، وشاب وكان هشام طبعا كان قبلينا كان طالع اول واحد، وسعد سمير طبعا ومحمد طلعت، كنا جيل يعني الحمد لله كان جيل كويس، وكان ايمن اشرف مش عايز انسى حد يعني. في ناس موجوده اكيد من الجيل ده. طيب رحت بعد كده اكثر من نادي، نادي الاتحاد قلنا عفروتو خلاص تاني رجع وعملت مباريات رائعه مع نادي الاتحاد، وكان نادي الاتحاد الفتره دي اعتقد بيضم لعيبه كبار في الوقت ده، الامور مشيت ازاي بالنسبه لك بعد كده بالتحديد بدايه من نادي الاتحاد؟ انا كان الفتره دي كان جاي لي السلميه الكويتي، وفضلت ان انا اروح نادي الاتحاد يعني نادي جماهيري بالظبط طبعا نادي كبير نادي كبير جدا طبعا، فانا كنت حابب ان انا اروح التجربه دي، وحصل برده كامير القصه بتاعتي برده، عشان يعني بص انا مش الحمد يعني انا بحمد ربنا انا مش محظوظ عامه تمام، فجت معايا الموضوع بتاع النادي الاهلي والقصه المؤسفه بتاعت بورسعيد تمام، فبرده الدنيا وقفت فما خلاص ما بقاش في دوري. وضح لي النقطه دي، ايه العلاقه ما بين ساعتها الدوري وقف تمام، فما بقاش فيه خلاص السنه وقفت يعني كامله. كنت انت رحت الاتحاد السكندري اوريدي يعني قبل ما الدوري يقف؟ كنت رايح اعاره وبعد كده رحت راجع النادي الاهلي، فكان مستر مانويل لسه راجع فقال خلاص انا مش محتاج اللعيبه دي تبقى متواجده معايا، كان خلاص يعني احنا تقريبا كنا بنتكلم بنلعب في الدور الاولاني مع نادي الاتحاد، وجينا بقى هنبتدي بقى تقريبا في الدور الثاني، وحصل الموضوع يعني هو حصل في الدور الاولاني بس كان يعني خلاص يعني اللي احنا هنلعب دور ثاني والدوري ماشي طبيعي عادي، فحصلت المشكله دي تمام، فبس يعني مش محظوظ انا صح. رحت بعد كده المقصه؟ رحت لا طلعت رحت اذربيجان، كان الدوري توقف بقى فرحت الفتره دي اذربيجان، وبعد كده رحت راجع على المقصه مع كابتن حسام حسن. ما كملتش برده مع المقصه؟ ما كنا بنلعب مجموعتين. فاكر الدوري ده كان برضه مش كمان يعني فكان الدوري ما كملنا يعني، ما انت بص يعني اتكلم معايا في اي حاجه ثانيه بعيد عن الحظ بتاعي. طيب خلاص اوكي، هو بيبقى اكيد ده نصيب وقدر ربنا بيبقى طبعا الحمد لله. نادي الاسماعيلي لعبت مع النادي الاسماعيلي، وقلنا كابتن احمد حسام ميدو اعاد اكتشافك، كنت انت وشيكابالا كمان كنت معظمنا بصراحه يعني بالظبط يعني، وكابتن احمد حسام ميدو من المدربين الجيدين وعندهم رؤيه كويسه جدا بصراحه، ولعبت بشكل جيد مع الاسماعيلي، ما كملتش ايضا مع الاسماعيلي، كان نفسي اكمل بصراحه بس كان في فرقه حلوه على فكره كابتن ميدو عامل فرقه حلوه هي القصه كلها لما كابتن احمد حسام ميدو مشي الموضوع اختلف خالص يعني هو يعني كان بيتعامل معانا احنا يعني الحمد لله الواحد كان متاسس يعني مثلا كابتن شيكابالا مثلا متاسس في الزمالك انا في الاهلي يعني كلنا متاسسين ومروان يعني في بترو جيت وفي انبي فكلنا كنا من الحمد لله متاسسين ومعاك كابتن حسني عبد ربه فكل العقليات ديت الحمد لله يعني منتخبات شباب ومراحل كتير مرت بيها ومعاك مدير فني بعقليه محترفه فكان قادر يتعامل معانا ازاي
فده كان باين في على ارض الواقع. فلما جه حصل خلافات ما بين الاداره وكابتن احمد حسام ميدو والقصه بتاع الكابتن حسني عبد ربه بالظبط فالموضوع اختلف. يعني من ضمن عيوب نادي الاسماعيلي للاسف عدم الاستقرار شويه بالظبط، ده ممكن بيؤدي يعني ان الفريق ما بياخدش بطولات غير كل فترات كبيره للاسف يعني. بالظبط، ولكن يعني جماهير الاسماعيلي وكلاعيبه لا في يقدروا بالظبط. يمكن هي القصه كلها المشكله للاسف بتبقى في الاداره. ولكن انا كنت حابب ان انا اكمل في نادي زي نادي الاسماعيلي بس دي كانت حاجه غصب عننا كلنا يعني، لو تلاحظ كلنا كنا مشينا. كان الموضوع متعلق اكتر بالاداره يعني، انت بتقعد يعني للاسف يعني بتقعد فتره كبيره قوي وما بتاخدش حتى مستحقاتك. فكان الموضوع صعب جدا. يمكن لما كان كابتن احمد حسام ميدو كان موجود معانا فالراجل كان لا كان مهون عليكم شويه لا وكان بيجيب لنا كان بيجيب لنا حقوقنا لدرجه اللي احنا بقينا بنقول يعني هو الراجل جاي يشتغل معانا واللي احنا ان شاء الله ننافس ونقدر ناخد بطوله ولا هو جاي عشان خاطر اللي هو يشتغل اداري ويتكلم مع الاداره ويجيب لنا فلوسنا. فكان الموضوع صعب جدا. الامور ما ساعدتش ولكن كانت الجماهير بصراحه وكانت مساندانا وكانت اللعيبه مش مقصره، ده كان اللعيبه كانت الجماهير شايفاه. الناس كتير توقعت ان بطوله الدوري دي بالتحديد الاسماعيلي هينافس عليها بشكل كبير خصوصا بعد الانطلاقه كانت بالنسبه لكم قويه مع كابتن ميدو. هو كمان كابتن يعني كابتن احمد حسام ميدو كنا بنلعب الماتشات في الدوري، كنا بنلعب الفتره دي كان الدوري منتظم كل 3 ايام، فكان بيجي مثلا في المحاضره ما كانش محسسنا اللي احنا مش بنلعب ماتش عادي، احنا كل ماتش كنا بنلعبه بطوله، كان يعني مدينا الحافز ومدينا الثقه في نفسنا. وانت بتتعامل مع واحد لما هيقول لك على حاجه انت يعني هيقول لك يمين يبقى يمين خلاص. طبعا نجم كبير راجل في اوروبا وفي نقطه كمان يعني انا لمستها في كابتن احمد حسام ميدو، لما ممكن مثلا لاعب يخش على زميله مثلا بعنف شويه او حاجه ويتشنك كده ويتعصب بياخد الامور ببساطه خالص ويحط ايده على كتفك ويطلع ويقول لك لا ما تعملش كده، لا المفروض تعمل كده. عقليه بصراحه ربنا في انا بقول لك عشان انا عاشرته بالظبط يعني بقول لك على حد عاشرته عقليه محترفه يعني. الخلاف ما بينه وبين حسني عبد ربه كان السبب ان هو يمشي من نادي الاسماعيلي في هذا التوقيت، مين اللي كان غلطان؟ انت كنت متواجد في الفريق. بص انا بحب كابتن احمد حسام ميدو وكابتن حسني عبد ربه نجم كبير وعلاقتي بيه كويسه، هي الخلاف ما كانش ما بين الاثنين يعني، هي جت كده والاعلام مكبر الموضوع. يمكن الاثنين على فكره وكلام الاثنين في الاعلام زود الامور بشكل اكبر بالظبط. هو هي اتفهمت غلط يعني، هو اللي وصل لكابتن احمد حسام ميدو واللي وصل لكابتن حسني عبد ربه كان الموضوع، ولكن الاثنين حبايب والاثنين بيكلموا بعض وعلاقتهم ببعض كويسه جدا، فكان الموضوع يعني هو جه الامور جت كده هي جت كده والموضوع جت من ناس من الاداره ساعتها هي اللي بوظت الدنيا وقعدوا يكلموا كابتن حسني عبد ربه وده كابتن احمد حسام ميدو مش عايز يلعبك مثلا، بدليل ان احنا كنا لاعبين 7-8 ماتشات وكابتن حسني كان لاعبهم كلهم بالظبط، فكانت المشكله اصلا مش من عندنا احنا كلاعيبه او كجهاز فني. المشكله كانت زي ما انا بقول لك كانت في الاداره اللي كانت موجوده قبل كده. دي كانت يعني اكبر طيب حاجة. اخر محطه ليك كانت في عمان، الفتره الجايه بتفكر ازاي العروض المقدمه لك ان شاء الله انك تنضم لاحد الانديه في يناير سواء في مصر او خارج مصر؟ هو بص انا مش بحب اكذب يعني انا يعني انا حاليا يعني في نجوم المستقبل مع كابتن احمد سامي فلسه يعني في شويه حاجات كده هو نادي النجوم تحت المسمى الجديد يعني فلسه يعني في شويه حاجات كده بس اجراءات كده تخلص لكن في مراحل متقدمه يعني والحمد لله عندي عرضين كده في شرق اسيا فيعني الواحد هيستخير ربنا كده واللي ربنا عايزه هيكون ان شاء الله يا رب ان شاء الله. طيب انت بتتمنى يعني انت تكون متواجد هنا في الدوري المصري افضل بالنسبه لك ولا انت تروح شرق اسيا ولا يعني انا حابب يعني ان انا انت مايل ايه اكتر يعني؟ انا حابب ان انا ابقى متواجد في الدوري عندنا هنا ان شاء الله في الدوري المصري باذن الله. تمام اتكلمنا عن مسيرتك وان انت كنت سيء الحظ بس هل كان في اي قرارات مثلا انت خدتها خلال مسيرتك الكرويه ندمان عليها دلوقتي شايف ان هي ممكن تكون اثرت على المسيره دي ولا الامور كلها اللي اتكلمنا فيها وظروف البلد وتوقف الدوري دي كانت الاسباب الرئيسيه بالنسبه لك؟ يعني هي دي كانت الاسباب برضك والاسباب برضك كانت عندنا برضك يعني تتمثل في ايه بقى الاسباب يعني تتمثل مثلا اللي انا كنت بتعامل بقلبي يعني مش بتعامل بعقلي يعني مثلا يعني في حاجات كتير قوي كنت بتعامل معاها بالعاطفه يعني زي ايه
يعني في امور كتير قوي، يعني في كانت مدربين قوي علاقتي بيهم كويسه، يعني مثلا تعالى معايا الفتره ديت وان شاء الله احنا هنفوق وبتاع، فكنت باخد الموضوع اللي ما بتفكرش كويس، ما بفكرش الخطوة. مثلا في الخطوه بتاعتي لا، انا راجل الحمد لله عملت نجوميه كبيره جدا جوه النادي الاهلي، فالمفروض لما هطلع اطلع على حته كبيره بقى بالزبط. يعني اطلع على حته يعني اقل من النادي الاهلي بس حته يعني متشافه على الاقل، فكنت بتعامل بقلبي مش بتعامل بده طبعا. فلو كنت بتعامل بعقلي كان الموضوع، بس برضه كارجع واقول لك كل حاجه نصيب اكيد طبعا اكيد، ولو رجع بيا الزمن هعمل نفس اللي كنت بعمله برضه عشان اتعلم دلوقتي من الاخطاء اللي انا بالزبط. وقعت فيها، بس اعتقد اتعلمت من الجزئيه دي وبتفكر في الخطوات الجايه بالظبط كده. ما ده زي ما بقول لك يا امير، يعني قبل الكواليس لما كنت قاعد معايا وبنتكلم بندردش زي ما قلت لك، في امور كتير قوي لازم انت يعني الصبر بقى في اوقات كده، الناس بتقول لك انت فين انت فين انت فين، اه الناس حابه تشوف عفروتو. وانت علمت بصراحه مع الناس عفروتو، يعني انت الفتره اللي لعبتها مع منتخب مصر الشباب وانت كمان كنت متواجد في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، كان معروف اسم عفروتو بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، وكمان المباراه بتاعت اتحاد الشرطه بالذات تعلمت كمان مع الجمهور، فاعتقد انت عملت يعتبر اسم بدري شويه بالظبط، فالظروف اعتقد ما سمحتلكش ان انت تكمل المسير الرياضي. هي بالظبط كده يعني هي بصت، هي جت معايا بالعكس يعني للاسف، يعني هي جت معايا يعني غير ما الناس كانت متوقعه، ولكن بالزبط. ده حكم ربنا يعني، فانا بحمد ربنا طبعا على اللي انا فيه وراضي عن الفتره بتاعتي الحمد لله في النادي الاهلي وعن الفترات بتاعتي اللي انا لعبتها كلها، بس قلت لك يعني لو رجع بيا الزمن تاني هعمل نفس اللي انا كنت بعمله عشان اتعلم في الفتره دي، يعني انا زي ما بقول لك يا امير قبل ما كنا بنكمل كلامنا قلت لك في اوقات كتير قوي الناس بتقابلني يا كابتن احنا عايزين نشوفك يا كابتن احنا بنحب بالزبط. حضرتك، فالموضوع دلوقتي مش متعلق اللي انتوا لازم تشوفوني، لا انا لازم اشوف نفسي انا رايح فين بالظبط. طب خلينا نروح مداخله مهمه جدا مع الكابتن احمد سامي المدير الفني لفريق النجوم. يا كابتن احمد مساء الخير عليك. مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. مساء على عفروتو طبعا. كابتن احمد ازي حضرتك؟ الله يخليك. هيكون اللعيب القادم عندك في صفوف نادي النجوم يا كابتن احمد سامي ولا الامور ماشيه ازاي؟ والله يعني عفروتو طبعا يشرف، ده لعيب كبير يعني لعيب كويس جدا. اه بس هي الدنيا بس ساعات كده مع بعض اللعيبه بيحصل يعني ان هي ساعات بيبقى حصل لها مطبات صناعيه كده، بس يعني بتمشي الامور يعني. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لعفروتو، وان شاء الله نتمنى له تكون خطوه مهمه بالنسبه له، خصوصا المفاوضات يعني في طريقها ان شاء الله ان هي تكون مفاوضات ايجابيه وانتقل لفريق النجوم. لكن كابتن احمد برضو عايز اسالك عن فريق النجوم بالتحديد وحضرتك المدير الفني لهذا الفريق، الطموح بالنسبه لكم الموسم ده بتشتغلوا على ايه؟ ايه الهدف او تارجت اللي حضرتك بتخطط ليه بالنسبه لفريق النجوم خلال الموسم ده؟ هو يعني انت عارف طبعا بتبقى اول سنه فرقه ما بتطلع دوري ممتاز، بيبقى مهم جدا ان انت تبقى الفرقه تقعد في الدوري الممتاز. والسنه دي الموضوع دوري عموما يعني دوري صعب السنه دي غير السنه اللي فاتت. تمام. انت حتى تبص على البونت كمان وان انت تاخد 3 بونت مساله صعبه جدا. في كل فرقه جنب بعض وتلاقي دايما اللي بنط متكرره مع كذا فرقه بغض النظر هي لعبت قد ايه، ما بقاش حد يتوقع مين الفرقه اللي هتكسب او النتيجه ايه، كل الفرق بتحاول وعايزه تلم بونت بدري على اساس تحاول تستريح، بس انا شايف ان الموضوع هيفضل لغايه اخر الدوري المنظر ده. تمام. مقبلين او خلاص يعني كمان شهرين شهر يناير هيكون متواجد وهيكون في اكيد تعاقدات بالنسبه لفريق النجوم، هل بتخطط لانضمام بعض اللاعبين من الدوري الممتاز بالتحديد لفريق النجوم بخلاف عفروتو؟ والله بص هو فاضل حوالي 7 ماتشات على شهر واحد. الموضوع الانتقالات دي طبعا الناس بتبقى مستعجله قوي على موضوع الانتقالات، لا انت على فكره انت بيتعرض عليك انت ما بتنقيش بالظبط، بس اكيد حضرتك عندك بعض النواقص مثلا في الفريق اللي هتشتغل عليها من خلال فتره اي فرقه اكيد. خلي بالك اي فرقه بتبقى محتاجه لعيبه في شهر طبعا. واحد اي فرقه بس انا بقول لك يعني انت المشكله ان انا برضو انا عايز حاجات معينه. الحاجات المعينه دي انت ما بتبقاش بمزاجك، انت ما عندكش رفاهيه ان انت تقعد تنقي لعيب بتاعي ويتناسب مع التفكير بتاعك والكلام ده، انت بيتعرض عليك بالزبط. ممكن يتعرض عليك ما يناسبكش، ممكن يكون هو لعيب كويس بس ما يناسبكش او ما يناسبش الفتره دي. فربنا يسهل، لو كان في لعيبه في شهر واحد نستفاد منها
مش هنتأخر، لكن مش هنجيبه خلاص يعني. بالظبط. لكن في عدد معين او مراكز معينه حضرتك محددها ان انت هتشتغل عليهم خلال شهر واحد؟ يعني لو في شورت في مراكز طبعا هيبقى فيه، طبعا في استخدامات، لكن لسه مش هسبق الاحداث، لسه اللعيبه الفتره دي بتأدي بشكل كويس وماشيين كويس، فيعني مش هنسبق الاحداث، لسه فاضل 7 ماتشات. طيب فرصه وحضرتك معايا برضو نتكلم عن مباراه الاهلي وفاق سليف واياب دور نصف النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا. شايف المباراه دي ازاي؟ رسالتك للجهاز الفني واللاعبين قبل المباراه حسمه ومصيريه زي دي ان شاء الله من خلالها النادي الاهلي يتاهل لنهائي البطوله. هو يعني رسالتي للجهاز يعني مش محتاج ان انا يعني اقول له هو جهاز كويس جدا وفي كل العناصر الخبره اللي موجوده، وفي مدرب كابتن محمد يوسف طبعا هو المدرب العام، مستر باتريس كارتيرون طبعا. انا قصدي يعني طبعاً. من وجهه نظرك المطلوب ايه من لعيبه النادي الاهلي في مباراه مهمه زي دي؟ هو الصبر بس، يعني هي حته الصبر، وان هو يركزوا لو هو الاهلي بس يجيب جول. تمام. الموضوع صعب جدا يعني على الفرقه الثانيه، وانا شايف ان الاهلي يعني 95% يمكن او اكثر ان شاء الله هيوصل. ان شاء الله. كابتن احمد سامي انا بشكرك شكرا جزيلا. قبل ما اقفل معاك في حاجه حابب تقولها لعفروتو؟ لا بقول له شد حيلك حبيبي. ان شاء الله التوفيق. ان شاء الله حبيبي كابتن. شكرا كابتن احمد سامي طبعا المدير الفني فريق النجوم كان معانا في مداخله مهمه. طيب عفروتو، مين اقرب اللاعبين ليك لحد دلوقتي من الجيل بتاعك في النادي الاهلي؟ كل اصحابي يعني كل الجيل يعني. مين؟ هشام. اللي متواجدين في النادي الاهلي حاليا يعني هشام، سعد، ايمن، اسلام محارب، حمودي، يعني معظمهم يعني، كابتن احمد فتحي، كابتن حسام عاشور، كابتن شريف كرومي، معظمهم يعني. بيبقى في مقربين اكتر اعتقد سعد وهشام. طبعا دول اصل دول اخواتي يعني مش صحابي. طيب يعني الفتره الجايه بقى ان شاء الله نتمنى ان انت تنضم لفريق يكون جيد، وان شاء الله تتالق ونعود او نشوف بقى تاني عفروتو بيتالق في الدوري المصري. لكن عايز استغل تواجدك معايا ونتكلم عن النادي الاهلي شويه والمباراه المهمه امام فريق اوفاق سليف، فرص صعود النادي الاهلي للنهائي في البدايه. طب شايف النتيجه مريحه بالنسبه للنادي الاهلي 2-0 ولا الامور؟ طبعا يعني انت كسبان 2-0 وانت دلوقتي يعني انت معاك مدير فني، يعني انت انا ملاحظ يعني اكيد بيقعد معاهم بيقول لهم احنا مثلا اقل حاجه في المباراه لازم نطلع نبقى كسبانين 2 أو 3 يعني، ده باين يعني. انا كراجل مثلا فاهم شويه في الحته بتاعت الكوره ديت، فممكن اقول كده يعني من خلال اللي انا بشوفه. الحمد لله الواحد عنده رؤيه، اكيد بيقول لهم كده يعني. انت ما انا اول مره اشوف النادي الاهلي على طول كل ماتش لا بيجيب 2 و3 و4 بالظبط، فالموضوع يعني لا، والنادي الاهلي يقدر يجيب هناك يعني، فان شاء الله نقدر نعدي باذن الله. وانا ان شاء الله حاسس احساسي باذن الله البطوله بطوله افريقيا دي هتبقى في الجزيره ان شاء الله. ملاعب الترجيحان متاثر شويه، خصوصا ان احنا يعني النادي الاهلي او الفرق المصريه بشكل عام مش متعودين على ملاعب الترجيحان. شايف ان ده هيكون عائق بالنسبه للنادي الاهلي في مباراه التصفيات؟ يتعاملوا ازاي مع الملعب ده من وجهه نظرك؟ لازم بقى امير اللي احنا في الانتاج الحربي ايام ما كانوا بيلعبوا على الملعب الترجيحان قبل ما الملعب يتجدد اعتقد، صح؟ لا لعبنا، كنا مع النادي الاهلي ولعبناهم ولعبت على الترجيحان. هو القصه كلها اللي انت الحمد لله عندك لعيبه دلوقتي غير اللي هي خبره، عندك لعيبه بتعرف تقف على الكوره. فهي الملاعب الترتان عايزه كده، عايزه لعيبه تعرف اللي هي تقف على الكوره، تعرف ازاي تمتص الكوره، تعرف ازاي تباصي، تعرف ازاي فمتهيألي اصلا يعني من الواضح اللي انا شايفه مع المدير الفني مستر كانترون كارتيرون مستر كانترون فلا يعني هو الراجل شغال على الاستحواذ، شغال يعني على حاجات كتير جدا يعني. انا بتفرج على النادي الاهلي لا بحس ان النادي الاهلي بيستحوذ على الكوره اكتر ما كان بيستحوذ عليها من الاول. لا في فوارق كتير انا حاسس بيها بصراحه، وهو الراجل مش خدمه كمان الاصابات طبعا الفترة الأخيرة كان في عدد كبير، الموضوع صعب كلهم أو معظمهم خلاص رجعوا دلوقتي وكلهم يعني متاحين بالنسبة بس واحدة واحدة يعني، فاهم قصدي؟ يعني لسه راجعين يعني لسه راجعين من الإصابة حالا يعني، وداخل في ده أكيد يعني داخل في مباراة مهمة يعني. كمان يعني ما لعبوش حتى مباريات غير عمرو سلاي، لعب مباراة ودية وسعد أعتقد كمان، فإن شاء الله نتمنى إن شاء الله نعدي بإذن الله. إن شاء الله كل التوفيق. رسالتك الأخيرة بالنسبة للنادي الأهلي قبل المباراة دي والجمهور النادي الأهلي كمان حابب تقول له إيه؟ أصل جمهور الأهلي مش هينفع أقول له حاجة يعني، بالعكس هو اللي بيقول للنادي كل حاجه وبيقول لاولاد النادي كل حاجه. بالظبط يعني، ف دي حاجه انا يعني حتى لما ببقى في فرقه ثانيه وباجي العب لا بلاقي بحس ان انا في بيتي بجد يعني. ف
اتمنى للنادي الاهلي ان شاء الله الماتش الجاي يعدي باذن الله، والنادي الاهلي قادر اللي هو ياخد البطوله دي، وان شاء الله باذن الله دي تبقى نصيب النادي الاهلي باذن الله السنه دي بطوله افريقيا و... وجماهير النادي الاهلي هقول لهم ايه، هقول لهم بحبكم بجد يعني. حبيبي عفروتو طبعا بشكرك، نورتنا وشرفتنا النهارده حبيبي. شكرا عفروتو، ده كان معانا مصطفى عفروتو طبعا احد نجوم النادي الاهلي السابقين واللي شارك لبعض الفترات مع النادي الاهلي، وكان يعني ليه دور كبير سواء في قطاع الناشئين في النادي الاهلي او حتى في الفريق الاول فتره صغيره اللي لعبها مع النادي الاهلي. طبعا دي كانت فقرتنا النهارده، الفقره الثانيه من برنامج الاهلي الليله، لكن لسه في فقره اخرى مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين. كنت بتقول لي عمر بيعرف يلعب عفروتو قبل ما يطلع اهو، كان بيعرف يلعب اه، كان باك ليفت عالمي، كنت تقول لي سريع وبتاع، بس انا مش حاسس شكله كان كابتن ربيع بالظبط يعني. اه والله كان لعيب كويس جدا. بعد الفاصل مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين ولقاء حواري اخر طبعا مع سلمى شوبير عضو لجنه الشباب بالنادي الاهلي وسهام سيد مقرر لجنه المراه بالنادي بعد الفاصل. الشباب الشباب الحقيقه يعني بقالهم شهر لازم نفخر بده، لازم كلكم تفخروا بالكلام ده. شبابنا شباب النادي الاهلي بقالهم اكتر من شهر شغالين، ولا واحد فيهم بيتقاضى جنيه ولا عايز منصب ولا عايز حاجه، هو بس بيحب وبينتمي، وعشان كده هو بيشتغل. يا جماعه الشغل اللي من وراه الحب والانتماء ده هو ده الشغل، هو ده. ملهمش هدف، ملهمش هدف، بس انا عايز يكون ليهم هدف، وعايز كل واحد فيهم يتطلع انه يكون في مناصب. النادي الاهلي محتاج نوعيه من الشباب ده، لازم النادي الاولاد دولت لازم يكون ليهم قيادات جايه ان شاء الله. في النهايه انا بكرر شكر للجميع، اخص بالشكر طبعا جمعيه يعني جميع اعضاء الجمعيه العموميه، وتاني بكرر شكر للسادة القضاة الحقيقة اللي قاموا بدور كبير جدا معانا، وإن شاء الله إحنا بنبتدي بقى لمستقبل جديد بإذن الله. أعضاء الجمعية العمومية هي اللي كتبت المستقبل ده، وبإذن الله نكون عند حسن الظن ونمشي بقى المستقبل ويروح جديد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان والجزء الأخير من الأهلي الليل. طبعا متعودين أن أنا أكون مع حضراتكم بنتكلم في الكرة العالمية، لكن النهاردة عندنا حاجة طبعا ليا الشرف أن أنا أكون موجود فيها وأتكلم عليها. بنتكلم زي ما احنا تابعنا كلمة الكابتن محمود الخطيب وكلامه عن دور اللجان، دور لجنة الشباب ودور اللجان بشكل عام. موجود مع حضراتكم النهاردة علشان نتكلم في فقرة عائلة النادي الأهلي، ونبرز مع حضراتكم دور اللجان. معانا طبعا اثنين من الكوادر المهمين جدا اللي موجودين في لجنتين، يعني يعتبر من اهم اللجان اللي موجودين من داخل النادي الاهلي، سواء لجنه المراه او لجنه الشباب. لكن اكيد هنتكلم في تفاصيل كثيره جدا، ونبرز دور اللجنتين في الفتره الاخيره والدور اللي بيقدموه في النادي الاهلي. اكيد طبعا يعني موضوع مهم جدا، موضوع متعب، يعني تطوع ما فيش اي اجر، هو زي ما كابتن خطيب قال هو موضوع بيكون حب وانتماء للنادي الاهلي. طبعا هرحب مع حضراتكم بالضيفه اللي مشرفاني مقرره لجنه المراه الاستاذه سهام سيد. برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك. منور حضرتك ايه؟ الحمد لله. منورانا. انا اللي مبسوطه جدا بوجودي معاكم، وان انا اقدر خلتوني اقدر اشرح دور لجنه المراه في الـ في الـ في اللي فات، الايفنتات اللي احنا عملناها اللي فاتت ودورها في المستقبل ان شاء الله. لا ان شاء الله هنتكلم طبعا وهنستفيد مع حضرتك. طبعا هنرحب بعضو لجنه الشباب اللي اكيد مشرفاني ومنوراني سلمى شوبير. ازيك يا سلمى؟ ازيك يا عمر؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. منوره. مبسوطه اني اكون معاك. لا طبعا انا طبعا اسعد ان انا اكون موجود معاكي او مع الاستاذه سهام. دور مهم، دور مهم جدا للجنه المراه. لجنه
المرأة كانت قبل كده أو مجمدة بقى لها فترة، لكن مع المجلس الحالي بتعود وبيكون ليها دور، مش دور عادي، لا دور فعال جدا جوه النادي الأهلي، وكمان دورها مش مقتصر فقط على الأنشطة النسائية. عايز أعرف بقى من حضرتك، تكلميني عن كل ما يخص لجنة المرأة. هي زي ما حضرتك قلت ان لجنه المراه ما كانتش مفعله قبل كده. المجلس الحالي الكابتن محمود الخطيب اهتم بدور المراه في النادي الاهلي، لان المراه هي اللي بترعى الجيل الجديد او الابناء او الابطال، فهي اللي بتصنع الابطال المستقبل، فبتبقى متواجده طول الوقت في النادي لتحفيز ابنائها على ان هم يحصلوا على بطولات ومراكز متقدمه. من هنا جه بقى دور لجنة المرأة ان احنا نشوف ايه متطلبات المرأة دي، ايه احتياجاتها، ايه مشاكلها اللي احنا ممكن نكون همزة وصل ما بينها وبين مجلس الإدارة. تمام. طبعا يعني اكيد زي ما حضرتك قلت دور مهم جدا، وليه يعني جانب ايجابي اكيد ما فيش شك، واكيد طبعا عنصر النساء اكيد ما نقدرش نستغنى عنه جوه النادي الاهلي، وجوه طبعا يعني اي اسر اكيد بيبقى موجود فيه عنصر نسائي مهم جدا. لكن نفس الكلام يا سلمى للجنه الشباب، احنا عارفين ان دي اول مره يكون موجود فيها لجنه شباب. عايز اعرف منك دور لجنه الشباب، وزي ما قلت في الاول هو لجنه الشباب بتشيل الحمل الفتره الاخيره طبعا مع لجنه المراه وطبعا كل اللي جايين، لكن لجنه الشباب في الفتره الاخيره هي اللي شايله اللود كله. فعايز اعرف منك ونعرف الساده الاعضاء والساده المشاهدين ايه هي لجنه الشباب ودورها جوه النادي الاهلي. هو طبعا زي ما انت قلت يا عمر ان لجنه الشباب دي اول مره تتعمل في تاريخ النادي، وده كان من ضمن البرنامج الانتخابي بتاع الكابتن محمود الخطيب. تمام. ان هو عايز ان الشباب يبقى ليهم دور ايجابي. تمام. وفعال في النادي. فاحنا بدانا شغل انه اعلنوا في الاول عن وجود لجنه الشباب. لجنه الشباب دي مكونه من 10 افراد. احنا كل الناس كان اعداد كتيره جدا قدمت على اللجنه، تم اختيار 10 افراد برئاسة الأستاذ عمرو غالب. بدأنا أنه الشباب دول هم أكتر ناس يعتمد عليهم الفترة دي، هم حلقة الوصل ما بين الشباب بتوع النادي وما بين المجلس، هم اللي هيبقى ليهم تأثير على الشباب في كل حاجة، من يعني من مناسبات أحداث طبعًا. في أي حاجة. فإحنا تم اختيارنا كعشر أفراد، بس مش يعني مش متوقف على 10 بس، إحنا عدد كبير جدا من الشباب. بالظبط ده اللي أنا شفته في الفترة، يمكن كلمة كابتن خطيب لما جيت اتكلم وقال إن إحنا كمان شفنا في الإدلاء بالتصويت على لائحة النظام الأساسي ما شفناش 10، شفنا كمية شباب متطوعين بشكل غير طبيعي. بالظبط، إحنا عدد شباب كبير كبير جدا. احنا بنشارك يعني كلجنه احنا بنعرض افكار ومشروعات جديده بنقدمها، وفي كذا حاجه هبقى احكي بتفاصيل اكتر عن المشروعات اللي تم تنفيذها. شاركنا ده في الاجتماع اللي كنتم موجودين فيه مع ده كان في اشتغلنا على اللائحه من قبلها بشهر. بالظبط. بدأنا تواجدنا في الثلاث فروع، عملنا ندوات، عملنا ورشة عمل مع بعض من أعضاء مجلس الإدارة، كان متواجد فيها أستاذ طارق أنزيل، دكتور محمد سراج، أستاذ جرحي، وأستاذ كفراوي كمان طبعًا. وطبعاً الحاج محمد يوسف رئيس لجنة العليا، ده اللي متبنينا طبعاً، وهو أكتر واحد بيقف في ظهرنا. بالظبط. فالشباب هم أكتر ناس ليهم دور، هم اللي بيعتمد عليهم أكيد يعتبر في أكيد. كل حاجة في ساعة اللايحة مثلا، يوم اللايحة نفسه الحمد لله كتنظيم احنا اللي قمنا بيه برضو. احنا كنا بنستقبل الناس من بره من على البوابة. انا عايز اتكلم معاك في قصص كتير قوي ليها علاقة بموضوع اللايحة وموضوع ازاي بيتم التنسيق بينكم. لكن استاذ سهام، عايز اسأل حضرتك على لجنة المرأة. حصل اكيد ايفنتات مهمة جدا، لكن ابرز الايفنتات او الاحداث اللي كانت موجودة وتم تنظيمها من خلال لجنة المرأة، ايفنت كان موجود في فرع الشيخ زايد، طبعا ده كان تقريبا ليه علاقة باليوم الريفي، وايضا بنتكلم على تكريم ابناء النادي من ابطال اكتوبر. طبعا حدثين مهمين جدا تطلبوا مجهود كبير جدا. عايز اعرف بقى ازاي بيتم التنسيق، وازاي قدرتوا ان انتوا تطلعوا حدثين بالشكل الرائع ده، واكيد كلنا شفنا وسمعنا الاشاده من كل اعضاء النادي الاهلي. الحمد لله. صحيح احنا تعبنا جدا في الايفنتين دول، بس الحمد لله ربنا وفقنا فيهم. بالنسبه لو تسمح لي ابتدي بابطال حرب اكتوبر وتكريمهم. الايفنت ده كانت فكره لجنه المراه، تحمست ليها جدا الدكتوره عزه سيار رئيسه لجنه المراه، عرضتها على الاستاذ محمد يوسف
عرضها على المجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب. متحمس جدا للفكرة لأنها بتبث قيم جميلة في النادي الأهلي. فالإيفنت ده بالذات فعلا خد مننا وقت وسهر وتعب. كنت لسه أقول لحضرتك تعبتوا فيه جامد جدا جدا عشان تجمع. ما كناش متوقعين العدد اللي يتقدم. إن أبناء النادي الأهلي أبطال حرب أكتوبر بالعدد ده كله يعني نكرم 60 بطل. بسم الله ما شاء الله. دي حاجة كبيرة وجميلة. وإزاي تنظم إزاي تتصل بيهم وإزاي تنظم مواعيدهم عشان يسجلوا الفيلم التسجيلي طبعاً. وهم طبعا مواعيدهم بالثانية وميعادهم مظبوط يعني طبعاً. فدي كانت حاجة برضو. أما بالنسبة بقى لليوم الريفي تمام. اليوم الريفي طبعا برضو عايزين نعرف يعني نشرحه للساده الاعضاء وللساده المشاهدين اليوم الريفي كان عباره عن ايه اليوم عشان لما يكون احنا موجود بعد كده الناس احنا طلب مننا ان احنا نعمل رحله لجو ريفي. فاحنا قلنا يعني وده كان اقتراح احدى العضوات المشاركات صراحه في الشيخ زايد. احنا بنعمل معاهم لقاءات شهريه بنشوف احتياجاتهم ومتطلباتهم يعني. كانت الاقتراح ده من ضمن الاقتراحات ان احنا ننقل اليوم الريفي داخل النادي يعني داخل الشيخ زايد بكل بقى تفاصيله بكل الحاجات الموجوده في اليوم الريفي من فلاحات من خبز من منتجات ريفيه من ركن للاطفال ازاي يعملوا نباتات يصنعوا نباتات طبعا. الزينه كمان استضفنا فاطمه عيد برده نقلت اجواء جميله وكانوا جدا مبسوطين. اليوم الريفي ده بالذات احنا يعني اعتمدنا فيه على ان احنا ننقل كل عيله الاهلي جوه الاهلي جوه الشيخ زايد في سفره الاهلي صح. يعني جماعه ازاي نقول مثلا ده يوم لم الشمل مثلا نسميه لم الشمل. فجمعنا بقى ده لقطات من اليوم الريفي اللي احنا بنتكلم عليه اللي كان موجود في الشيخ زايد. طبعا لقى نجاح كبير جدا جدا. لكن عايز اسال حضرتك على بقى استعنتوا بلجنه الشباب التنظيم كان عامل ازاي كده يعني بتقعدوا تفكروا في كل التفاصيل الدقيقه اللي حضرتك بتتكلمي فيها دي واكيد فيها تعب وصال. لكن هل تم الاستعانه بلجنه الشباب؟ احنا استعانا بلجنه الشباب في اكتوبر دي بقى الحدث الاكبر والحدث اللي كان فيه صعوبه وتنسيق وطبعا تسجيل افلام وثائقيه حاجات كثيره جدا فدي احنا واحنا كمان في الفترات الجايه ان شاء الله المستقبليه هنستعين برضو بلجان زي اللجنه الطبيه زي لجنه الشباب برضو هتبقى معانا ان شاء الله في كذا حاجه هنستعين بيها باللجان لان كل اللجان بتهدف لهدف واحد هو خدمه النادي الاهلي وتوصيل هدف البرنامج عاليه الاهلي. طيب احنا معانا على التليفون دلوقتي واحد يعني صديق عزيز جدا عليا طبعا واكيد حضراتكم تعرفوه كويس جدا هو نحله وشعله نشاط داخل النادي الاهلي بشكل غير طبيعي. طبعا هو عضو الجمعيه العموميه لكنه ليه دور بسم الله ما شاء الله في كل اللجان وخاصه بنتكلم على لجنه الشباب وهو الاستاذ وليد مبروك. استاذ وليد. عمر حبيبي اخبارك يا حبيبي كله تمام؟ والله الحمد لله تمام. منور ومشرف على قناه الاهلي طبعا زي ما اتكلمنا وقلنا انك شعله نشاط بسم الله ما شاء الله وليك يعني قبول مع الاعضاء وكمان يعني متطوع بشكل كبير جدا وبيكون ليك دور في كل النجاحات اللي بتكون موجوده داخل عائله برنامج عائله الاهلي وكمان في كل اللجان اللي موجوده وبتنظم اي ايفنت داخل النادي الاهلي. انا بس على الاول اسلم على سهام وسلمى اثنين يعني من الامثله بتاعت النادي الاهلي الواضحه الناس اللي بتسيب شغلها كتير وبتضحي بوقتها وبيتها وبتنزل تشتغل حبا في النادي الاهلي. يعني اللي انت بتقوله ده يعني عليا ده كتير قوي طبعا لان لا ده تستحقه طبعا تستحقه حبيبي يا عمر. والله انا بس عايز اقول لك النادي الاهلي يعني يستحق من اي حد بينتمي ليه اكتر من كده بكتير لان انت عارف ومجرب ان انت اسمك يقترن بالنادي الاهلي في اي حاجه وفي اي ايفنت او اي حاجه انت بتتحط جنب اسم النادي الاهلي دي حاجه بتعليك طبعا طبعا جداً. وابلغ دليل النهارده يعني انا بس كمان ما فوتش الحدث ده اكيد النادي الاهلي النهارده الف مبروك طبعا على عقد الرعايه. احنا كنا من اسبوعين ثلاثه الناس بتتخيل النادي الاهلي في محنه اكتشفوا النادي الاهلي كبير قوي وبيطلع من اي حاجه اقوى واحسن ومبروك على الهوايه كلهم طبعا يعني. بس اكيد طبعا لا اكيد طبعا بنبارك للنادي الاهلي لكن عايز اعرف منك انت يعني الدور في الفترة الأخيرة اللي أنت شايفه أو دورك في لجنة الشباب شفتك في أكتر من حدث أنت يعني بتنظم أو بتساعد في تنظيمه وفي الأول وفي الآخر هو عمل تطوعي. عايز أعرف منك بقى مدى الحب اللي موجود بينك وبين النادي الأهلي وكمان يعني نتكلم على يعني كل عيلتك موجودة في النادي الأهلي وليها دور فأنت كمان بتكمل الدور ده
فشايف دورك التطوعي ده ماشي بشكل عامل ازاي ودور اللجان داخل نادي الاهلي؟ والله عمر انا حابب جدا القصه بتاعت الشباب دي. انا يعني في سنهم كنت حابب ابقى يعني موجود وليا دور، ويمكن الظروف الفتره اللي فاتت ما كانش الاعلام والسوشيال ميديا بالحجم ده، مظبوط، كانت الدنيا مش سهله كده. لكن انا لو انت فاكر انا كنت ما اعرفش، انا يعني لو عندك وقت دقيقتين كده هشرح لك حاجه. لا اتفضل. هشرح لك حاجه. انا كنت في نص تقريبا السنه اللي فاتت في الصيف كنت دخلت مداخله مع الكابتن شوبير، وبالصدفه كده سجلنا عليه مسؤوليه كبيره جدا انه يوصل للاجيال الصغيره قيمه ومعنى وسموك النادي الاهلي ويعلمهم حب النادي والانتماء وكده. وكانت المداخله دي ملهاش اي هدف، يعني ما كانت في الصيف وما كانش ليها سبب. دارت الايام ومشيت زي ما انت شايف، الظروف حطتني في المكان اللي انت شايفه ده، ان انا بشتغل مع الشباب ده اللي هم احلى حاجه حصلت في حياتي بجد. وانا بعتبر نفسي انسان محظوظ جدا ان انا قابلت المجموعه دي، مجموعه كلها بتحب النادي وبتنتمي وبتحب وبتخلص وبتعمل كل حاجه ومش فارق معاها اي حاجه ولا مستنيه حتى شكرا، يعني هم بيعملوا كده حبا. صح، مظبوط مظبوط. انت شفت طبعا في بطولات افريقيا كانوا بيقفوا حتى هم بينظموا في المدرجات يشجعوا مع الجماهير، وكانوا بيعملوا دورهم ازاي. يعني مش عايز اتكلم كتير طبعا عشان بس وقتك، لكن النادي الاهلي يستاهل برضه تاني اكتر من كده بكتير. وشباب النادي الاهلي دول هم كنز النادي الحقيقي اللي موجود. والنادي الاهلي يعني انا برضه احب اكد على ان مجلس الاداره الموجود ده والكابتن محمود يعني فعلا داعمين جدا للشباب، وفعلا بيحاولوا يفتحوا لهم طاقات يقدروا منها. وان شاء الله انا بقول لك في الفتره الجايه في حاجه كده بنشتغل عليها هتوسع القاعده بتاعت الشباب اللي بيشتغل في النادي، بس يعني اسمح لي نخليها دلوقتي طبعا وقتها. وهنعمل حاجه هيبقى عدد المشاركه فيها كتير جدا، وهنوسع القاعده جدا، الناس هتبقى يعني بتشوف الشباب بشكل مختلف يعني ان شاء الله. يعني استاذ وليد، يعني اكيد زي ما انت محظوظ او زي ما حضرتك بتقول ان انت محظوظ انك موجود مع الشباب، هم كمان محظوظين ان هم يكونوا موجودين مع شخصيه بتحب وبتنتمي الى النادي الاهلي. اكيد طبعا دورك مهم جدا جدا جدا، فبشكرك على وجودك معايا. واكيد طبعا يعني تشرفت بوجود حضرتك معايا على قناه النادي الاهلي، واكيد يعني تكون موجود معانا هنا في القناه عشان نعرف منك تفاصيل اكتر واكتر عن دور لجنه الشباب ودورك كمان داخل النادي الاهلي. وده كان اتصال مع الاستاذ وليد مبروك عضو الجمعيه العموميه، وهو واحد من المتطوعين داخل اللجان وخاصه لجنه الشباب. يعني هرجع لك يا سلمى وهسالك على احنا اتكلمنا على تصويت لائحه النظام الاساسي، وقلت لي ان احنا كنا موجودين ما كناش 10 افراد بس، لا احنا كنا اكتر. لكن عايز اعرف هل بيتم التنسيق ما بينكم وما بين الاداره التنفيذيه؟ هل انتوا بتطلبوا ولا بيتم الطلب منكم ان انتوا تعملوا حاجه معينه؟ بص، مبدئيا يا عمر احنا اول ما بنسمع ان في اي ايفنت او حدث في رغبه فظيعه عند كل شباب النادي ان هو يشارك. وبصراحه العميد محمد مرجان ما بيتاخرش علينا في اي حاجه، بابه مفتوح لينا طبعا على طول، فبيحصل على طول اتفاق، يا اما بيطلب مننا يا اما احنا بيبقى نفسنا ان احنا نقدم حاجه تخدم النادي الاهلي حبا في النادي الاهلي والنادي اللي احنا تربينا فيه. فاحنا بنطلب على طول لو في حدث زي مثلا التصويت ده، احنا اللي طلع يعني كانت رغبه من عندنا والحمد لله اتوافق عليه على طول، ومن بعدها اتحط على طول يعني خطه عمل. قعدنا نشتغل قبلها بشهر في الثلاث فروع، كان في منافذ في الثلاث فروع بتوع النادي فيهم شابين في كل منفذ بيوزعوا نسخه من اللائحه اللي هي قبل التعديل وبيتناقشوا، بيبقى في تواصل مع الاعضاء. لو في اي حد عنده اي تعليق على بند او حاجه بيتم التواصل بالظبط. وكنا يعني بنفهم الناس اهميه المشاركه في حدث زي ده، ان هو يوضع الدستور بتاع النادي بتاعه. والحمد لله يعني كان في صدى كويس قوي الحمد لله. الناس حتى البنود اللي كان يعني في تعليقات عليها تم ارسالها للجنه برضو المسؤوله عن صياغه اللائحه، والحمد لله في حاجات تم تعديلها. ويعني والندوات الثلاث ندوات اللي اتعملت كنا احنا برضو اللي منظمينهم الحمد لله. الشباب النادي مش لجنه الشباب بس، انا بتكلم على شباب النادي مش بتكلم على اللجنه بس، شباب النادي كله اللي يعني كله بيجري عشان يخدم النادي ويشارك في اي حدث واي يعني واي ندوه. الحمد لله كانت بتبقى منظمه جدا، والحمد لله ثلاث ندوات كانوا العدد فيهم كويس جدا ومنظمين جدا. يعني اخر حاجه بقى كانت يوم التصويت نفسه، الحمد لله كان في متقسمين الناس لثلاث مجاميع، في ناس بتستقبل الناس من بره خالص من الباركنج عند العربيه،
بيوصلوهم لحد بوابه النادي، في شباب مستنيينهم عند بوابه النادي طبعًا بيوصلوهم طبعًا لحد الخيمه طبعًا. جوه الخيمه في شباب في انتظار برضو الاعضاء كلهم يعرفوا يدلوهم على رقم اللجنه طبعًا. الحمد لله كانت عمليه التصويت زي ما انت طبعًا شفت كده وكنت حاضر، ما كانتش بتاخد يعني دقيقه دقيقتين بالكثير، وحتى في يعني في شباب تانيين كانوا بيوصلوهم لحد بوابه الخروج. فالحمد لله العمليه كانت ماشيه بنجاح جدا، وده كان يعني كان لينا دور الحمد لله في التصويت على اللائحه. عملنا ورشه عمل مع بعض من اعضاء مجلس الاداره برضو الحمد لله، كابتن الخطيب نفسه اشاد بيها في ندوه من الندوات. فالحمد لله يعني عملنا شغل في التصويت على اللائحه الحمد لله، ويعني كانت ماشيه بشكل كويس. طيب هجي لك لليد وطاهر، لكن اروح استاذه سهام واسالها على دور لجنه المراه. يمكن كتير كان فاكر ان لجنه المراه هيكون دورها قاصر فقط على انشطه نسائيه، لكن جات لكم فكره خارج الصندوق، فقره او الايفنت الخاص بحرب اكتوبر. فانا عايز اعرف من حضرتك، هل فعلا ناويين تكملوا ان شاء الله في السياق ده، ان مش بس دور لجنه المراه يكون ليه دور داخل الدور النسائي فقط، ولا اي حاجه هتبقى موجوده تفيد النادي الاهلي وبرنامج عائله النادي الاهلي وعضو النادي الاهلي ان شاء الله هتم تنفيذها على طول؟ هي دور لجنه المراه في النادي الاهلي، هي دور لجنه المراه هي معنيه بالمراه وليست قاصره على النساء فقط. طيب مظبوط. بدليل الايفنتات احنا عملناها كتير قبل كده، قبل الايفنتين الاخرين كان بتيجي المراه واسرتها كلها معاها، يعني مش بتبقى للمراه فقط. صح. يعني مش قاصره على حضور المراه بس. طبعا الايفنتات الاخيره اليوم الريفي برده ما كانش قاصر على المراه فقط. بالضبط. جبت المراه وعيلتها واسرتها والشيخ جم في فرع مدينة نصر، فرع الجزيرة، فرع الشيخ زايد، كلهم التحموا في جو عائلي جميل. طبعا يصب في الهدف الرئيسي طبعاً يعني طبعاً برنامج عائلة الأهلي طبعا. فهو فعلا دور المرأة في ملفات هتبقى في المستقبل إن شاء الله تخص المرأة فقط، ملفات صحية، لكن مش شرط إن كل الملفات تبقى تخص المرأة فقط. طب إيه الجانب الإيجابية اللي حضرتك لمستوها كلجنة مرأة في تنظيم أحداث كثيرة جدا؟ أكيد شفتم جوانب إيجابية، وأكيد شفتم تجاوب من اعضاء النادي الاهلي وخاصه عنصر المراه. ايه اهم العناصر الايجابيه، وهل كان في تجاوب كبير لدور المراه او للاعضاء مع حضرتك او مع لجنه المراه بشكل عام؟ طبعا احنا بعد الايفنتين يعني لو اتكلمنا على اليوم الريفي، كل الاعضاء كانت مبسوطه جدا على السوشيال ميديا، كلمونا في التليفونات، هنونا بالفكره الحلوه اللي طبعًا الفكره كانت بتطرح قيمه اللي هي لم شامل عائلة الأهلي طبعًا. كلهم في سفرة واحدة، في ناس ما كانتش تعرف بعضها، يعني في ناس من الشيخ زايد ما تعرفش ناس في الجزيرة، ما يعرفوش ناس في مدينة نصر، كلهم اتعرفوا وبقى في جو أسري جميل. بالنسبة لأكتوبر أو تكريم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء، ده احنا زرعنا الحمد لله، يعني أنا ناس قالت لي، مش أنا كمان اللي بقول، يعني أبطال نفسهم قالوا لنا أنتوا زرعتوا قيمة جميلة للشباب الصغيرين، لما بيشوف ابوه بيتكرم، يشوف جده طبعًا بيتكرم كبير جداً طبعًا. يعني حتى حلو جدا ان انت تكرم ابن شهيد، لكن الاحلى ان انت تكرم البطل نفسه، يعني هو على قيد الحياه، يعني طبعًا دي قيمه جميله طبعًا. كل الناس دي حاجه كنا يعني بنفتقدها في مصر بشكل عام، لكن بسم الله ما شاء الله لجنه المراه بعد ما كانت مش موجوده الفتره الاخيره بتعود وبقوه وبافكار بره الصندوق تماما. الحمد لله، يعني الفكره فعلا هي جت من لجنه المراه، مش من اي عضو مشارك، بس احنا تحمسنا لها جدا، والاداره العليا تحمست لها جدا جدا. الكابتن الخطيب ادانا كل الدعم طبعًا. المادي والمالي يعني والمعنوي، يعني عايز اقول لك كمان استضافنا قومه كبيره عشان تحيي الحفل الفنان محمد الحلو طبعًا. فنان محترم، فنان ليه ذوق خاص، فنان ما يختلفش عليه اثنين، الاطفال كانت مشاركه معاه، الشباب الكبار، فكل الناس كانت مشاركه مع الفنان محمد الحلو طبعًا. فاليوم فعلا طبعًا. جميل وكان منظمين. يعني بعض اللقطات الموجودة قدام حضراتكم من حفل تكريم أبطال 6 أكتوبر، وزي ما قلنا حفل بسم الله ما شاء الله كان فيه تنظيم على أعلى مستوى، الشباب شارك فيه مع لجنة المرأة، وبالتالي خرج بشكل مشرف يليق بعائلة النادي الأهلي وباسم النادي الأهلي وبأعضاء النادي الأهلي. يمكن سلمى لجنة الشباب، أنا شايف أن يمكن كان في تحدي أو اختبار حقيقي للجنة هو تنظيم بطولة اليد والطايرة في أفريقيا. الموضوع أكيد كان صعب جدا، أول مرة يكون في لجنة شباب، بيتحط عليكم مسؤولية كبيرة جدا إن أنتوا هتخرجوا بحدث مش بس مصر هتشوفه، لا ده العالم ويمكن أفريقيا بشكل خاص هتتابعه وهتشوفه، فكان مسؤولية. احكي لي بقى تفاصيل
اللي حصل، ولما عرفتوا الخبر ان انتوا تم الاستناد او اسناد المهمه ليكم، وازاي نظمتوا وازاي عملتوا فكره الجمهور؟ يمكن كان في فكره دخول الجمهور، كان في فتره الاخيره دي ما كانش في جمهور بيخش كتير. هو طبعا زي ما انت قلت يا عمر، هو كان تحدي طبعا انه الشباب هم اللي يقوموا بتنظيم حدث كبير زي ده، بطولتين كبار في افريقيا. هو الحمد لله كانت حوالي 65 شاب من اعضاء النادي الاهلي، مفيش اي حد بره النادي يعني كشباب منظم، منظم للبطولتين، هم اللي شاركوا في البطولات دي. كان في لجنه المراسم والجماهير دي كانت برئاسه طبعا وليد مبروك، يعني غني عن التعريف كان لسه معانا. كان فيها 6 افراد من لجان مختلفه مش من الشباب بس، كان فيها ممثل واحد عن لجنه الشباب، دي اللي كانت مسؤوله بقى عن كل حاجه، يعني دول مسؤولين عن دخول الجماهير والخروج وعن الاذاعه الداخليه حتى كنا احنا الشباب مسؤولين عليها، تسليم الجوائز والكؤوس والحاجات دي كلها. هي كان تحدي زي ما انت قلت كده، الحمد لله اتنظمت بشكل حلو جدا. الشباب بصراحه كان بيشارك، كان في ترتيب طبعا، وليد مبروك كان منظم الشباب بطريقه كويسه جدا، هو بيعرف ازاي حط خطه كويسه، الناس كلها مشينا على الخطه اللي هو حطها دي، الحمد لله طلعت بشكل زي ما انت شفت كده، جماهير كان شكلها حلو، فالحمد لله البطولتين طلعوا بشكل يليق باسم ان النادي الاهلي هو اللي منظم البطولتين دول يعني. لكن كان الموضوع صعب يا سلمى، فكره الجمهور ازاي، يعني ازاي الجمهور دخل وازاي عملتوا نظام للجمهور انه يكون موجود؟ هل مثلا ان انتوا فكرتوا لما جيتوا تشوفوا ان الفكره دي جت لكم، هل بتقعدوا مع بعض بيحصل مثلا تشاور؟ هل في الديمقراطيه هي اجتماعات على طول؟ طبعا طبعا، يعني دايما الديمقراطيه ما فيش، الموضوع ملوش علاقه بسن، ملوش علاقه، كله بيقول اللي عنده، والاحسن هو اللي بيتم الاخذ بيه. بالظبط. عايز اقول لك احنا الشباب اللي مشارك كان من سن 16 لسن 35، فانت بص فرق القاعده كبيره طبعا. بالظبط بالظبط، وكله يعني بيسابق التاني عشان يلحق يعمل اي حاجه في حب النادي وفي خدمه النادي. فبالعكس لا، احنا على طول في اجتماعات قبل اي حدث، بيبقى في اجتماعات طبعا متواصله ديورنج حتى اي ايفنت، لازم برضو بنجتمع قبل وبعد. يعني احنا مثلا قبل كده، يعني هبعد شويه عن بطوله افريقيا دي، عملنا نظمنا حفله النجمه الرابعه برضو للنادي. احنا عملنا اجتماع قبلها بيوم، واجتماع يوميها الصبح، واجتماع بعد الحفله على طول. فاحنا الحمد لله على طول في تواصل، يعني احنا صوتنا مسموع جدا الحمد لله يا عمر، ودي من اهم المميزات الصراحه من اي حد. يعني احنا من اول الكابتن محمود الخطيب شخصيا قعد معانا كذا مره بيسمع لنا، كل اعضاء مجلس الاداره بصراحه، فاحنا مفيش حد بيتاخر عننا، احنا على طول بنقعد بنقول افكار، بنقول اقتراحات على طول، بنقول مشروعات جديده، زي مثلا في بطوله افريقيا الطايره واليد، بنقعد على طول في اجتماعات كل واحد بيقول افكاره، وكلها عايز اقول لك معظمها بتتنفذ، يعني مفيش حاجه عمرها ما بتتنفذش يعني ما دام في خدمه النادي. احنا شفنا يا سلمى، يمكن شفنا كمان الكابتن محمود الخطيب بيشيد بلجنه الشباب في كل، يعني كل حدث بيتم تنظيمه بيشيد بلجنه الشباب وبيقول دورهم دور فعال، وان في الاول وفي الاخر زي ما اتفقنا ان هو عمل تطوعي، عمل بدون اجر، وبالتالي هو موضوع صعب جدا. يمكن حضرتك اكيد يعني في دور اكيد في البيت، دور يعني مهم جدا والشغل يعني الشغل يعني عايز اقول لك يا عمر والله احنا معظم، احنا مكونين من 10 افراد، معظم الناس بيبقى عندنا اجتماعات في اي وقت، الناس كلها بتسيب شغلها وتيجي تجري عشان في اخر الدنيا. يعني عايز اقول لك احنا الاجتماعات اللي بتبقى في نادي الاهلي الجزيره دي، الناس بتبقى جايه من التجمع ومن مصر الجديده، بس بصراحه على طول محدش بيتاخر بصراحه عن خدمه النادي، وده اللي احنا اتربينا وتعودنا عليه، وده اللي المجلس بصراحه حاطين ثقه كبيره جدا فينا، يا رب ان شاء الله نبقى عند حسن ظنهم. يعني دول شباب ويعني لسه صغيرين، فلسه عندهم الطاقه والحماس، لكن حضرتك دور المراه اكيد دكتور عزه، ازاي بقى بيتم التنسيق ما بينكم في الاجتماعات؟ احنا بنتكلم عن برنامج عائله الاهلي، واكيد في بعض النقاط الخاصه بالاعضاء، لكن هل لو في حاجه مش موجوده هل بيتم طرحها ان انتم تزودوها من ضمن برنامج عائله الاهلي؟ عشان في الاول وفي الاخر هي بتخدم العضو وبتخدم اكيد كل ما هو موجود في لجنه المراه. حضرتك شايفه النقاط دي ازاي بيتم مناقشتها داخل اللجنه؟ احنا بنعمل خطه شهريه تمام بتتعرض على اللجنه العليا،
والخطه الشهريه دي فيها ما يستجد في بند كده ما يستجد من اعمال. احنا بنعقد طبعا لقاءات شهريه مع العضوات، فلما بنشوف عضوات عايزه حاجات جديده احنا مش كاتبينها في الخطه ونقدر ننفذها، فبنكتبها على طول وبننفذها وناخد خطوات ان احنا ازاي ننفذ الخطه دي، وكل واحد بيبقى ليه تاسك معين وكلنا بنتفق في النهايه على يعني ان احنا نخرج بنتيجه كويسه ترضي جميع الاذواق وجميع طبعا. اقطع حضرتك في النقطه دلوقتي، لو عضوه من اعضاء النادي الاهلي مش موجوده في لجنه المراه حابه ان هي تشارك في الراي، ايه اللي هي تعمله عشان خاطر توصل صوتها او تقول الاقتراح اللي عندها؟ احنا بالفعل عاملين عضوات عضويه مشاركه دي على التواصل الاجتماعي وعلى الواتس، وبنعمل استطلاع راي في كل ايفنت بنعمله، وبنوزع كمان العضويه المشاركه دي عشان لحد اي عضوه عايزه تشارك معانا فبتشارك معانا. يعني اليوم الريفي كانت عضوه مشاركه هي اللي كانت صاحبه الفكره وهي اللي ساعدتنا كمان في تنفيذ الفكره. فمن هنا احنا يعني بنعقد كمان لقاءات شهريه مع العضوات عن طريقها بنعرف ايه رغباتهم، ايه احتياجاتهم، ايه مشاكلهم، ممكن ان احنا نبقى همزه وصل ما بين لجنه المراه وما بين العضوات وما بين الاداره. يعني اكيد يا سلمى نفس الشيء، يمكن هتكلم على لجنه الشباب وهتكلم على، عايز اسالك على الجانب الايجابي اللي انت شايفاها في لجنه الشباب في الفتره الاخيره. دايما اي حاجه بتكون جديده بيبقى كل الناس بصلها، كل الناس شايفاها، احنا كلنا اكيد شايفين ان هي بسم الله ما شاء الله ناجحه جدا. بنتكلم على رئيس لجنه الشباب، بنتكلم على استاذ عمرو غالب، واحد من الشخصيات الجميله جدا اللي انا اكيد بعتز بصداقتها. لكن يا سلمى عايز اعرف منك ايه هي الايجابيات اللي انت شايفاها. كمان انا في موضوع بالنسبه لي الاخير اللي تم التعاقد عليه من خلال لجنه الشباب، وهو توفير فرص عمل لاعضاء النادي. الموضوع ده طبعا انا هخليكي تتكلمي فيه، لكن طبعا هو عمل عظيم جدا واكيد في الاول وفي الاخر بيخدم بشكل كبير عضو النادي الاهلي. فعايز اعرف منك تفاصيل التعاقد وازاي جات لكم الفكره ان انتم توفروا فرصه عمل لاعضاء النادي الاهلي. بص انا زي ما قلت لك يا عمر في الاول، احنا على طول يعني مش كل يعني بنعمل اجتماعات في خلال الشهور عامه، من اول ما بدانا شغل احنا في اجتماعات متواصله، فعلى طول بيبقى عندنا افكار بناخدها بس بالترتيب. فاحنا كان من الاول خالص كان في مشروع يعني اللي هو بتاع شغلني ده، كان محمد دسوقي عندنا في اللجنه هو اللي كان قال فكره يعني، وفي افكار كتيره كل الناس بصراحه قالت عليها يعني. هو اشتغل يعني كذا حد في اللجنة اشتغلوا على مشروع شغلني ده، والحمد لله أول ما عرضنا الفكرة على اللجنة العليا تم الموافقة عليه على طول، وأول ما طلعت برضو على طبعا العميد محمد مرجان برضو توافق عليه طبعًا. على طول وعلى طول مضينا العقد. هو المشروع عبارة عن أن احنا بنوفر فرص عمل لكل الشباب بتوع النادي. بالظبط. تفاصيل صغيرة ازاي بتوفروا بالزبط. وازاي لو العضو حابب ان هو يقدم او يعرض السي في بتاعه، ازاي بيتم التقديم بالزبط. وان هو يتم استقباله وعرضه بعد كده على شركه التوظيف. بالظبط. هي شغلني هي متعاقده مع 10,000 شركه تمام في يعني في مصر. هو في ثلاث منافذ ليهم في كل فرع في الثلاث فروع بتوع طيب. مدينه نصر والجزيره والشيخ زايد. العضو بيروح يقدم السي في بتاعه في المنفذ ده اللي موجود في يعني هو زي كشك موجود طيب. في كل طيب. فرع بيقدم عليه، بيكتب كل طلباته، السي في بتاعه على طول اوتوماتيك السي في ده بيروح لكل الشركات اللي متوفره عندها فرصه العمل اللي هو مقدم عليها دي. في خلال اسبوع بالظبط بيتم التواصل مع العضو اللي قدم على طول على الطلب ده، وبيروح لانترفيو ويعني ومنها ان شاء الله على طول بيجي له فرصه عمل. وهي دي من اكتر حاجات اللي بيعاني منها الشباب عامه يا عمر، ان هو اللي بيتخرج او حتى العادي يعني ممكن يبقى حصل مشكله في شغله او ساب شغله ان هو يلاقي شغل بسهوله. وده دور النادي الاهلي وده دور الشباب ان هو يحاول يساعد الاعضاء على الحاجات الصعوبات اللي بيقابلها عامه. لازم يبقى النادي الاهلي والشباب دول على طول عندهم حلول للناس للاعضاء. فانا كنت شايفاه ان دي فرصه حلوه جدا للناس اللي عندها مشكله في ان هم يلاقوا الشغل المناسب ليهم والشغل اللي هم نفسهم فيه، فالنادي ساعدهم على ده. فده الحمد لله عملناه، وبصراحه بتسهيلات من اللجنه العليا ومن العميد محمد مرجان ومن المجلس طبعا. يعني انا شايف الفتره الاخيره كان في يعني بدا ان هو يكون في توافد على تقديم الطلبات او تقديم السيره الذاتيه لكل اعضاء النادي الاهلي. فانا شايف اكيد ان هي في الاول وفي الاخر تخدم شباب النادي الاهلي، ومش الشباب بس، احنا بالظبط انت على قاعده بالظبط. فنقطه اكيد اجابات تتحسب للجنه الشباب. لكن استاذه سهام عايز اسال حضرتك على الخطه المستقبليه، ازاي او بتفكروا ازاي ان انتوا يكون في احداث تكون اكيد تفيد برنامج عائله الاهلي، ازاي يكون في
برامج خاصه بالاعضاء، وايه اللي بتفكروا فيه ان هو يخدم عضو النادي الاهلي؟ وبنتكلم كمان على العنصر النسائي بشكل خاص، ايه اللي ممكن حضرتك او لجنه المراه تقدمه الفتره اللي جايه للجنه المراه؟ في كذا ملف لجنة المرأة في الفترة الجاية إن شاء الله. عايز أخبر حاجات حصريات يعني حاجات لا مش هقول لك برضو مش هقول لك برضو. في ملف صحي بالتعاون إن شاء الله مع اللجنة الطبية، في ملف ثقافي، حرف يدوية ومشغولات وكده، في ملف استشارات علاقات أسرية، ففي كذا ملف في الفترة القادمة. كمان في إن شاء الله بإذن الله ده حصري بقى في حفلة رأس السنة إن شاء الله هتكون مليانة مفاجآت بإذن الله، فقرات كتيرة متعددة يعني من دلوقتي نحمس الأعضاء نحضر نفسنا. كمان في ملف ترفيهي بالتعاون مع لجنة الرحلات بإذن الله للسيدات فقط يعني، فده برضه حصري برضه مش كنتش عايزه اقول السيدات فقط مش رجاله فقط كنتش عايزه اقول برضه لكن يعني عايز اسال حضرتك حاجه كده برضه يعني يمكن خارج الاطار بتاعنا، لكن مع كل الشغل ده كله يعني برضه ازاي حضرتك بتنظمي مع في البيت وفي الشغل وفي النادي؟ يعني برضه بنتكلم على ان الموضوع صعب جدا، لكن هو في الاول وفي الاخر حبا في النادي الاهلي وحبا في خدمه اعضاء النادي الاهلي، حضرتك حابه الموضوع، فازاي بتنظمي يعني ازاي بتنظمي الموضوع؟ او مش حضرتك لوحدك، لا ده كل اعضاء اللجنه، الموضوع بيكون شيق جدا وصعب جدا، ولاد مدارس زوج في البيت عندي ثانويه عامه كمان السنه دي، ازاي ثانويه عامه واعداديه، فعندي يعني مجهود أكثر. اكيد كلكم بتتعاونوا مع بعض في البيت يعني بيكونوا طبعا هم كل واحد مقدر عمل التاني، بس هم كمان بيحبوا النادي جدا. طيب بس يعني كده خلاص. احنا يعني اتربيت في النادي، ولادي اتربوا في النادي، فده أس بيتنا يعني، فعشان كده يعني سايبيني بقى براحتي ان انا اشتغل في النادي. بعدين كمان اما بلاقي رد الفعل بتاع الناس اللي الاعضاء او العضوات جميل على التدريبات بيزيد من اصرارك وحماسك وشغلك، بيخليني عايز اشتغل تاني وعايز اشتغل تاني، وببقى مبسوطه جدا بالرد الافعال. طيب وحاجه طبعا انا شايفها تاني انا عايز اتكلم فيها، ان حضرتك برضو تفكيركم ان انتوا بتحاولوا تجمعوا الثلاث فروع ببعض، علشان الناس اللي يمكن الناس في الشيخ زايد ممكن ما تكونش عارفه، الناس اللي في الجزيره، الناس مش عارفه اللي في مدينه نصر، فحلو جدا ان انتوا دايما بتنقلوا الايفنتات او الاحداث من اهل الشيخ زايد لاهل الجزيره لاهل مدينه نصر، عشان زي ما قلت يكون في تعارف ما بين الاعضاء بينهم وبين بعضهم. ففكره برضو جيده، يمكن اكيد بتتحسب للجنه المراه، فهل مستمرين على نفس النهج ده؟ ان شاء الله طبعا، كل افكار لجنه المراه ان شاء الله هتبقى تصب في برنامج عائله الاهل، يعني كل افكار لجنه المراه ان شاء الله باذن الله هتنفذ برنامج عائله الاهل باذن الله. طبعا اكيد. يمكن سلمى سمعنا كلمه الكابتن خطيب، لكن لما انت سمعتيها في ساعتها اكيد طبعا كان شعور مختلف واحساس طبعاً مختلف، ان الكابتن خطيب قال كلمات مهمه جدا، قال هم شباب ينتمي ويحب بدون مقابل بدون اجر، زي ما اتكلمت مع استاذه سهام، انت برضو اكيد عندك اولاد وعندك زوج يمكن بيتفرجوا علينا يعني بيساعدوك ازاي، او ازاي يعني ازاي الاول عايز اعرف شعورك لما سمعت كلمه كابتن خطيب، وتاني حاجه يعني مع الحب اللي انت لمساه من رئيس النادي الاهلي وان هو بيتكلم على الشباب ممكن يطلع منها كوادر بالظبط، وبرضه دورك في البيت او ازاي البيت طبعا العيله كلها كرويه، فمش جديد ان انت تكوني موجوده بتخدمي النادي الاهلي. ده حقيقه. طبعا يا عمر احنا كلنا اول ما سمعنا كلمه كابتن محمود الخطيب كلنا يعني كابتن خطيب قبل ما يبقى رئيس النادي الاهلي فهو رمز من رموز النادي طبعا، فهي كانت يعني حمستنا جدا وخلتنا كلنا طايرين من الفرحه، وقد ايه احنا تحس ان انت تعبك بيتقدر وان انت صوتك مسموع وان انت شغلك اللي على الارض ده الحمد لله متشاف ومحسوس، فبالعكس ده ادانا حافز ان احنا ندي اكتر من بعدها على طول. بدانا في اجتماعات عشان نقدم مشروعات تانية، عشان كون ان الكابتن نفسه يتكلم على لجنه الشباب دي لوحدها يعني تسعد اي حد طبعا، ده شرف كبير لينا طبعا. يعني وبصراحه الكابتن خطيب والمجلس كله قد ايه هم مؤمنين بدور الشباب، وقد ايه هم عايزين يطلعوا كوادر شبابيه تخدم النادي، وده اللي كلنا نفسنا فيه، ان احنا يعني احنا بنخدم النادي زي ما انت قلت كده بدون اجر بدون اي حاجه، مش عايزين منصب يعني، انتوا مش عايزين بالزبط اي حاجه، انتوا فقط عايزين النادي الاهلي بالظبط يكون كدا احسن حاجه في الدنيا، احسن حاجه في الدنيا، وان الاعضاء دي ما نخليهمش محتاجين اي حاجه، ومش شباب بس زي ما استاذ سهام قالت طبعا احنا كلنا بنشترك مع بعض، لجنه طبيه، لجنه المراه، لجنه الرحلات، كلنا عايزين ان عضو النادي ده ما يحتاجش لاي حاجه بره النادي، ان كل طلباته تبقى مجابه جوه النادي، يعني عايزين نرجع زي زمان يا عمر واحنا صغيرين كنا على طول موجودين في النادي، يعني احنا ما كناش بنطلع بره النادي، فده اللي احنا يعني وده الحمد لله الحمد لله في خلال يعتبر سنه الحمد لله الى حد ما العضو بدا يرجع تاني النادي ويبقى
كل حاجة متوفرة لي، وان احنا نحاول على طول نزود خدمات، وده اللي احنا عايزينه. احنا مش عايزين اي حاجة ان احنا نخلي عضو النادي الاهلي ده مبسوط ومرتاح في النادي ومش عايز اي حاجة تانية، وده حب في النادي من كل الشباب اللي مشارك يعني. واحنا طبعا كعيلة كروية يعني، ف يعني بالظبط لا خالص، انا متربية في النادي ويعني عشت طفولتي كلها في النادي الاهلي، فانا طالعة بعشق النادي الاهلي يعني، فما فيش بالظبط متعصبة يعني. استاذ يعني يمكن ده شعور سلبي، لكن شعور حضرتك مع كلمه شكر للكابتن خطيب وبس، وكمان دكتور عز عشان ما تزعلش مننا لازم نتكلم عليها يعني. دكتوره جميله صراحه، طبعا يعني من الشخصيات المحترمه جدا اللي بنعتز بيها، لكن شعور حضرتك مثلا بعد احداث تنظيم حفل ابطال 6 اكتوبر، اكيد كلمه الشكر لحضرتك وكلمه شكر من الدكتور عزه لحضرتك والباقي الاعضاء، اكيد طبعا دي يعني لما حضرتك سمعتيها فدي بكنوز الدنيا كلها، ان يتم تكريم حضرتك بكلام من رئيس النادي ومن رئيس اللجنه، ده اكيد شرف ما بعده شرف. طبعا كمان كلام العميد محمد مرجان طبعاً. كلام استاذ محمد يوسف سعيدنا بكل طاقته يعني، قعد ما بينامش تقريبا لحد ما الاحتفاليه خلصت يعني. فكل الناس دي يعني عشان تشكرنا، وعشان كمان الـ الابطال اتصلوا بينا وشكرونا، دي في حد ذاتها قالوا لنا انتوا عملتوا يوم للتاريخ يعني، ده هيتحط في متحف النادي الاهلي يعني، ده حاجه يعني. فيلم التسجيلي كمان اشاد بيه اللواء محمد الغباري وقال انه فيلم اتعمل على اعلى مستوى، فطبعا كل ده طبعا خلانا طبعا في قمه السعاده والمسرور. ده حضرتك احنا ما اتكلمناش عليه، لكن هو واحد من الاحداث المهمه جدا او الايفنتس المهمه جدا، هو كان ايفنت ليه علاقه بالمولد، تم تنظيمه بشكل رائع جدا، وكمان كان في حاجات احنا ما بنشوفهاش غير في يعني في الشارع، فبسم الله ما شاء الله ان هي تكون موجوده، وان يجي لكم الافكار ان هو يتم يعني وضع زي بقى المراجيح اللي هي البلدي اللي بنشوفها دي، اللي كنا زمان جدا بنشوفها اللي مش موجوده دلوقتي، البندقيه طبعا الحاجات دي كلها يعني اعتقد ان هي افكار جيده جدا، وبتزيد من يعني نجاح لجنه المراه داخل النادي الاهلي. لكن دور بقى الدكتوره عزه مع حضرتك سريعا كده قبل ما نختم، عايز اعرف هي يعني ازاي بتتعامل معاكم، ازاي يعني بتحاول ان هي تنظم الوقت ما بين حضرتك والاعضاء، زي ما قلت لحضرتك عندكم مسؤوليات، عندكم يعني مذاكره، عندكم حاجات كتيره جدا، ازاي هي بدورها كرئيس لجنه بتنظم اجتماعات بينكم وبين بعضكم؟ احنا يا دكتور عزه صراحه خلقت بيننا روح الحب، يعني احنا كلنا بنحب بعض، بناكل مع بعض، بنفطر مع بعض، يعني عايشين مع بعض تقريبا. يعني اكتر حاجه عملتها الدكتوره عزه ان هي خلتنا كلنا نحب بعض طبعا. يعني اكيد دكتور عزه زي ما قلت لحضرتك شخصيه محترمه جدا، لكن اخيرا عايز بقى كلمه من حضرتك الاعضاء الجامعه العموميه، عشان خلاص احنا بنختم، وبالتالي انا شايف ان لجنه المراه بسم الله ما شاء الله بعد ما كانت مجمده في الفتره الاخيره بتعود وتعود بقوه، فبالتالي حضرتك كمقرره لجنه المراه كلمه في النهايه لاعضاء الجامعه العموميه في النادي الاهلي. انا طبعا بشكر اعضاء اعضاء الجامعه العموميه، وبشكر العضوات اللي ساعدونا والعضوات المشاركات، وبتمنى احنا بنعمل لقاء شهري كل شهر في كل فرع، فبتمنى ان تكون المشاركه معانا اكتر، لانه طبعا في ناس كتير بتيجي وتشارك معانا، بس اتمنى ان المشاركه تبقى اعلى علشان نعرف كل ارائهم وكل اقتراحاتهم وكل توجهاتهم، علشان في المرحله الجايه ان شاء الله نراعي ده كله. طيب سلمى، يمكن في الاخر برضو اكيد مع وجود اول لجنه شباب داخل النادي الاهلي ووجودك فيها، اكيد طبعا شرف، واكيد اسمك بيتكتب وبيتحفر في تاريخ اللجان اللي موجوده في النادي الاهلي، كلمه منك بقى لاعضاء النادي الاهلي، ونتكلم على الشباب، تحب تقول لهم ايه اللي انت بتتمنيه في الفتره اللي جايه؟ بحب اوجه كلمه للشباب واقول ان اي حد عنده اي فكره مشروع، حاجه تخدم النادي، ما يتاخرش يجي يتواصل معانا، واحنا فورا هنعرض المشروع ده على اللجنه العليا برئاسه الحاج محمد يوسف طبعا. ما بيتاخرش عننا في اي حاجه، ويعني وانس ان المشروع ده توافق عليه على طول المشروع ده هيتقدم باسم العضو اللي هيقدمه. اي حد عنده فكره اي حاجه للشباب يجي، احنا عايزين نكبر قاعده الشباب على قد ما نقدر، هو ده مستقبل النادي، هم دول الكوادر اللي زي ما الكابتن محمود الخطيب قال، هم دول اللي هيبقوا اللي هيعملوا مستقبل النادي وهيغيروا النادي للاحسن، وهم دول اكتر ناس يعني
اللي ليهم هدف ان هم يخدموا النادي الاهلي. فاحنا على قد ما نقدر عايزين نكبر قاعده الشباب. احنا مش 10 بس انا نفسي برضو اقول اسامي الناس اللي معايا في اللجنه. طيب عشان معلش بسرعه. طيب كده طبعا استاذ عمرو غالب، احمد عوض، محمد دسوقي، علي ندى، عمر هشام، نور عبد العاطي، اسلام يوسف، اميره محي، واحمد اسماعيل، عشان دي ناس بتتعب. طيب بصراحه يعني سلمى بشكرك شكرا جزيلا، عضو لجنه الشباب، ويعني شرفينا وطيني وطمنت على اللغه العربيه بتاعتك. الحمد لله. استاذ اسامه مقرر لجنه المرأه، بشكرك شكرا جزيلا على حضرتك معايا. كنا مع حضراتكم في الاهلي الليله في فقره عائله الاهلي، كان معايا طبعا اثنين من الكوادر اللي موجودين في انجح لجنتين داخل النادي الاهلي. بكره ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده من الاهلي الليله. تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.